بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة النهاردة عندنا مواضيع كتيرة جدا جدا هنتكلم فيها، وعندنا فقرات أكتر الحقيقة خلال هذه الحلقة حلقة مهمة جدا 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 هنتكلم فيها عن حاجات كتيرة، وعندنا زي ما قلت لكم فقرات هامة جدا. هقول لكم على فقرة لما نيجي نتكلم عن الفقرات. طيب، كلام كتير جدا بيدور خلال الايام السابقه على حكم المباراه، وان في ناس بتتكلم عن ان حكم المباراه ده حكم كذا وحكم كذا، وحكم حكم للاهلي مباراه سابقه، والكل يعلم ان الاتحاد الافريقي عارف، ولجنه الحكام تحديدا في الاتحاد الافريقي عايزه تنجح. مفيش لجنه في العالم او اي حاجه تخص سواء الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي او الاتحاد العربي، اي اتحاد في الدنيا عايز ينجح دائما، وبالتالي عندما يتم وضع حكم لا يتم وضعه مجامله لحد او عشان خاطر حد. انا ليه بقول لحضراتكم الكلام ده؟ لان خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتت حمله الحقيقه ممنهجه على حكم المباراه. بالمناسبه احنا النهارده عندنا في الجزء الثاني من هذه الحلقه هنتكلم مع النجم الكبير كابتن سمير عثمان. كابتن سمير عثمان هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم، وده طاقم التحكيم امام او طاقم الحكام امام حضراتكم، وبالتالي هنتكلم معاه عن طاقم التحكيم. ولكن انا بتكلم فيما حدث خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا والحمله الممنهجه. ممكن جدا الحكم يخطئ بكره ضد النادي الاهلي، ممكن يخطئ بكره في صالح النادي الاهلي. كره القدم فيها كده وفيها كده، واحنا بنقيم دائما ايه اللي بيحصل. النقاط كلهم، مش احنا يعني في قناه الاهلي، كل الناس في الدنيا بتقيم الحكم. الحكم بالمناسبه عايز يبقى افضل واحد، عايز يعمل حاجه كويسه علشان يوصل ان هو يلعب في الامم الافريقيه، ويوصل بعد كده ان هو يبقى مرشح لكاس العالم. مش الحكم ده، اي حكم في الدنيا كده. عمره ما في حكام او بيبقوا قليلين، الحكام دول بيبقوا قليلين قوي. اللي بيبقوا عايزين حاجه معينه او بياخدوا حاجه معينه علشان يجاملوا فريق، ودي ما شفناها لو منذ بدايه كره القدم، وحتى الان شفناها مرات قليله جدا جدا جدا. طبعا لكل قاعده استثناءات، وبالتالي القاعده الحقيقيه او القاعده الرئيسيه اللي بنتكلم فيها ان كل الحكام الحقيقه نفسها ان هي تنجح، نفسها ان هم يكونوا كويسين، نفسهم ان هم يلعبوا في اكبر محفل افريقي للحكام الافارقه، ايضا نفسهم ان هم يلعبوا في اكبر محفل عالمي وهو كاس العالم اللي حضراتكم شفتوه اخيرا في 2018 في روسيا. عشان كده بقول لحضراتكم الحكم او طاقم التحكيم بالكامل يتعرض لحمله ممنهجه من البعض. انتوا حضراتكم عارفين طبعا ان في ناس معينه هي اللي بتتكلم على هذا الموضوع، وان الحكم ده حكم للاهلي مباراتين او ثلاث مباريات سابقه، كسب في مباراتين وتعادل في مباراه وهزم وخرج من البطوله العربيه امام الوصل، وبالتالي الكلام كتير على الحكم. انا شخصيا بكره مستني اشوف اداء الحكم في هذه المباراه. النهارده هنقيم طاقم التحكيم مع النجم الكبير الكابتن سمير عثمان، هيقول لنا الوضع اللي زي ده الحكم المفروض يعمل فيه ايه؟ الوضع اللي زي ده المفروض الحكم هيعمل فيه ايه؟ الوضع اللي زي ده الحكم كيف يتصرف في ارض الملعب؟ من الممكن ان هو يخطئ بالمناسبه، ودي هنتكلم فيها كتير جدا، ولكن كره القدم في النهايه ما تعرفش غير الكسبان والمغلوب، او اللي متعادلين، او اللي هيصعد الى الدور القادم بعد كده. فعشان كده انا اللي بقوله لحضراتكم ايه؟ ان الموضوع بسيط جدا، ما تفكروش في الكلام ده، سيبوا الناس اللي بتتكلم في هذه الامور تتكلم في هذه الامور، احنا موجودين عشان نتكلم احنا او ندافع عن اللي بيحصل في هذا الموضوع، واحنا ما بندافعش، احنا بنتكلم كلام منطق، كلام منطقي الحقيقه يعني. هل في حكم في الدنيا عارف ان العالم كله او افريقيا كلها بتتفرج عليه؟ كل الشعب الجزائر وكل الشعب المصري هيبقى بيتفرجوا على هذا الحكم، وبالتالي هو عايز ينجح، عايز يبقى حكم كويس، عايز يتقال عليه ان هو حكم كويس. فخدوا بالكم ان الحملات دي بتخرج من داخل مصر ولاغراض معينه. انا ما اعرفش ايه هي الاغراض، ولكن في اغراض معينه بتحصل في هذا الموضوع. عشان كده انا بقول لحضراتكم الحكم قد يخطئ وقد يصيب، وفي النهايه احنا بنقيم التحكيم في بعد المباراه من خلال الاستوديو، احنا بنتكلم مع حضراتكم في مباريات الدوري او حتى في البطوله الافريقيه هنتكلم عن هذا الموضوع. لكن الفتره اللي فاتت ضغط جامد على الحكم، ضغط جامد على الحكم، وان شاء الله ده لا يؤثر عليه بشكل سلبي في مباراه بكره. زي ما قلت لكم في الفقره الثانيه هيكون معايا كابتن سمير عثمان هنتكلم معاه عن هذا الموضوع.
بسرعة كده بس أنا بتكلم معاكم في هذه الأمور لأنها أمور هامة جدا ومش عايز حد يتأثر يا جماعة، مش عايز حد يتأثر بالحملات الممنهجة اللي بتخرج على النادي الأهلي خلال هذه الأيام. زي ما قلت لكم قبل كده وأنا آسف إن أنا بأكرر هذا الكلام، ولكن ده حضراتكم بتشوفوه قدام عينيكم، الناس كلها بتتكلم في إيه؟ أصل في مش عارف مين اتخانق مع مين، ناصر اتخانق مع السلية ومش عارف مين اتخانق مع مين، هم قاعدين مثلا في أوضة واحدة دلوقتي مثلا يعني، وأصل فلان اتخانق مع فلان، أصل الحكم جاي يحكم للأهلي. أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة، أنا بقول لكم بمنتهى الصراحة، إحنا أو النادي الأهلي لن يقبل بأن هو حكم يجي يحكم له. النادي الأهلي مش محتاج الكلام ده، النادي الأهلي محتاج حكم عادل، حكم عادل يحكم، اللي شايفه خطأ ضد النادي الأهلي يحسبه خطأ ضد النادي الأهلي، اللي شايفه صح للنادي الأهلي من وجهة نظره يحسبه صح للنادي الأهلي. هو ده اللي إحنا عايزينه، إحنا عايزين حكام عادلين عشان نقدر نصعد للدور التالي. مباراة مهمة جدا 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 ومباراة صعبة جدا جدا، قول جدا زي ما انت عايز، في كل الامور بكرة امام لاعيبة النادي الاهلي او في ايد لاعيبة النادي الاهلي، 11 لاعب اللي هينزلوا، واحنا لا نضع ضغط على لاعيبة النادي الاهلي لان حياة لاعيبة النادي الاهلي او حياة لاعب النادي الاهلي على طول بيبقى تحت ضغط وتحت توتر، ازاي يطلع وشخصية النادي الاهلي تبان، هو ده اللي بنشوفه او هو ده اللي المفروض يحصل بكرة، احنا نشوف شخصية النادي الاهلي وشخصية لاعب النادي الاهلي. ال11 اللي هيلعبوا الاسماء قول زي ما انت عايز، كل واحد هيحط تشكيل وكل واحد هيحط اسم هو عايزه يلعب وكذا وكذا. اي حد من انا متخيل كده ان اي 11 بكرة هيلعبوا هيموتوا نفسهم جوه الملعب، وهو ده الاهم بالنسبة لي، ان انا لما موت نفسي جوه الملعب هعرف اكسب او حوصل ان انا اكسب، لان ربنا دايما ما بيديش غير لكل مجتهد. الناس تقول لك ايه اصل الاهلي ده محظوظ، انا عمري ما قلت غير ان الاهلي فعلا محظوظ، فعلا الاهلي محظوظ، بس محظوظ ليه؟ محظوظ لانه مجتهدين، كل الناس اللي في النادي الاهلي بتجتهد من اول رئيس مجلس الاداره لغايه اصغر عامل في النادي الاهلي، كل الناس بتجتهد لان الحظ ده ما بيجيش غير الا للمجتهدين. اللي يقول لك اصل النادي، اقول له النادي الاهلي محظوظ، ايه المشكله؟ النادي الاهلي محظوظ، فعلا النادي الاهلي محظوظ، وفعلا النادي الاهلي بيجيب اجوان في الدقائق الاخيره. عارفين ليه؟ عشان ربنا عارف ان الفريق ده اي اسم بقى او اي لعيبه او اي 11 بيبقوا موجودين بيبقوا موتين نفسهم طوال ال 90 دقيقه، عشان كده بيفرحهم في اخر دقيقه. هو ده الحظ اللي الناس بتتكلم عنه، هو ده الاجتهاد اللي الناس بتتكلم عنه، هو اللي امام حضراتكم دي حاجه من الحاجات. فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما اللي يقول لكم ان الاهلي محظوظ قولوا له محظوظ، بس محظوظ ليه؟ محظوظ عشان مجتهدين من اول اكبر رئيس مجلس الاداره لغايه اصغر عامل في النادي الاهلي، كل الناس بتجتهد، عمال غرفه الملابس، اللاعبين، المدلكين، الدكاتره، الاطباء، كل الناس اللي موجودين بتجتهد وبتجتهد، كل واحد بيجتهد في شغله، عشان كده ربنا بيديك رزقك في الاخر. تجتهد في شغلك وتجتهد في عملك ربنا هيديك، هو ده اللي احنا اتعودنا عليه، هو النادي الاهلي كده يا جماعه، هو النادي الاهلي كده. بكره كده، بكره ممكن تفضل النتيجه 0-0 لغايه الدقيقه 90. انا متاكد بكره ان شاء الله ان ال 11 لعيب اللي هيبقوا موجودين والثلاث تغييرات اللي هتلعب هيموتوا نفسهم جوه الملعب، عشان كده ربنا هيديهم بكره. خلال الفتره اللي فاتت الانتقالات الشتويه اللي فاتت اجتهد فيها جدا مجلس اداره النادي الاهلي، وصلنا ان احنا خدنا 27 بونت ورا بعض او 27 نقطة ورا بعض في الدوري العام المصري، وصلنا ان احنا لو كسبنا مباراة بكرة هنتصدر هذه المجموعة، على الرغم من ان كان هناك بعض السلبيات في المباراة الخارجية الكل اجمع عليها. هناك ارتفاع في المستوى في المباراة السابقة والجون اللي دخل يعني حظ، ولكن من الواضح جدا ان النادي الاهلي مستواه ارتفع في الفترة اللي فاتت، على الأقل في المباراة الخارجية، في مباراة سيمبا ما رحناش للجون في الخارجية اللي كانت بره مصر، في مباراة فيتا احنا رحنا للجون كم مرة؟ وكنا نقدر نجيب جون كم مرة؟ مش هو ده النادي الأهلي؟ أيوه مش هو ده النادي الأهلي خارج ملعبه، ولكن أفضل من الفترة السابقة، وده دايماً اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم فيه. فاللي يقول لك النادي الأهلي ده قول له محظوظ، هو محظوظ فعلاً، بس محظوظ ليه؟ هو ده الكلام، المنطق اللي احنا دايما بنتكلم بيه، ان احنا مجتهدين عشان كده احنا محظوظين، ان احنا بنموت نفسنا في الملعب وخارج الملعب عشان كده احنا بنكسب في الملعب. الجمهور بيشجع من الدقيقة 1 لغاية الدقيقة 95،
او اكتر او اقل. فهو ده النادي الاهلي، هو ده جمهور النادي الاهلي، هو ده الجمهور اللي عايز يفضل ولا فريقه. يعني هل انت متخيل بكره ان الجمهور اللي موجود في النادي الاهلي، اللي موجود في مباراه النادي الاهلي بكره وشبيبه الثوره، مش هيموت نفسه في تشجيع؟ هل حضراتكم متخيلين الناس اللي بتقعد تتكلم حوالين النادي الاهلي دول، هل حضراتكم متخيلين ان جمهور النادي الاهلي بكره لا قدر الله دخل، بص انا بوصل معاكم لاقصى حاجه، دخل فينا جون، الجمهور ده مش هيشجع الفريق؟ هيشجع الفريق، وهيبقوا متاكدين تماما ان هم بيبذلوا اقصى مجهود، عشان كده هيفضلوا يشجعوهم لغايه اخر دقيقه. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده جمهور النادي الاهلي، مش هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده جمهور النادي الاهلي، هي دي حقيقه جمهور النادي الاهلي، ان هو دائما ما يقف خلف فريقه. فعشان كده مش عايز حضراتكم تتاثروا بالكلام اللي بيتقال ده. لما انا شخصيا، انا والله بجد لما حد يجي يقول لي اصل الاهلاويه دول انتوا محظوظين يا اخي، اقول له احنا فعلا محظوظين، فعلا بنبقى محظوظين دايما، بس ربنا ولكل مجتهد النصيب، ولكل مجتهد النصيب، دايما ربنا هيدي لك نصيبك على قد اجتهادك في الملعب. انا بتكلم على كره القدم طبعا. فخدوا بالكم من الكلام اللي بيحصل هذه الايام، خدوا بالكم من الحملات اللي بتتعمل على الحكام واللي خارجه للاسف الشديد من داخل مصر، علشان الناس معرفش عايزه ايه. يعني الناس اللي بتعمل كده عايزه ايه؟ احنا ما عندناش مشكله بالمناسبه، ما عندناش اي مشكله، وبكره ال 11 لاعب اللي موجودين هيموتوا نفسهم، وده انا متاكد منه، وهفضل اكرره النهارده في احنا قاعدين مع حضراتكم من دلوقتي لغايه الساعه 1. عندنا فقرات كثيره جدا، منها فنيه ومنها رقميه ومنها سوشيال ميديا ومنها صحافه ومنها تحكيم، عندنا 5 6 فقرات هنتكلم عن كل شيء. فعشان كده بقول لحضراتكم انتوا الجزء الرئيسي والجزء الاهم في اسم النادي الاهلي، الجمهور هو الجزء الاهم في اسم النادي الاهلي، فعشان كده عايزينكم دايما تبقوا في ظهر النادي الاهلي، وبنقول لكم ايه اللي بيتقال، علشان انا عارف ان انتوا بتردوا احسن مني مليون مره، ومتاكد من ده، بس انا دايما لما باجي اتكلم بحب اتكلم في الامور المثاره، الامور اللي الناس بتتكلم فيها. الاهلاويه لما يجي يتكلم يقول لي احنا زعلانين من اللي بيحصل، ما تزعلوش، ما تزعلوش، الامر ابسط مما تتخيله. في 11 راجل بكره هيبقوا في الملعب، وراهم من 15 ل 20000 متفرج، 15000 الساعه الرئيسيه او اللي تم الاتفاق عليها مع الامن، دول دعوات او تذاكر، وفي خمس او اقل شويه في تذاكر او دعوات تم الاتفاق عليها مع الامن. بكره ال 15 20000 هيبقوا موجودين كانهم 200000 موجودين في الملعب. بكره ان شاء الله وهتشوفوا روح الفانيلا الحمراء في الملعب وفي المدرجات. روح الفانيلة الحمراء ستكون حاضرة في لقاء الأهلي أمام شبيبة الثورة الجزائري التي ستقام بملعب برج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا، التي يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز حتى يصعد كأول مجموعته، وهو ما لن يكون سهلا أمام منافس عنيد، لكن روح الفانيلة الحمراء تظهر في المواقف الصعبة، سيكون لها الدور الأبرز في ترجيح كفة الأهلي في موقعة برج العرب. هي دائما ما تظهر في مباريات الأهلي، لا سيما في المواقف الصعبة التي يتعرض لها المارد الأحمر خلال مشواره، سواء في الدور المحلي أو على المستوى الإفريقي الذي شهد من قبل صولات وجولات لأبناء القلعة الحمراء. هناك العديد والعديد من الشواهد التي تؤكد ذلك الأمر. لا يخفى على القاصي والداني ما حدث في نهائي بطولتي 2006 و2012 لدوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر في تونس الخضراء في ملعب رادس الذي شهد صوالات وجولات. ففي بطولة 2006 كان لقاء ذهاب باستاد القاهرة انتهى بالتعادل الإيجابي مع صفاقس التونسي، هو موقف صعب على أي فريق، لكن ليس هناك مستحيل أمام المارد الأحمر الذي كشر عن أنيابه، حقق فوزا ثمين في تونس على الصفاقسي بهدف الماجيك محمد أبو تريكا. تكرر نفس السيناريو في بطولة 2012، وتعادل الترجي مع الأهلي في برج العرب بهدف لمثله، وعاد المارد الأحمر لرادس مرة أخرى، حقق الفوز هناك ليحصد لقبا إفريقي جديد.
هناك أيضا مواقف للأحمر في دوري المجموعات، ففي موسم 2007 خسر الأهلي من الترجي التونسي بهدف من دون رد في الجولة الرابعة قبل أن يسقط مجددا أمام الهلال السوداني بنتيجة 3-0 في الجولة الخامسة. إلا أن المارد الأحمر حقق الفوز في مباراة الجولة الأخيرة على أسك ميموزا الإيفواري في الجولة السادسة ليتأهل الأهلي للدور النصف النهائي. الجماهير دائما لديها ثقة كبيرة في لاعب الأهلي ومعدنه الأصيل الذي دوما ما يظهر في الأوقات الصعبة. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه برضو قبل ما اروح اتكلم في الامور اللي عندي النهارده وبعد قليل هيكون معايا كريم احمد مراسلنا من برج العرب، بقى هنتكلم معاه في كل ما يخص النادي الاهلي، ايه اللي حصل النهارده، المؤتمر الصحفي حصل فيه ايه، كلام كتير جدا هتكلم مع كريم. قبل بس ما اروح لكريم، الحقيقه عندي برضو موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه. مصطفى شوبير حارس مرمى متميز، انا بالنسبه لي ما شفتوش غير مباراه وحيده فقط مع منتخب مصر، والحقيقه ادى فيها منتخب مصر الناشئين يعني، وادى فيها بشكل جيد، وانا كنت ساعتها بعمل الاستوديو التحليلي لهذه المباراه وشفت ان هو حارس مرمى. قبل ما اخش مع حضراتكم النهارده كلمت مع مدربين كتير جدا دربوا مصطفى شوبير، ويعني كنت بتكلم معاهم بشكل شخصي كاصدقاء يعني، قلت لهم يا جماعه هل هو لعيب كويس، هل هو حارس مرمى جيد؟ معظمهم الحقيقه او كلهم تقريبا اجمعوا ان هو حارس مرمى. قلت لهم لا، انتوا بتقولوا كده بس عشان خاطر بابا، عشان خاطر الكابتن شوبير. قالوا لي لا، احنا عمرنا ما هنقول الكلام ده غير عشان خاطر اللاعب او كره القدم تحديدا ما فيهاش واسطه. كره القدم تحديدا ما فيهاش واسطه، يعني ايه؟ يعني انا ممكن ادخل ابني يلعب في الاهلي اكبر نادي في مصر، ممكن جدا ادخل ابني يلعب في نادي الاهلي عشان انا اسلام الشاطر وعشان او فلان او علان او ترتان، ولكن عمره ما هيكمل الا لو كان لعيب كويس. عمره ما هيكمل الا لو كان لعيب كويس. خلاص؟ وعندنا في النادي الاهلي تحديدا ما بيحصلش الكلام ده، ما فيش حاجه اسمها انت عشان ابن فلان هخليك تعمل اختبارات، لا، ما عندناش احنا في النادي الاهلي كده. ياما ناس حاولت وياما ناس جربت لكن ما عرفتش، النادي الاهلي دايما عنده بيجي له قد ايه؟ 20,000 30,000، لو تعرفوا الرقم يا شباب قولوا لي لو سمحتوا، الارقام اللي بتيجي في الاختبارات، قولوا لي الارقام اللي بتيجي قد ايه؟ ارقام كتيره جدا، وعندك مدربين على اعلى مستوى بيقعدوا يتفرجوا على اللعيبه. هو ده النادي الاهلي، ما عندوش واسطه، ما فيش الكلام ده، الكلام ده ما بيحصلش. وانا دايما قلت لكم انا لما اجي اتكلم معاكم هتكلم بمنتهى الصراحه، زي ما قلت لكم قبل ما اخش كلمت ناس كتيره جدا ومدربين لمصطفى علشان اعرف، وزي ما بتكلم مع حضراتكم كده بالظبط، قلت لهم يا جماعه لا لا عشان خاطر بابا، انتوا بتقولوا لي كده عشان خاطر بابا، قالوا لي لا خالص، هو حارس مرمى متميز وحارس مرمى جيد جدا، وده مستقبل مصر خلال الفتره اللي جايه مصطفى شوبير. فهو ليه منضم للقائمه الافريقيه طيب؟ حد بيفكر؟ طبعا في ناس فكرت يعني وقالت اصل مش عارف ايه ودي فضيحه ان هو يكون موجود مع الفريق والكلام ده كله، لكن للأسف الشديد اللي بيقول كده ما يعرفش ان تفكير النادي الأهلي دائما للمستقبل. تفكير النادي الأهلي دائما للمستقبل، وشويه وهتشوفوا حارس مرمى اخر منضم، وشويه وهتشوفوا حارس مرمى صغير من الشباب اللي موجودين منضم. النادي الأهلي لما بيجي يفكر ما بيفكرش زي بقية الفرق، لا، بيفكر دائما ايه الخطوة اللي جاية؟ واللي بعدها ايه؟ إذا كان من الممكن ان هو يشوف اللي بعد اللي بعدها كمان هيشوف. فهو النادي الاهلي فكره ياخد يروح ويقعد مع الفريق ويشوف اللي بيحصل في المباريات الافريقيه ويتشد شده المباريات الافريقيه ويشوف حراس المرمى المتواجدين بيعملوا ايه ويقعد معاهم وياخد خبره. هل دي اسمها خبره؟ طبعا تراكم الخبرات سواء مع منتخب الناشئين او مع منتخب الشباب او مع المنتخب الاولمبي او مع النادي الاهلي في البطولات الافريقيه، على الرغم ان هو مش مقيد في البطوله الافريقيه، عشان بس الناس بتقعد تتكلم اي كلام، محدش عارف النادي الاهلي لما بيعمل حاجه بيعملها او الجهاز الفني اللي موجود بيعمل حاجه للمستقبل، بيعمل حاجه للمستقبل. لازم يبقى موجود مصطفى ولازم يبقى موجود غير مصطفى الفتره اللي جايه، هتشوف يتعلم ويشوف ويشوف شده البطوله الافريقيه عامله ازاي، خصوصا في ماتش مهم زي ده، ويخش مع مجموعه اللاعبين اللي متواجدين، لان برضو ده من ضمن الحملات اللي موجوده. وانا ما بتكلمش الحقيقه على مصطفى عشان هو ابن الكابتن شوبير اطلاقا،
انا لما بتكلم على مصطفى بتكلم لانه لاعب في النادي الاهلي ويتعرض هذه الايام لحمله ممنهجه بسبب والده اللي عنده خلافات مع كابتن شوبير، يقوم جاي مخبط في مين؟ في مصطفى. لا، لو مصطفى لعيب كويس هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي، او حارس مرمى كويس هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. لو مش كويس عمره ما هيبقى حارس مرمى النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. وبالتالي خدوا بالكم بس من الحمله على الحكم، حمله على مصطفى، حمله على اصل محظوظين، اصل مش عارف ايه، الكلام ده كله انا برد عليه بالمنطق مع حضراتكم، اهو بنتكلم بمنتهى المنطق. هل ده اللي انا بقوله ده كلام منطقي ولا مش منطقي؟ هل حضراتكم مقتنعين بالكلام اللي انا بقوله ده ولا مش مقتنعين؟ هل في مدرب في الدنيا هيطلع لاعب يحطه ويلعبه مباراه مثلا على افتراض يعني عشان هو ابن فلان او علان او ترتان؟ يعني ده تبقى اول مره في حياتي اشوفها بصراحه. لكن اذا كان جيدا، اذا كان حارس مرمى متميز، انا هنا بتكلم على مصطفى شوبير، هيكمل وهيبقى حارس مرمى النادي الاهلي وهيبقى حارس مرمى منتخب مصر اذا كان اذا تم اختياره في منتخب مصر. كل الكلام اللي فات ده انا بس حبيت ان انا اتكلم مع حضراتكم فيه سريعا جدا، لكن انا بكره عندي ماتش مهم جدا، النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا. خلينا نعرف ايه كواليس المواضيع، ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي وفي برج العرب. خلينا نروح لكريم احمد وهو معانا دلوقتي على الفيديو بيتكلم معانا عن المباراه. طيب كريم ازيك؟ اهلا بيك يا كابتن اسلام، برحب بيك وبرحب بكل مشاهديك ومتابعي قناه الاهلي. حلو المنظر اللي وراك بالمناسبه. لا الجو هنا برد شويه يا كابتن اسلام، لكن يمكن فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي فندق مميز جدا، المناظر فيه مميزه جدا طبعا يا كابتن اسلام. طيب كريم، الحقيقه النهارده عايزك تشرح لي، انت جيت امبارح او وصلت امبارح الساعه 11 بالليل، عايزك تشرح لي من الساعه 11 بالليل حتى هذه اللحظه اللي انت واقف معانا فيها، ماذا يحدث داخل معسكر النادي الاهلي؟ بالتاكيد يا كابتن اسلام، ان شاء الله في البدايه طبعا بمشيئه الله النادي الاهلي جاهز للصعود من برج العرب للدور ربع النهائي ان شاء الله، مع المسانده الجماهيريه الكبيره ومع التركيز الكبير والدعم والجديه والاصرار اللي احنا منتظرينه مع لعيبه النادي الاهلي في المستطيل الاخضر. غدا ان شاء الله كابتن اسلام هنحجز بطاقه الصعود، وان شاء الله باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي. بالتاكيد وصلنا بالفعل يمكن في ساعه متاخره امس، مجرد ان احنا وصلنا طبعا كان كل اللاعبين في الغرف كالعاده، يعني نقدر نظبط الساعه كالعاده في معسكرات فريق للنادي الاهلي، بيبقى التوفيق في كل المباريات، لكن الجانب الاداري والجانب التنظيمي والجانب الفني للتحضير لهذه المباراه بيكون على اعلى مستوى من مستر مارتن، من الكابتن سيد عبد الحفيظ كجانب اداري، من اللاعبين كمان غلق بشكل كبير جدا زي ما بناكد يا كابتن اسلام. كل اللعيبه يمكن عندها هدف، ثلاث نقاط مهمين جدا وهو الهدف وشعار هذه المباراه. صباح اليوم النهارده طبعا كان يوم الجمعه كالعاده، كل اللاعبين والجهاز الفني بتكون متواجده في صلاه الجمعه. عقب الصلاه مباشره كان في تجهيز وتحضير لبعض مقاطع الفيديو لنادي شبيبه الثوره، وكانت محاضره فنيه لمستر مارتي لاسارتي ولاعبي النادي الاهلي. ما نقدرش نقول استغرقت اكتر من 20 دقيقه، لكن كان فيها جزء خططي، حابب ان مستر مارتن كان يفرج اللعيبه عليهم قبل ما يكون في تدريب وهو التدريب الاخير اليوم. لكن عقب انتهاء المحاضره مباشره كان المؤتمر الصحفي الخاص بمستر مارتي لاسارتي المدير الفني بصحبه الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. الحديث طبعا كان على اهميه هذه المباراه، يمكن الناس اتكلمت مع كابتن حسام وسالوه عن المباراه، بتشوف النادي الاهلي صعب الموقف على نفسه، قال النادي الاهلي ان شاء الله قادر، الكل على قلب رجل واحد. ودي يمكن الكلمه اللي انا اكدت عليها مع كابتن حسام عاشور، قلت له يا كابتن حسام طمنا على اللاعبين وطمنا على الحاله المعنويه والحاله اللعبيه، قال لي يا كريم ان شاء الله كل اللعيبه مركزه، عندنا هدف، جمهور النادي الاهلي ورانا، رغم 15000 ان هم يكونوا متواجدين كنا بنطمع في اكتر من كده، لكن من خلالك يا كابتن اسلام ومن خلال ملعب الاهلي حابين نوجه كل الشكر لمجلس الاداره وايضا كمان قيادات وزاره الداخليه على الاستجابه السريعه. كان 10000 مع الخطاب طبعا اللي كان متواجد الاول للنادي الاهلي، لكن مع يمكن تكثيف التليفونات والاتصالات مع الكابتن محمود الخطيب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي لقيادات وزاره الداخليه، بالفعل وصلنا الى 15000 مشجع. ايضا ان شاء الله باذن الله كل المشجعين وكل جمهور النادي الاهلي يكون متواجد غدا. المسانده مطلوبه جدا يا كابتن اسلام، والجديه والاصرار من الجمهور ومن لاعبي النادي الاهلي، لكن بشكل عام لو بكلمك على الاجواء هنا في فندق الاقامه، لا حاله التركيز الكبيره اللي بنشوفها مع اللاعبين ان شاء الله باذن الله تنعكس عليهم في مباراه الغد. عايز ارجع معاك كمان لتدريب فريق النادي الاهلي النهارده،
نقدر نقول اطمننا على عدد كبير جدا من اللاعبين. يمكن لو كنا بنتكلم على المواقع امس يا كابتن اسلام مساله ان رامي ربيعه رجعت تشتكي من العضله. اتفضل كريم. الحقيقه يعني عايز برضو كنت حابب فيه في البدايه كابتن اسلام ومع كل الجمهور النهارده. يمكن انا من خلال رؤيتي ومن خلال رؤيه الجميع وكل وسائل الاعلام النهارده الشناوي ادى تدريب قوي، تدريب فيه كوره، تدريب كان فيه تيك اوف اكتر من مره، تدريب كان فيه بعض التمركزات شفناه النهارده في اكتر من كوره. يعني لو الشناوي فيه حاجه في رجليه قويه ما كانش يقدر ان هو يبقى فيه تيك اوف عالي، يبقى فيه تمركزات، يبقى فيه بعض الترنات على الانكل. يعني ان شاء الله باذن الله ده اللي احنا لامسينه واللي احنا شايفينه. الشناوي ان شاء الله يكون جاهز لمباراه الغد. من رؤيتنا كابتن اسلام التدريب النهارده اللي خاضه الشناوي، الشناوي جاهز لكن طبق الرؤيه الفنيه والطبيه الاخيره للجهاز الطبي والجهاز الفني. لكن من خلال تدريب اليوم مع الكابتن طارق سليمان وعلي لطفي ايضا الشناوي ادى جرعه تدريبيه قويه تدل ان الشناوي ان شاء الله غدا باذن الله مع التوفيق باذن الله عز وجل ليه الشناوي يكون متواجد كحارس اساسي، الا ان يكون مستر مارتن والجهاز الطبي عايز يحافظ عليه اكتر من كده. لكن انا يعني من وجهه نظري واللي احنا شفناه واللي احنا لمسناه من ارض الملعب في تدريب اليوم الشناوي ان شاء الله باذن الله يكون متواجد غدا بكل قوه كحارس اساسي للنادي الاهلي. لو اسم الثاني يا كابتن اسلام. بالنسبه بقى لمروان محسن تحديدا، مروان محسن ورامي ربيعه كان هناك كلام على ان هم واحد عنده ضمه تقريبا، يعني الواحد سمع كتير خلال هذه الايام. وهضم عليهم كمان علي معلول، الناس قالوا برضه ان علي عنده جهد عام ومش هيقدر ان هو بالظبط يا كابتن اسلام قالوا ان هو مش هيقدر يكمل. لا النهارده رامي ربيعه بيأدي تدريب وجرعه تدريبيه قويه جدا، سبرنتات وفيها ترنات وفيها بعض الجمل التكتيكيه بيعلن جاهزيته بشكل كبير جدا. ايضا كمان مروان محسن بالبدايه على طول الخاندرو مخطط الاحمال عقب يعني انتهاء 10 دقائق من طبعا التسخين البسيط جدا، تدريبات الكوره كلها مروان محسن كان مشارك فيها بشكل كبير. ضربات الجزاء ايضا كمان اللي يمكن مستر مارتن لاسارتي انهى التدريب بيها بجانب علي معلول. الثلاثي يا كابتن اسلام جاهز طبيا وبدنيا وفنيا لهذه المباراه، ويبقى التوفيق ان شاء الله يكونوا موفقين. الثلاثي مع الشناوي الرباعي ده ان شاء الله جاهز طبيا، لكن زي ما بنقول وبناكد مستر مارتن ليه رؤيه كبيره. الجهاز الطبي ممكن يبقى ليه تفضيل ان هو يريح لعيب او يخلي لعيب ايضا يدفع بيه، لكن بشكل عام الرباعي يا كابتن اسلام ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في مباراه الغد، ويبقى التوفيق ليهم كلهم. وايضا كمان ان شاء الله ثلاث نقاط احنا بناكد ان يعني باذن الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله يكون بطاقه الصعود من اسكندريه. انا معاك يا كابتن اسلام برضه لو في استفسار. النهارده كده النهارده اليوم انتهى اعتقد، النهارده خلاص دخلت دلوقتي الساعه على 9:30 10 اعتقد اتعشوا خلاص وكل اللاعبين صعدوا لغرف الملابس لغرف النوم انا اسف. بالتاكيد يا كابتن اسلام، لكن قبل طبعا يعني عقب انتهاء العشاء مباشره كانت هي المحاضره الفنيه الهامه جدا لمستر مارتن طبعا اللي كان بيتكلم عليها على تطبيق بعض الجمل في التدريب الاخير. النهارده كان في بعض الجمل التكتيكيه اللي من الواضح ان مستر مارتن شغال عليها بشكل كبير. احنا بنتمنى طبعا مستر مارتن يكون قرأ قراءه جيده لنادي شبيبه الثوره، عنده عناصر مميزه جدا، عندهم كمان الشوتنج بيشوتوا كتير جدا، يحيى شريف ويمكن عادل بوشيبه، عندهم كمان زيري حمار، عندهم اكتر من لاعب. ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون درست خططيه من خلال الفيديو من خلال مستر مارتن ومحاضراته المستمره مع الكابتن سيد عبد الحفيظ يكونوا درسوا ان شاء الله لاعبي شبيبه الثوره كابتن اسلام. لكن الكل دلوقتي في الغرف، يبقى التوفيق غدا باذن الله. اخيرا يا كريم، بكره ايه اليوم بكره هيمشي ازاي؟ صباحا طبعا يعني يوم المباراه كابتن اسلام بيكون الفطار فري بالنسبه للعيبه النادي الاهلي، لكن وجبه الغداء كالعاده بتكون الساعه 2 1:30 2 بيكون وجبه الغداء لفريق النادي الاهلي. الساعه 4 او 4 الساعه 4 بالظبط هيكون المحاضره الفنيه الاخيره مباشره، 4 وربع او 4 وثلث يكون لاعبي النادي الاهلي مستقلين الحافله الى استاد برج العرب في انتظارهم. ان شاء الله يكون جمهورنا متواجد باذن الله. عايز اكد كمان على موضوع الجمهور يا كابتن اسلام، الباب او بوابه الاستاد بشكل عام يعني هتغلق في تمام الساعه 5، لكن بوابه الاستاد هتفتح الساعه 1 ظهرا لدخول كل الجماهير المتوافده طبعا على الاسكندريه. لكن اخر ميعاد لغلق البوابات هتكون في تمام الساعه 5. باكد لك ان كل التذاكر نفذت، ناس كتير جدا بتقابلنا هنا في برج العرب عايزه ان هي طبعا تكون تذاكر او بعض الدعوات، لكن هو ده جمهور النادي الاهلي حريص جدا على فرقته. ان شاء الله كابتن اسلام هيكون كلمه السر غدا هو جمهور النادي الاهلي، وباكد عليك ان شاء الله باذن الله تكون بطاقه الصعود باذن الله من الاسكندريه لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا يا كريم على كل هذه الامور. كريم احمد مراسلنا الحقيقه من برج العرب زي ما حضراتكم شفتوا
انا قلت لحضراتكم او كريم قال لحضراتكم من امبارح لغايه النهارده ماذا حدث مع النادي الاهلي وبكره كمان ايه اللي هيحصل مع النادي الاهلي. انا بشكر كل طاقم العمل اللي موجود في برج العرب عاملين شغل جيد جدا سواء الدكروري المخرج الخارجي او حتى كريم احمد الحقيقه عاملين شغل كويس جدا بيعرفوا حضراتكم ماذا يحدث في برج العرب. هو ده النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين الساعه 4 بالظبط الساعة 9 9 ونص تلاقي العشاء بالظبط تلاقي كل حاجة موجودة بدقة وموجودة على حسب الجدول اللي ماشي عليه الكابتن سيد عبد الحفيظ. عشان كده أنا بقول لحضراتكم إن شاء الله نتفائل بكرة وربنا يكرمنا ونقدر ناخد 3 نقاط نستطيع أن نتصدر بيهم هذه المجموعة. طيب بما أننا بقى بنتكلم عن اللقاءات الخارجية خلينا نطلع نشوف لقاء مع المدرب الكابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي نشوف هيقول لنا إيه عن أهمية لقاء غدا. على كل المستويات الجمهور وزيادة عدد الجمهور دي بتفرق معانا وبتفرق مع النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي دايما وإن شاء الله نفرح الجمهور بكرة ويرجع إن شاء الله للقاهرة فرحان كله سعيد حتى جمهور اسكندرية. المباراة زي ما أنت قلت وبالنسبة لنا حتى تركيزنا من بعد مباراة فيتا كلوب 3 نقاط المباراة ب3 نقاط قدام شباب الثورة وشباب الثورة فريق قوي. أنا بقول إن فريق أول مرة يعني انه يشترك في بطوله افريقيا ويعمل المنافسه دي ويعمل الاداء ده انا بقول انه فريق كويس لكن يبقى النادي الاهلي يبقى شخصيه فريق النادي الاهلي ان شاء الله بكره كلنا تركيز وكلنا اصرار ويبقى التوفيق ان شاء الله لل3 نقاط حصد ال3 نقاط وانا مش عايز يمكن اتكلم على اي نتائج اخرى لان في بعض الناس بتقول ممكن نتائج اخرى تاهل الاهلي لكن انا مالناش دعوه باي نتائج اخرى احنا خلينا في تركيزنا نكسب على ملعبنا ونتاهل بصرف النظر عن اي نتائج ان شاء الله متفقين ان شاء الله. حضرتك الكبيره يا كابتن يوسف في البطولات الافريقيه ويمكن انت كنت قائد في البطوله الافريقيه على فترات طويله مطلوب ايه من اللعيبه وايه اللي انتم مركزين عليه في الوقت القليل ده كابتن؟ مطلوب التركيز ومطلوب ان احنا روحنا طبعا تبقى عاليه دي ما فيهاش كلام ايضا مطلوب ان احنا ما نستعجلش الفوز لان وارد جدا ان هم هيبقوا عندهم تحفظ ويبدا يقفل ويلعبك على المساحات والمرتدات نتيجه ان انت بتلعب على ملعبك وعايز تكسب. لازم نبقى فاهمين كويس قوي الجون ممكن يجي في اي ثانيه ممكن الجون نحرزه في الدقيقه 60 في 70 80 85 ممكن ربنا يوفقنا من بدري وتكسب يبقى لابد انك تاخد المباراه كلها بريتم واحد ان شاء الله موفقين. يمكن مستر الاسارتي والجهاز كله اتكلم على اللعيبه وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. اخيرا الشناوي ومعلول ربيع شفناهم اتضربوا النهارده على ما اعتقد ان كل جهاز طبي ينقص الشناوي بس يا كابتن. الشناوي لسه تقريره مع الدكتور وان شاء الله حتى الشناوي ان شاء الله يبقى جاهز علي لطفي حتى لو لعب ان شاء الله موفق ويبقى كويس وعلي من الحراس المميزين الشناوي ايضا نتمنى ان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. شكرا. طيب كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي النهارده الحقيقه طوال ال4 ساعات اللي احنا موجودين فيهم مع حضراتكم عاملين تقارير كثيره جدا من ارض الملعب. عندنا تدريبات النادي الاهلي وكواليس تدريبات النادي الاهلي لسه موجوده عندنا تدريبات برضو وكواليس تدريبات شباب الثوره عندنا ايضا لقاء مع رئيس نادي شبيبة الثورة الجزائري وكيف يرى هذه المباراة عندنا حاجات كتيرة جدا لسه مع حضراتكم 4 ساعات النهاردة من الساعة 9 للساعة 1 هنتكلم فيهم عن النادي الاهلي فقط مش هنعمل او مش هنبص لحاجة تانية هنبص المباراة غدا عايزين نكسب بكرة عايزين ال11 لعيب اللي متواجدين بكرة ان شاء الله يكونوا متواجدين ويموتوا نفسهم جوه الملعب علشان النادي الاهلي يكسب 3 نقاط يتصدر بهم هذه المجموعة وبعد كده بقى نقدر نتكلم في المباريات القادمة. طيب خلينا نبدأ بحمليلي مأمون الحقيقة رئيس مجلس إدارة نادي شبيبة الثورة الجزائري وكيف يرى مباراة هامة جدا بالنسبة له ضد النادي الأهلي بطل القرن الإفريقي. نروح نشوف رئيس مجلس إدارة نادي شبيبة الثورة الجزائري قال إيه عن هذا اللقاء. نادي الأهلي والله من بعد بسم الله الرحمن الرحيم احنا ما درنا الا الواجب لان يجمعنا دين واحد ولغه واحده. فيما يخص الاستقبال كان في المستوى كي فريق الاهلي فريق اللي كبير على باش ما يعاملش الفريق الصغيره بمستوى ضعيف ولا من هذا الباب هذا ما نقول نشكركم على 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 الاستقبال ونتمنوا توفيق الفريقين. مباراة صعبة أكيد بالنسبة للشبيبة وبالنسبة للنادي الأهلي، الجمهور كان رائع هناك في الشبيبة وأيضا كمان هيكون جمهور أكثر من رائع هنا في النادي الأهلي، كيف ترى حضور الجماهير الأول بالنسبة للنادي الأهلي وكيف تتعاملوا مع هذا الأمر؟ والله بالنسبة للحضور الجماهيري أنا كنت باغي الملعب يكون ممتلئ على الآخر، لأن كرة القدم لعبة تاع
تاع انصار ما الميدان بلا انصار ما فيش روح. ان شاء الله نتمنوا يكونوا لي سيبورتور في المستوى الحدث هذا، لان المقابله غدا تجمع بين فريقين عربيين اللي يلعبوا كره القدم. فريق شبيبه الثوره كما شفتوا في المقابله الذهاب، ولا غادي تشوفوا ان شاء الله غدوه، ماشي من الفرق اللي تدافع تلعب كره ولما يرجعني. انا عارف ان في تحفيز سواء من حمليلي مأمون رئيس النادي وايضا كمان محمد زراتي، اللعيبه بتتكلموا معاهم في ايه؟ لان لعيبه شباب محتاجه ان هي يبقى في تحفيز بشكل مستمر لي. والله ما في تحفيزات كبيره. تحفيز هي المنافسه اللي راهم يلعبوا فيها، هو التاريخ اللي كتبوه، هذا تحفيز مهم لانهم هما اللي كتبوا التاريخ بالارجل نتاعهم. تسمى دخلوا في تاريخ النادي. كي تدخل في تاريخ النادي ما يكفيش باش تدير تاريخ بالمال. التحفيز هو في الميدان، اللاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي عندهم. تحفيزات غادي تكون كي يديروا مباراه جميله، هذاك هو التحفيز، التحفيز نتاعنا. نعم. طيب ده كان رئيس مجلس اداره نادي شبيبه الثوره الجزائري حمليلي مأمون، زي ما حضراتكم شفتوا بمنتهى الاحترام، والراجل تم استقباله او الفريق تم استقباله بمنتهى الاحترام كالعاده الحقيقه. وده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، وكل الانديه المصريه الحقيقه دايما بتعمل كده، ولكن النادي الاهلي بما انه نادي القرن وبما انه الزعيم الافريقي والزعيم المصري، وبالتالي بيبقى دايما المفروض ان الاستقبال دائما الناس متخيله ان هو او عارفه ان هو هيبقى جيد جدا كالعاده الحقيقه. طيب بكره ان شاء الله هتبقى اخر مباريات الجوله الاخيره في دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا. خلينا اقول لحضراتكم الاول، لو جاهزه يا سمير حاجه جاهزه؟ طب يلا خلينا نروح لدوري ابطال افريقيا في نتائج مباريات الجوله الخامسه. الاسماعيلي طبعا تعادل مع مازيمبي بهدف مقابل هدف. النادي الرياضي القسطنطيني الجزائر هزم من النادي الافريقي بهدف مقابل لا شيء، والترجي التونسي كسب حورية غينيا الغيني بهدفين مقابل لا شيء، واورلاندو بايرتس جنوب افريقيا تعادل مع بلاتينيوم من زيمبابوي بهدفين لكل فريق. اسك ميموزا ساحل لاعب او فريق ساحل العاج كسب الوداد الرياضي المغربي بهدفين مقابل لا شيء. سان داونز فاز، الجنوب افريقي فاز على لوبي ستارز بثلاثيه مقابل لا شيء، وفيتا كلاب فاز على النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، وشبيبه الثور الجزائري فاز على سيمبا التنزاني بهدفين مقابل لا شيء. طيب نروح بقى لمباريات بكره ان شاء الله الجوله السادسه لدوري ابطال افريقيا يوم السبت 16 مارس الساعه 3. الافريقي التونسي سيواجه النادي الاسماعيلي في المجموعه الثالثه، ومازيمبي سيواجه الرياضي القسطنطيني ايضا الساعه 3 في اطار نفس هذه المجموعه. ايضا الساعه 3 حوريه الغيني سيواجه اورلاندو بايرتس في المجموعه الثانيه، وبلاتينم هيواجه الترجي الرياضي ايضا في المجموعه الثانيه في تمام الساعه 3. الاهلي سيواجه شبيبه الثوره، وسيمبا سيواجه فيتا كلاب في المجموعه الرابعه في تمام الساعه 6. ايضا الوداد الرياضي المغربي سيواجه سان داونز في المجموعه الاولى، ولوبي ستارز النيجيري سيواجه اسك ميموزا. كل هذه المباريات ايضا في اطار المجموعه الاولى ستكون في تمام الساعه 6. جدول ترتيب المجموعه الاولى، سان داونز في المركز الاول ب10 نقاط، الوداد الرياضي المغربي في المركز الثاني ب7 نقاط، اسك ميموزا في المركز الثالث ب7 نقاط ايضا، وفي المركز الاخير لوبي ستارز ب4 نقاط. اما في اطار المجموعه الثانيه، الترجي التونسي اول الصاعدين لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا ب11 نقطه قبل مباراه بكره، هو صعد رسميا او الفريق الوحيد اللي صعد رسميا نادي الترجي التونسي. اما في المركز الثاني بالنسبه للمجموعه الثانيه حوريه ب7 نقاط، واورلاندو بايرتس في المركز الثالث ب6 نقاط، وبلاتينم في المركز الرابع بنقطتين. اما المجموعه الثالثه، الرياضي القسطنطيني ب10 نقاط في المركز الاول، مازيمبي في المركز الثاني ب8 نقاط، والنادي الافريقي في المركز الثالث ب7 نقاط،
وللاسف الشديد الحقيقه النادي الاسماعيلي خرج رسميا من هذه البطوله زي ما قلت لحضراتكم في الجوله الرابعه بعد وصوله للنقطه الثانيه فقط في هذه المجموعه. اما جدول ترتيب المجموعه الرابعه شبيبه الثوره الجزائري معقده جدا زي ما حضراتكم شايفين، اما في المركز الثاني النادي الاهلي بسبع نقاط، والمركز الثالث فيتا كلوب بسبع نقاط ايضا، وسيمبا التنزاني بستة نقاط في المركز الاخير. كله لامل الحقيقه خلال هذه المجموعه ان هو يصعد عن هذه المجموعه. النادي الاهلي لو كسب سيصعد مباشره كمتصدرا لهذه المجموعه. طيب دي كانت اخبارنا النهارده. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم عندنا فقرات كثيره جدا النهارده، حوالي خمس فقرات هتكون مع حضراتكم. الفقره الاولى عدت النهارده، الفقره الثانيه الاستاذ او كابتن خالد ابو العيون عضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. استاذ خالد ابو العيون عضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء، هنتكلم عن ارقام النادي الاهلي واحصائيات النادي الاهلي ولماذا النادي الاهلي هو نادي القرض. هنطلع فاصل وهنستقبل ضيفنا في الفقرة الأولى في حلقة اليوم الأستاذ خالد أبو العيون عضو الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الفقره الاولى في هذه الحلقه الطويله مع حضراتكم النهارده من الساعه 9 للساعه 1. لسه عندنا كواليس ماذا حدث في مران النادي الاهلي النهارده، وايضا مران شبيبه الثوره الجزائري، وحاجات كثيره جدا لسه هنتكلم فيها مع حضراتكم. ولكن خلوني ارحب بالاستاذ خالد ابو العيون، عضو الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. استاذ خالد ازي حضرتك يا فندم؟ مشرف ومنور. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. كله الحمد لله. استاذ خالد، لماذا النادي الاهلي هو الجالس على عرش افريقيا؟ يعني هو طبعا النادي الاهلي يعني بقى له على مر التاريخ، مش بس مش من الفرق اللي هي بتطلع تاخد بطوله وتختفي تاني. نعم. هو مدار السنين من ساعه ما الاهلي شارك في افريقيا سنه 76، يمكن اول بطوله اتاخرت شويه سنه 82، في بعض الظروف في الاول ما ساعدتش، ما كانش في الاهتمام الكافي ببطولات الانديه الافريقيه لغايه سنه 81 لما الاهلي وصل للدور قبل النهائي، وكان المفروض هيقابل فريق جيت سيزي اوزو بطل الجزائر شبيبه القبائل حاليا، وانسحب لظروف وفاه الرئيس السابق انور السادات. كان الكلام ده سنه 81، وكان الدور النصف النهائي. نعم. بعد كده بقى يعني الاهلي حس ان في البطوله قريبه جدا منه، وشارك بجديه من سنه 82، وابتدى بقى واخد البطولات ورا بعضها 82 83 4 عفوا 83 خسر النهائي من كوتوكو، 84 85 86 87. الحقيقه النادي الاهلي طبعا ادارته قويه من زمان، من ايام الراحل الكابتن صالح سليم، بياخدوا المواضيع بجديه جامده، روح الفانيلا الحمراء زي ما بيقولوا. اللعيبه بيبتدوا من هم صغيرين بيتعلموا ازاي يبقوا لعيبه كبار، سواء من الناحيه الفنيه او من ناحيه شخصيه لعيب النادي الاهلي. طبعا لعيبه مميزين بينضموا للنادي الاهلي برضو، كل دي عناصر يعني بتساعد على ان النادي يفضل قوي ويفضل على عرش الكره في مصر وافريقيا سنوات طويله. طيب خلينا ننتقل للحديث عن اهم اللقاءات او عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع الفرق الجزائريه. هو تاريخ طويل من المواجهات، كان يمكن حتى اول مباراه للاهلي في افريقيا كانت مع مولوديه الجزائر سنه 76. اول مباراه خالص. والنادي الاهلي حقق نتيجه الحقيقه ما كانتش مرضيه في الجزائر، وكان في بعض الظروف، ان كان في لعيبه كتير سنه 76 عندهم امتحانات، وفي عدم اهتمام برضو بالبطوله بالدرجه البطوله الافريقيه في ذلك الوقت. تمام. والاهلي راح اتغلب هناك 3-0 في الجزائر، وفي مباراه العوده رجع غلب هنا بجون 1-0 بهدف كابتن محمود الخطيب. دي كانت البدايه الافريقيه مع الفرق الجزائريه. مع الفرق الجزائريه عموما، اولى البدايات كانت مع الفرق الجزائريه، كانت مع مولوديه الجزائر. مولوديه الجزائر. بعد كده في على مدار السنوات اللي فاتوا الاهلي لعب مع الفرق الجزائريه في بطولات كتير، تقريبا في كل البطولات بما فيها فريق افاق ستيف، كان يعني بما فيها السوبر الافريقي. نعم. الاهلي لعب 20 مباراه الحقيقه مع الفرق الجزائريه، وحقق الفوز في اغلب عدد من المباريات. فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات. تمام. وهزم في 5 مباريات. في 5 مباريات. مظبوط. تمام. وان شاء الله بكره المباراه رقم 21 بين النادي الاهلي وفرق الجزائريه. المباراه رقم 21. تمام. دايما المباريات المصريه الجزائريه بيكون لها طابع خاص، يعني هو في حساسيه طبعا من زمان ما بين الفرق المصريه وفرق شمال افريقيا، باعتبار ان هم جيران، زي ما تقول مثلا منافسه المانيا وهولندا، منافسه برازيل والارجنتين مثلا. فاحنا عندنا حساسيه اللقاءات دي بين ابناء الامه الواحده، والفرق متقاربه المستوى الى حد كبير، خصوصا لما بنلعب مثلا تونس، الاهلي مثلا بيلعب الترجي او النجم الساحلي او الافريقي، بتبقى فرق مستواها الى حد كبير متقارب، وبتبقى حسب حاله الفريق بقى في المباراه ومدى التوفيق. تمام. ونتمنى طبعا ان اللقاء يطلع جميل بين الاشقاء، ويتلعب في جو ودي، وما يكونش فيه الـ 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 نقول ايه الحساسات الزياده اللي بين الاشقاء في مثل هذه المباريات، لان ساعات
يعني بيبقوا عايزين يكسبوا باي طريقه لدرجه ال يعني الحماس بيبقى زياده، فنتمنى ان احنا ما نوصلش للمرحله دي ان شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير عن اهم المواجهات ما بين النادي الاهلي والفرق الجزائريه، ولسه عندنا ارقام كثيره جدا هنتكلم عنها ولكن بعد هذا التقرير. تعد مواجهة الأهلي أمام شبيبة الثورة ببرج العرب بالأسكندرية هي الثانية التي تجمع الفريقين بعدما سبق وأن التقيا في الجولة الثانية بمرحلة مجموعات النسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا وانتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله. لعب الأهلي مع الأندية الجزائرية 20 مباراة بواقع 17 مباراة في دوري الأبطال ومباراتين بأبطال الكؤوس ومباراة واحدة في كأس السوبر الإفريقي. حقق الأهلي الفوز في 9 مباريات وكان تعادل حاضرا في 6 مباريات، خسر الأهلي 5 مرات ونجح نجوم قلعة الجزيرة في تسجيل 22 هدف بينما استقبلت الشباك 17 هدف. كان محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي هو صاحب أول أهداف نادي القرن الإفريقي في شباك الفرق الجزائرية، فيما كان كريم ندفيت صاحب آخر الأهداف في شباك الفرق الجزائرية عندما سجل هدف الأهلي في شباك شبيبة الثورة في 18 من يناير الماضي، وذلك في المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق. بينما يعد عماد متعب الهداف التاريخي للأهلي أمام فرق الجزائر برصيد 3 أهداف. بجانب متعب هناك 15 لاعبا من الأهلي تمكنوا من هز شباك الفرق الجزائرية. تمكنت الكتيبة الحمراء من الخروج بشباك نظيفة أمام الفرق الجزائرية في 9 مباريات، كانت نتيجة أكبر انتصار للأهلي أمام الفرق الجزائرية هي بـ3 أهداف مقابل هدف أمام مولودية العاصمة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وكانت في نسخة عام 1984. اهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. غدا ان شاء الله الاهلي سيرتدي زيه التقليدي امام شبيبه الثوره الجزائري. طبعا كان في اجتماع ووفد النادي الاهلي المكون من كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق بالاضافه الى مسؤولي نادي شبيبه الثوره الجزائري وكذلك طاقم التحكيم، وشهد الاجتماع الاتفاق على كافه الامور التنسيقيه والتنظيميه للمباراه وكذلك السي الخاص بالفريقين. زي ما حضراتكم عارفين بكره ان شاء الله النادي الاهلي سيلعب بزيه التقليدي. استاذ خالد، اهم الارقام للنادي الاهلي في البطولات الافريقيه بشكل عام. هو الحقيقه في رقم مميز بكره، المباراه رقم 350 للنادي الاهلي في بطولات الانديه الافريقيه كلها ما بين كاس ابطال الدوري وحاليا دوري الابطال. نعم. كاس ابطال الكؤوس، كاس الاتحاد الافريقي، كاس الكونفدراليه، كاس السوبر. الاهلي لعب في هذه البطولات 349 مباراه، حقق الفوز في تقريبا 50% 175 مباراه فاز فيها، 93 تعادل، 81 هزيمه، سجل 519 هدف ودخل مرمى 268 هدف. ده في بطولات افريقيا كلها من سنه 76 لغايه المباراه الاخيره. المفروض بكره مباراه رقم 350، وهو يعني غالبا يكون اكثر نادي وصل للرقم ده. عندنا بعض ارقام الفرق الاخرى، الترجي 292. ياه، ده فرق كبير. فرق كبير جدا. الهلال السوداني 251، مازيمبي 249. مباراه بكره بالنسبه لمازيمبي مع شباب قسطنطينيه هيكون رقم 250. عندنا
بالنسبه للي حصل الموسم ده من ارقام قياسيه او من ارقام جديده للاهلي، ارقام مميزه في مباراه سيمبا يوم 2 فبراير الاهلي حقق الفوز رقم 100 في دوري ابطال افريقيا بالمسمى الحالي اللي هو بدا سنه 97. وفي نفس المباراه كان الهدف الثالث من نصيب جونيور اجاي وهو رقم 300 للاهلي في دوري ابطال افريقيا برضه بالمسمى الحالي. رقمين الحقيقه كانوا مميزين جدا. عندنا هنا بقى لو رجعنا تاريخ اللاعبين والهدافين للاهلي في بطولات افريقيا، عندنا بالنسبه للهدافين طبعا كابتن خطيب جايب 37 هدف اكتر لاعب سجل اهداف للاهلي، كابتن ابو تريكه 32 هدف، عماد متعب 28، فلافيو 18، وحسام حسن محمد بركات 17. في بعض اللعيبه الاهلي خدوا لقب هداف بطوله الانديه الافريقيه. في سنه 82 كابتن الخطيب خد يعني لقب هداف دوري الابطال او بمسمى القديم كاس الانديه الافريقيه الابطال برصيد 6 اهداف. سنه 83 برضو الخطيب برصيد 6 اهداف، وسنه 85 الخطيب برصيد 6 اهداف برضو في ابطال الكؤوس. في مرحله دوري الابطال احمد بلال سنه 2002 سجل 7 اهداف وخد الهداف، محمد بركات سنه 2005 7 اهداف، محمد ابو تريكه 2006 8 اهداف. دول هدفين الاهلي في سنوات مختلفه يعني لنسخه الانديه الافريقيه. في احصائيه تانية للمدربين على مستوى الانديه المصريه، اكتر مدرب شارك مع الانديه المصريه في بطولات الانديه الافريقيه كان مانويل جوزي 94 مباراه. مانويل جوزي اكتر مدرب قاد فريق مصري في بطولات انديه افريقيا، 88 بطوله في دوري الابطال، 88 مباراه عفوا في دوري الابطال، 4 مباريات سوبر، مباراتين في الكونفدراليه. والفرق كبير بينه وبين الثاني اللي هو كابتن طارق العشري 46 مباراه مع حرس الحدود وانبي، حسام بدري 45 مع الاهلي وانبي، جوهري 39 الاهلي والزمالك وهكذا. تقريبا جوزيه مقرب على ضعف عدد مباريات الثاني. في عدد مباريات اللعيب حسام عاشور طبعا هي دي اعتقد ناس كتير عارفينها طبعا، كابتن حسام عاشور 154 مباراه افريقيه منها 130 في دوري الابطال و18 في الكونفدراليه و6 في السوبر، يليه وائل جمعه 114 مباراه، 3 دوري ابطال، 4 كاس الكاف، 2 كونفدراليه و5 كاس السوبر. في بعد كده احمد فتحي 115 مباراه بس داخل فيها الاسماعيلي. اسماعيلي واهلي يعني. اسماعيلي واهلي. 91 مع الاهلي، قرب انه يدخل المئويه مع الاهلي، وفي 24 مع اسماعيلي. وشازي محمد برضو وصل 100 مباراه بس الاهلي 94 والاسماعيلي 6. ودول اكتر لعيبه المصريين مشاركه في بطولات انديه افريقيا في عدد مختلف من المباريات، وغالبا هم برضو على مستوى القاره ككل، بس للاسف ما فيش عندنا سجلات كامله لمشاركات لعيبه في مثلا الكاف ما اصدرش قائمه بعدد مباريات اللعيبه الاكثر مشاركه من مختلف الدول. واحنا الحقيقه بندور يعني من الوقت للتاني في موضوع الهدافين ومشاركات اللعيبه وكده، و يعني بنواجه عقبات كتير الحقيقه. ايه العقبات اللي بتواجهوها؟ عدم وجود سجلات كامله. قديما يعني. قديما. وحديثا برضو مش دايما موقع الكاف بيجيب التشكيلات او كده، والحقيقه في فتره الكام سنه الاخيره يعني كان في تطور جامد في موقع الكاف الاتحاد الافريقي، وبقى احد المصادر المهمه بس مش كامله. في بقى حاجه غريبه جدا ان الكتب كلها بتاعت الاتحاد الافريقي والنشرات اللي وزعها ومواقع الانترنت تبع الاتحاد الافريقي لم تذكرها في اول بطوله لكاس الانديه الافريقيه سنه موسم 54 سوري موسم 64 65 كان في 4 فرق مشاركه في الدور قبل النهائي. اتلعب مباراتين نصف نهائي ومباراه نهائي ومباراه نهائيه، ودول اللي ذكروا في اغلب المصادر، ولكن في مباراه مركز ثالث اتلعبت برضو ولم يذكرها احد. ثالث ورابع يعني؟ كان ثالث ورابع.
ودي مباراه لم يذكرها احد للاسف في الاتحاد الافريقي، وعرفتها بالصدفه من احد الاصدقاء بره في انجلترا، وكانت الجرايد بتاعت غانا نشره المباراه. كانت فرقه من مصر؟ لا، هو الفريق اللي كان داخل من مصر الحقيقه كان نادي الترسانه بطل الدوري سنه موسم 62 63، كان داخل اول بطوله افريقيه بس انسحب منها. برضه وقتها ما كانش فيه الاهتمام الكافي بالبطولات الافريقيه. انسحب منها نادي الترسانه، ولكن حضرتك تقصد ان كان في 62 63 كان في قبل نهائي بيتلعب، وبيتلعب ثالث ورابع. في اول بطوله 64 65 كان المفروض 64 وبعدين طولت شويه فدخلت في 65. ادوار النهائيه بتاعتها اتلعبت، كانت بتلعب على اساس مناطق، كل منطقه الانديه بتاعتها بتشارك في مجموعه، وبعدين بياخدوا اول كل مجموعه ويلعبوا الدور قبل النهائي، والنهائي اتلعبت في غانا. تمام. هو دلوقتي السنه اللي فاتت الاتحاد الدولي كان بيصدر عنه افضل الانديه العالميه، مظبوط؟ تمام. في العالم كان النادي الاهلي اعتقد رقم واحد السنه اللي فاتت، كان رقم واحد بالنسبه لافريقيا. انا اسف، كان اول نادي في افريقيا، رغم ان هو خسر النهائي قدام الترجي، ولكن في تصنيف الاتحاد الدولي لتاريخ الاحصاء كان عالميا. برضه احنا عايزينه عالميا، مفيش مشكله. يعني ممكن نزقها عالميا يعني. اتفضل. يعني اعتقد وقتها ان شاء الله. ان شاء الله. فالاهلي سبق الترجي في التصنيف ده، والحقيقه التصنيف بيقوم على اعطاء عدد من النقاط الفوز والتعادل لكل البطولات الدوري والكاس والبطولات القاريه. وبيتم ضرب النقاط المحليه في قوه الدوله في تصنيف اول وثاني وثالث ورابع. احنا مصر تصنيفها ثالث، فبياخد ثالث. الاول طبعا اسبانيا والمانيا وايطاليا وانجلترا والدول العظمى في كرة القدم، وتقريبا البرازيل او الارجنتين. التصنيف الثاني الدول الاقل شويه، نقول زي النمسا وهولندا وبلجيكا مثلا. التصنيف الثالث اغلب دول افريقيا. ويعني بعض دول افريقيا واسيا. والتصنيف الرابع برضو غالبا يكون افريقيا واسيا. طيب هنطلع نشوف برضو تقرير عن اهم واجهات النادي الاهلي في الجولة الستة. هنطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم بقى، هنعرف ايه الارقام في الجولة الستة دائما لنادي الاهلي بعد هذا التقرير. يبحث الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عن انتصاره السادس في الجولة السادسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا أمام شبيبة ثورة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما على استاد برج العرب بالأسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الرابعة بالمسابقة القارية. يمتلك الأهلي تاريخا مميزا في مباريات الجولة السادسة بدور المجموعات في دوري الأبطال بعد التعديلات التي طرأت على نظام المسابقة منذ 97. تعادل الأهلي خارج ملعبه أمام الرجاء المغربي بهدف لمثله سجله محمد فاروق في ختام دور المجموعات بدور الأبطال موسم 99. في نسخة 2000 خسر الأهلي من لوبي ستارز الناجري بنتيجة 3-1، سجل هدف الشياطين الحمر وقتها علي ماهر. في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات في نسخة 2001 حقق الأهلي الفوز على شباب والإزداد الجزائري بهدف من دون رد سجله إبراهيم سعيد. في نسخة 2002 تعادل الأهلي مع الرجاء المغربي بنتيجة 3-3، سجل ثلاثية المارد الأحمر كل من إبراهيم سعيد، خالد بيبو وأحمد بلال. في دوري أبطال إفريقيا موسم 2005 حقق الأهلي الفوز على أنيمبا النيجيري بهدفين لهدف، سجل ثنائية الأحمر نجمه وهدافه السابق أسامة حسني. في موسم 2006 سقط الأهلي في فخ التعادل أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدفين لكل فريق، سجل ثنائية المارد الأحمر الماجيكو محمد أبو تريكا. في الجولة الأخيرة بدور المجموعة بدور الأبطال موسم 2007 حقق الأهلي الفوز على أسيك ميموزا الإيفواري بثنائية نظيفة، سجل كل من الفهد الأنجولي فلافيو ومحمد أبو تريكا. في موسم 2008 تعادل الأهلي مع أسيك ميموزا الإيفواري بنتيجة هدفين مثلهما، سجل ثنائية الأحمر كل من محمد أبو تريكة ومحمد سمير. في نسخة 2011 تعادل الأهلي مع الترجي التونسي بهدف لمثله في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثانية، سجل هدف المارد الأحمر وقتها محمد أبو تريكة. في موسم 2012 تعادل الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك بهدف لمثله في الجولة الأخيرة بالمجموعة الثانية أيضا، سجل هدف الشياطين الحمر نجمه السابق محمد بركات. في
في الموسم التالي تعادل الأهلي سلبيا مع مضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي. في موسم 2016 حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي أمام أسيك ميموزا الإيفواري في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى. في نسخة دوري الأبطال موسم 2017 حقق الأهلي فوزا كبيرا على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف لهدف، سجل الثلاثية الحمراء كل من عمرو جمال هدفين، عبد الله سعيد. في الموسم الماضي حقق الأهلي فوزا كبيرا على كامبالا سيتي الأوغندي بنتيجة 4-3، سجل رباعية الأهلي كل من وليد أزارو هدفين، المالي سليف كوليبالي وصلاح محسن. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. يعني استاذ خالد برضو عايزين نتكلم عن اهم الارقام اللي دايما الاهلي بيعملها في الجوله السادسه، يعني بتدعو للتفاؤل غدا ان شاء الله. والله والاهلي في كذا مره الحقيقه كان قرب يودع البطوله، وفي اللحظات الاخيره قدر ان هو يقتنص بطاقه التاهل الصعود. نعم الصعود، وفي بعض المرات الاخرى كان في مباراه الذهاب والاياب في الادوار الاولى او الادوار النهائيه، وقدر ان هو يعوض الخساره، مثلا زي في مباراه استاد مالي في 2012 اتغلب هناك 1-0، وجه هنا كان استاد مالي كان متقدم 1-0 كمان، والأهلي محتاج 3 أجوان، جونين عشان يعوض عدد الأهداف وجون عشان الهدف بتاع استاد مالي خارج ملعبه، وكابتن أبو تريكة نزل في الشوط الثاني سجل. أما الأهلي ملك المنتدى من زمان، يعني المنتدى دي لسه مخترعينها ما بالهمش سنتين، الأهلي من زمان بقى. الأهلي من زمان طبعا. وفي ماتش أفريقيا كاسبور سنة 87 وهزيمة هناك 2-0 وفوز هنا 2-0 وضربات ترجيح. في مباراة اتحاد طرابلس تقريبا كانت 2010 والاهلي كان مغلوب هناك 2-0 وكسب هنا 3-0. وفي المباراه الاهم يعني او من الاهم المباراه الصفاقسي. والصفاقسي طبعا في نهائي 2006 هدف ابو تريكه الشهير في اخر نص دقيقه تقريبا. في اخر نص دقيقه. وهدف عماد متعب في 2014 في الكونفدراليه. مع سيو سبورت. كان في اللحظات القاتله. وليد سليمان حطها له بالعرض وهو طلع حطها بدماغه. وكانت يعني لف دماغه كانت غريبه عماد متعب في الهدف ده بصراحه، حتى ما كانش هداف. يعرف يصطاد الكره من اي حته ويحاول اتجاهها. مظبوط. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. بشكر حضرتك جدا يا استاذ خالد على كل هذه المعلومات، وان شاء الله نلتقي قريبا في معلومات اخرى تخص النادي الاهلي. شكرا كابتن اسلام، شرف لي الحقيقه. وكابتن اسلام يمكن ناس كتير طبعا عارفه انه اللاعب المصري الوحيد او اللاعب الوحيد في الدوري المصري اللي فاز في بطوله الدوري مع 3 فرق مختلفه، مع الاسماعيلي والزمالك والاهلي. ويمكن ما حدش عرفه ان حضرتك خدت كاس اسيا مع الاتحاد جده. كاس اسيا مظبوط، لكن ما كملتش، لكن لعبت في كاس اسيا. بس طالما لعبت ساهمت يعني مع اتحاد جده. طبعا محسوبه لك بطوله طالما شاركت فيها. طبعا هي بطوله كانت غاليه الحقيقه في وقتها 2004 على ما اعتقد. 2004 تمام. مظبوط. كانت ايام بقى يا استاذ خالد. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ خالد على وجودك معانا. شكرا يا كابتن، فرصه سعيده. ربنا يخليك. شكرا. التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب التوفيق بكره ان شاء الله. انا بشكر جدا استاذ خالد. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن المشكله. حملة ممنهجة معمولة على طاقم التحكيم بقالها 2 أو 3 أيام. اتكلمت مع حضراتكم في بداية هذا الموضوع، هنشوف بقى رأي الكابتن سمير عثمان في هذا في هذه الحملة، كيف يتعامل. هي خلاص اتعملت، احنا ما قلناش حاجة، لكن كيف يتعامل الحكم مع هذه الحملة؟ وجهة نظر الكابتن سمير لو هو بقى اللي موجود في مكان الحكم هيعمل ايه؟ كلام كتير يخص طاقم التحكيم، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه قبل بس ما ارحب بضيفي كابتن سمير عثمان النجم الكبير الكابتن سمير عثمان، النهارده كابتن سمير جايب لنا قنبله. حضراتكم هتسمعوا قد ايه النادي الاهلي
ها نكمل ولا حضرتك تقول؟ ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. قنبله، انت جبت قنبله معاك النهارده. والله يا كابتن اسلام يعني قنبله، عايزين نشد بس الفتيل ونرميها عشان الناس تفهم. بيقول لك الاهلي بيتجامل. بالظبط، احنا جايبينها عشان هل فعلا الاهلي بيتجامل ولا مش بيتجامل؟ لا بيتجامل يا كابتن، بيتجامل بصراحه. وباللي هقوله هنا النادي الاهلي يعني ايه، ممكن تبقى فيه خطه احنا مش شايفينها فعلا. طبعا ضد النادي الاهلي احنا هنقول والناس هتحكم يا كابتن اسلام. طيب بدايه طبعا انا بشكر اللي ساعدني في الاعداد دي، حكم اسمه محمد ربيع، ساعدني في حاجات كثيره فيها بصراحه. نعم. وبدايه برضو عاوز ابارك لمحمود ابو الرجال حكم المصري، هيلعب في كاس العالم القادم في بولندا ان شاء الله كحامل رايه، كاس العالم تحت 20 سنه باذن الله. نقول بقى النقطه اللي احنا الف مبروك يا كابتن محمود، خلينا نخش على القنبله. اتفضل يا كابتن. بص يا كابتن، دوري المجموعات اللي بيلعب فيه النادي الاهلي متكونه من اربع فرق، مظبوط؟ مظبوط. النادي الاهلي بلده مصر. سيمبا تنزانيا. سوار من الجزائر، فيتا كلوب من الكونغو. مظبوط. يبقى عندنا اربع دول، مصر، تنزانيا، الجزائر، الكونغو، تمام؟ عندنا ماتش مثلا سيمبا التنزاني وشبيبه القبائل سوار الجزائري، هل ينفع جهاد جريشه يحكمه؟ جهاد جريشه ما ينفعش يحكمه لانه مصري، وبالتالي من الممكن ان يكون هناك شبهه بعيدا عن اسم الكابتن جهاد جريشه يعني، ولكن بالزبط. العقل او المنطق بيقول كده، وعشان تحكي الحكم تحمي الحكم بتاعك. بالظبط. تمام؟ اما تكون لجنه الحكام الافريقيه عينت في مباراه سيمبا التنزاني وشبيبه سوار الجزائري حكم من كونغو الديمقراطيه اللي هو يتتبع لنادي ايه؟ فيتا كلوب. اوبا. نعيدها تاني. لا تاني يا كابتن، واحده واحده. شبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني. سيمبا التنزاني في المباراه السابقه؟ في المباراه السابقه. السابقه على طول. السابقه اللي خلصت 2-0 لصالح شبيبه الثوره الجزائري. تمام؟ حكم من كونغو الديمقراطيه. تمام؟ طبعا ده مش موجوده في جميع الاعراف الدوليه ولا يتعمل لا بس في دي حصلت قبل كده ولا ما حصلتش؟ ما حصلتش طبعا يا كابتن، ما ينفعش انا حكم بلعب في دوري المجموعات اللي فيه اربع فرق بس بتتنافس اخلي حكم من الاربع فرق الموجوده جنسيته تتبع الاربع فرق، ما ينفعش ما ينفعش. طبعاً. وتحديدا المباراه السابقه ما بين شبيبه الثوره الجزائري وسيمبا التنزاني، وسيمبا التنزاني الحكم كان حكم من الكونغو نيدال نيجابو، ودي احنا جايبينها من الفيكشرز. نيدال نيجابو. ودي نادالا نيجابو. بالظبط. احنا جايبينها منين يا كابتن؟ ده الفيكشرز اونلاين من الكاف اونلاين تشامبيونز ليج. هنلاقي الماتش بتاع جونز اللي هو الجزائري اللي هو السوار الجزائري ضد سيمبا التنزاني، لو نزلنا تحت على الشاشه اللي هي على الشمال يا كابتن احنا معلمين عليها هتلاقي طاقم الحكام من كونغو الديمقراطيه، الحكم نيدال نيجابو. نيدال نيجابو ده من كونغو الديمقراطيه، عشان ممكن في ناس يقولوا لنا لا كونغو برازافيل، لا دي حاجه ثانيه. الاهلي بيلعب في الكونغو يمكن. يمكن الاهلي بلد ثانيه بقى. بلده الكونغو. واللي ياكد الكلام بتاعنا يا كابتن بالظبط، واللي ياكد الكلام بتاعنا رحنا على الفيفا ليست اللي هي بتاعت كونغو الديمقراطيه وجبنا اسم الحكم برضو نيجابو نادالا اللي هو قبل اللي هي الورقه الثانيه اللي جنبها. يعني اللي على اليمين دي يا كابتن اسلام دي الخاصه بتاعت الاتحاد الدولي، الحكم نيجابو نادالا. ده من كونغو الديمقراطيه لعب ماتش شبيب الثوار الجزائري ضد سيمبا التنزاني. وبالتالي ده يصب في مصلحه فيتا كلاب. طبعا. والدليل على كده الماتش ده خلص 2-0 فعلا لصالح شبيبه الثوره. شبيبه الثوره، بس في كان ضربه جزاء لصالح شبيبه الثوره ما اتحسبتش. قد تكون صح او قد تكون غلط. ممكن ضربه الجزاء دي ممكن تاثر على بتوع الجزائر وممكن تاثر برضو على النادي الاهلي في الترتيب. فطبعا ده شيء غريب جدا من لجنة الحكام الأفريقية. ليه أنا بقول كده؟ ليه أنا بقول كده؟ عشان ال 48 الساعة اللي فاتت كان في يعني هجوم بطريقة غير مباشرة على حكم المباراة، وطالما أنك بتعمل هجوم على حكم المباراة بطريقة غير مباشرة ده ممكن يبقى بطريقة مباشرة على الفرقة اللي بتلعب المباراة. طبعا في النهاية لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الأفريقي لها مطلق الحرية في الاختيارات، ولكن احنا بنتكلم على مجاملة النادي الاهلي، مالناش علاقه باي حاجه ثانيه. هنا بنتكلم الناس اللي بتتكلم عن مجاملة النادي الاهلي باللي احنا قلناه يا كابتن اسلام، دي ما تبقاش في مجامله. انا لو اجامل ممكن في مجاملات طبعا احنا في غنى عنها تماما، تمام؟ بس انا بتكلم في نقطه في تعيين انك تحط حكم من الاربع دول المنافسه في المجموعه اللي بيلعب فيها النادي الاهلي، دي مش موجوده في اي حته في العالم. الدليل على اللي انا بقوله يا كابتن اسلام، في كاس العالم او امم افريقيا اول ما الفرق بتروح الدور 16 او الدور 8 بيستبعد الحكام، بيستبعد الحكام من الدوله. تخيل بقى انت اصلا الاربع فرق بس جبت حكم من الاربع فرق ده الاهلي بيتجامل الحقيقه. الاهلي بيتجامل جامد جدا للاسف، بيتجامل جامد جدا الحقيقه عشان الناس بس تاخد بالها من هذا الموضوع. ولكن في النهايه لجنه الحكام الرئيسيه في الكاف لها مطلق الحريه
في اختيار والدليل على كده والدليل على كده انت عندك الحكم السوداني الفاضل محمد لعب ماتش اللي فات شبيبة القسطنطين الاسماعيلي يوم 2 مارس حكم سوداني تمام يوم 16 مارس هيلعب الاسماعيلي مع الافريقي التونسي هو الحكم برضه هو الحكم فلجنه الحكام تختار زي ما هو دي ما فيهاش مشكله اما قرار الحكم طالما انه نجح انما اللي لا أنا في ناس بتعتمد على اختيار الحكم لطاقم التحكيم النهارده صادق السلمي حكم الساحه تعتمد ان هو لعب 3 مباريات سابقه للنادي الاهلي وبتقول ان هو يعني انا لا اقصد شيء ولكن انا بتكلم بشكل عام ان الكلام اللي بيتقال كده على صادق السلمي. طب ما انت عندك في حكم محمد حسين الحكم السوداني لعب ماتشين الاسماعيلي، الحكم الغاني دانيال لاريا لعب ماتش الزمالك وناصر حسين داي يوم 13 فبراير، ونفس الحكم لعب بعد 20 يوم ماتش الزمالك وجورماهيا 10 مارس اللي هو اللي الزمالك كسب فيها دانيال لاريا ده حكم دانيال؟ دانيال لاريا الحكم الغاني لعب الزمالك وناصر حسين ضاي 13 فبراير وبعدها بحوالي 17 يوم لعب الزمالك وجورمايا مش مشكله ما يلعب على طول اللي كسبهم من الزمالك ومش مشكله ما يلعب على طول طالما انه حكم كويس طبعا ما فيش اي مشكله بالزبط. طبعا انما اتكلم في نقطه ثانيه ما ينفعش حكم من دوله يلعب في نفس المجموعه اللي الدوله بتاعته بينافس فيها. طيب هل بقى يا كابتن ده كلام محترم جدا وخلاص واحنا رمينا القنبله تمام تشوف بقى القنبله دي هيحصل في ايه خلال الفتره اللي جايه لكن ما يركزوا بس المفروض بالظبط كده لكن انا برضه عايز اسال حضرتك سؤال لو حضرتك كنت متعرض لحمله كحكم تمام ممنهجه واضحه جدا ما اعرفش حضرتك خدت بالك منها ولا شفتها اعتقد شفتها طبعا عشان كده ركزنا في الحاجات دي بقى لها يومين ثلاثه الحقيقه طالعه ان الحكم الصادق السلمي بيعمل كذا 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 وان هو حكم للنادي الاهلي 3 مباريات سابقه وهناك شبهه كذا او كذا في وجوده كحكم للساحه في هذه المباراه لو انت حكم ووصل لك الموضوع ده كله هتفكر او كيف ستلعب مباراه غدا بص يا كابتن اسلام لو حكم عنده ثقه جامده جدا في ممكن تقول طاقم التحكيم الاول بس طبعا طاقم التحكيم اللي هيدير مباراه الغد طاقم حكام من تونس بقاده صادق السلمي صادق من الناس المرشحه في كاس العالم اللي جاي في قطر 2022 من ضمن الحكام المستوهم الفني يعني بيزداد مباراه بعد مباراه بعد مباراه ولسه جاري اختبارات اللياقه البدنيه في قطر برضو ونجح اختبارات المؤهله لكاس العالم ومن ضمن حكام الكلاس اي اللي هم الاليت اي بتوع افريقيا وهيلعب برضو ان شاء الله في افريقيا اذا مفيش مشكله ان الحكم طالما من الكلاس اي او الفئه الاولى في التحكيم ان هو يحكم ماتش واثنين وثلاثه واربعه للفرقه واحده طبعا يلعب كل يوم كمان طالما ان هو ناجح طالما هو نجح في مثل على الاسماعيلي حضرتك قلته وفي مثل على الزمالك فاضل محمد حسين الحكم السوداني لعب ماتشين الاسماعيلي ورا بعض بس ده يوم 2 مارس و16 مارس يعني الماتشين ورا بعض يعني هو ممكن هيلعب اكتر من اللعيبه بتاعت الاسماعيلي يعني ممكن المدرب يغير لعيب انما الحكم السوداني ده هيلعب الماتشين والحكم من غاني لعب ماتش الزمالك ناصر حسين داي وجور ماهيا اللي هو يوم 13 فبراير و10 مارس ده بس ايه المفروض ده طبيعي طالما الحكم كويس بالظبط كده بس مش طبيعي النقطه اللي احنا قلناها في الاول تمام ان المطلوب من الحكم يا كابتن اسلام لو هو واثق من نفسه ما يفكرش في الحاجات دي كلها انما لا قدر الله لو غير كده هو لو فكر وابتدى يقول انا الناس بتتكلم انا لعبت للاهلي كذا ماتش وممكن الناس تتكلم يجي على الاهلي انا ما اعتقدش انه يقدر يعمل كده لسبب بسيط ده واحد من حكام النخبه ايه عاوز يحافظ على اسمه عاوز يروح كاس العالم هو ده اللي انا قلته هيلعب ماتش من افضل الماتشات اللي المفروض هيعملها في حياته باذن الله لان لا يمكن يا كابتن اسلام انت هتجامل حد على حساب اسمك على حساب ولا حساب بلدك بالظبط كده انت واحد بيتطلع انه عاوز يروح امم افريقيا اللي جايه الخطوه اللي بعدها انت سمعت اللي بتاعه ولا ايه؟ لا والله والله هو بالظبط انا انا قلت كده قلت في حكم في الدنيا هيفضل مصلحه حد على مصلحته الشخصيه لا يمكن ان هو يلعب في بطوله امم افريقيا ويلعب في كاس العالم بعد كده ويلعب في كذا وفي كذا وفي كذا خصوصا اذا كان من كلاس ايه بالظبط لا يمكن وبرده عندنا برده من ضمن الحكام المقرره الحكم الاثيوبي اللي لعب ماتش الفاينل بين النادي الاهلي والترجي التونسي هو اللي هيلعب مباراه السوبر الافريقي واخد بالك برده هو ده هيلعب ماتشين ورا بعض لنفس الفرقه فطالما الحكم مستواه كويس يلعب يا رب يلعب كل يوم طالما مستواه الفني كويس يؤهله فانا متوقع ان شاء الله ربنا يوفق صادق ان شاء الله يعمل مباراه كويسه لان خلي بالك كما بتلعب مباراه في وقت زي ده صعبه طبعا بترجع لامكانياتك والاتحاد الافريقي واثق فيه وربنا يوفقه ان شاء الله خلي بالك اصل كمان وجود فرقتين من شمال افريقيا ومن الجزائر ومصر تحديدا الحقيقه بيدي برضو زخم على الرغم من قرب العلاقات ما بين البلدين وكل حاجه ولكن في النهايه معروف دايما المباريات الشمال افريقيه دي بتبقى
مباراه حساسيه وصعبه كره في كره القدم. يعني عارف يا كابتن الواحد مستغرب ليه في الايام اللي فاتت ان بين الفرق مصر وشمال افريقيا الدنيا بقت هاديه جدا تمام، اما نحن نختلق مشاكل بقى عن طريق حكم او حكم لعب مره او مرتين ملهاش لازمه دلوقتي. لا حضرتك كده خلي بالك ممكن الحكم فعلا يغلط طبعا، الحكم غلط برضو. كل الناس هتفتكر شفت احنا حذرنا احنا قلنا، لا الكلام ده احنا مش عاوزين يعني دونت كرييت بروبلم، ما تخلقش مشاكل ما تخترعش بالظبط، مشكله ما تروحلهاش، مشكله جات لك حلها، انما الانسان اللي يروح لمشكله ده بيبقى عنده مشكله هو في حياته يعني. بالظبط هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان طاقم التحكيم محطوط تحت ضغط قوي جدا بعيدا عن النادي الاهلي. فجاه صحينا لقينا ان الحكم اصله حكم، وحضرتك قلت دلوقتي بالدليل ان في حكام حكموا لانديه مصريه تحديدا للزمالك والاسماعيلي وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك يوم يوم الاحد ان شاء الله بعد مباراه النادي الاهلي بكره. طبعا الاسماعيلي خرج من البطوله الافريقيه، كنا نتمنى الحقيقه ان هو يكمل لكن الاسماعيلي خرج. الاسماعيلي والزمالك الحقيقه برضو لعب لهم حكم لمباراتين متتاليتين، بتاع الاسماعيلي في اسبوع وبتاع الزمالك في 15 يوم. رب الزمالك يكسب والاسماعيلي يكسب والاهلي برضو يكسب باذن الله، لان في النهايه كله بيمثل مصر بصراحه. بالظبط كده. اذا نعود بقى مره اخرى، الحقيقه انا مش هتكلم بقى في الموضوع ده تاني خلاص، حضراتكم شفتوا بالدليل القاطع ان هناك طالما الحكم زي ما كابتن سمير قال لنا، طالما الحكم من كلاس A وبيشتغل والاتحاد الافريقي بيضع ثقته فيه، فممكن يلعب ماتش واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وعشره. لو هم 14 مباراه معروفين في دوري الابطال في افريقيا، اما كنت انا بلعب معرفش دلوقتي بقوا كام 14 مباراه ممكن الحكم ياخد منهم 10 مفيش مشكله بالظبط، لو مستواه الفني وانت على ايامك كنت بتلعب فكرك بالحكم الجزائري جمال حيمودي. جمال طبعا ده كل ماتش بتلاقيه موجود مظبوط، مستواه الفني مظبوط. دريمبا بتاع الجابون برضو على طول بيبقى موجود. زمان كان في تسفاي بتاع اثيوبيا لعب اكتر من المصريين في استاد القاهره. فطالما المستوى الفني بيأهلك خلاص العب. ما تقعدوش بقى تتكوا على الموضوع ده لان الموضوع ده انتهى خلاص. يعني احنا كده نهينا هذا الموضوع، وزي ما حضراتكم شفتوا انديه مصريه الزمالك والاسماعيلي حكم لهم حكام لمباراتين متتاليتين. اذا طاقم تحكيم سيحكم مباراه غدا الهامه جدا في الجوله السادسه من دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، النادي الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. كابتن الصادق السلمي من تونس، حكم مساعد عطيه بن ساعد من ليبيا، كابتن ايمن اسماعيل من تونس، كابتن سمير طاقم تحكيم تونسي، فيما عدا كابتن عطيه بن سعد. وحضرتك فهمتنا الاسبوع اللي فات ان ده طاقم بيتم تكوينه للعب في البطوله الافريقيه او في كاس العالم. تمام، والدليل على كده محمود ابو الرجال راح كاس العالم بولندا مع طاقم جزائري مع طاقم جزائري. والنهارده الطاقم التونسي معاه مساعد حكم ليبي. الطاقم بتاع محمد حسين معاه برضو واحد من المغرب. فهم الاتحاد الافريقي بالظبط يكمل مع بقى في الاختبارات وكل البطولات. يعني ده يلعب الماتشات دي، لو عنده ماتش مثلا تبع تصفيات كاس العالم هتلاقي هو الطقم الوحيد اللي بيتغير من الطقم هو الحكم الرابع فقط. انما الثلاثه بيلعبوا مع بعض. ليه يا كابتن؟ برضو بيخليهم يتعودوا مع بعض، يبقى في ايه هارموني كده على طول مع بعض، عشان يبقى في انسجام زي المدرب لما بيحب يثبت تشكيل الفرقه بتاعته. وبالتالي مفيش مشكله ان يبقى الكابتن صادق من تونس وكابتن عطيه من ليبيا وكابتن ايمن اسماعيل من تونس. بالظبط كده، ده الطبيعي يعني. ده الطبيعي عشان نفهم ان كل الحاجه دلوقتي بيني وبينك، الواحد هو بيجي يتكلم يقول لك اصل ايه جايب لهم حكم من ليبيا وجايب لهم هو في المدرب من ليبيا ومعرفش وتلاقي بالظبط كده. وفي الاخر الطاقم ده بيتم تكوينه بقى لهم فتره مع بعض بيشتغلوا في حاجات كتير. ما هي بصراحه كابتن يعني احنا يعني الموضوع بقى زياده عن اللزوم. مظبوط صح قوي. يعني انا اتذكر انا كان عندي ماتش قبل كده في الشامبيونز ليج بين الهلال والاتحاد الليبي، وساعتها كنا طاقم حكام مصري والاتحاد الليبي كان ماسكه كابتن انور سلامه. فوجئت في المؤتمر الصحفي اللي هو المؤتمر الفني ان هجوم ازاي بحكم مصري يجي يحكم مباراه وفي كابتن انور سلامه ماسك في الاتحاد الليبي. يعني احنا بنعمل حوارات غريبه. يعني اعتقد يعني الدنيا تهدى. الدنيا اسهل من كده. لكن هو الحاجه الغريبه ان الموضوع اللي حضرتك اتكلمت في البدايه يعني بتحط حكم من بلد منافس، من بلد منافسه، هم اربع دول، اروح حاطط حكم موجود من الاربع دول ده منافسه، طبعا دي سقطه كبيره جدا جدا، عدم تركيز بصراحه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه انا حضرتك قلت ان في تكرار الحكم ده شيء طبيعي ما فيهاش مشكله طالما ان الحكم ناجح. حكم ناجح هديله يوم ماتش وماتشين، والدليل الواضح عندنا
فاضل محمد حسين الحكم السوداني لعب ماتش الاسماعيلي الاسبوع اللي فات وهيلعب يوم 16 مارس الماتش الثاني. الحكم من غانا لعب ماتش للزمالك وجورمايا ولعب قبل كده الزمالك ونصر حسين ضاي قبلها ب 15 يوم. طالما الطقم ناجح نصر حسين ضاي اللي هو اتعادل فيه الزمالك هنا بالظبط طالما انه ناجح يلعب على طول مفيش مشكله. بس المفروض برضو انت ترفع برضو الضغط العصبي على الحكم. يعني انا واحد بعين حكام لازم اعرف الحكم ده لسه لاعب مباراه للفرقه استنى عليه مثلا اسبوعين ثلاثه العبه في مجموعه ثانيه لان عندنا مجموعات كتيره وبطولتين بطوله الشامبيونز ليج وبطوله الكونفدراليه يبقى في تنوع في القصه عشان ما بيفيش ضغط. الله يكون في عون الحكم التونسي صادق السلمي بس اهم حاجه ما يركز وانا متاكد مش هيركز عشان هو عنده هدف اكبر من البطوله بتاعت افريقيا. البطوله الافريقيه دي ما تخليه لكاس العالم ما تخليه الام افريقيا كاس الام الافريقيه بالظبط. طيب هنطلع نشوف تقرير عن طاقم التحكيم ونرجع نكمل مع كابتن سمير عثمان. صافرة تونسية تدير لقاء الأهلي الهام والمرتقب أمام شبيبة الثورة الجزائري في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا، حيث أسند الاتحاد الإفريقي إدارة المباراة لطاقم تحكيم بقيادة تونسي صادق سلمي الذي ولد عام 1984. ظهر سلمي للمرة الأولى في مباريات الدوري التونسي للمحترفين عام 2013 وحصل على الشارة الدولية موسم 2016. يمتلك الحكم تاريخا لا بأس به حيث أدار 18 مباراة دولية أشهر خلالها 46 بطاقة صفراء وواحدة حمراء احتسب 6 ضربات جزاء. أدار في مسابقة دوري أبطال إفريقيا 6 مباريات بداية من موسم 2015-2016 أشار خلالها البطاقة الصفراء 16 مرة والبطاقة الحمراء مرتين واحتسب ضربتي جزاء. ظهر الحكم التونسي في العديد من مباريات المنتخبات والأندية المصرية حيث أدار لقاء منتخب مصر ونظيره المغربي في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين 2019 التي انتهت بفوز أسود الأطلس بنتيجة 3-1. ظهر للمرة الثانية في لقاء الأهلي وفيتا كلاب الكونغولي في دور المجموعات وانتهى بفوز شياطين الحمر بثنائية نظيفة سجلها كل من ناصر ماهر وعلي معلول. أدار لقاء الأهلي وجيما أبا جيفار الإثيوبي في دور أبطال إفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين من دون رد. سجل الحكم التونسي ظهوره الأول في مباريات الدوري الممتاز المصري هذا الموسم حيث أدار لقاء المقاولون العرب أمام بيراميدز والتي انتهت بفوز الأخير بهدف من دون رد. إجمالا أدار صادق السلمي 9 مباريات هذا الموسم أشهر خلالها 24 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء واحتسب 3 ضربات جزاء. كابتن سمير اهم ما يميز هذا الطاقم ايه من وجهه نظرك؟ اول حاجه هو هادي تمام مش بيتسرع في الكروت الصفراء كابتن صادق بالظبط هادي في اتخاذ القرار بتاعته بس انا يعني بعيب عليه شويه برضو مستواه الفني برضو مش عالي للدرجه يعني احنا لو نتذكر مباراه الاهلي والوصل الاماراتي
كان في ركله جزاء واضحه للناس كلها بغض النظر النتيجه. يعني احنا بنتكلم اداء حكم وايجابيات والميزات فيه، برده مستواه الفني برده ايه يعني عاوز شغل كتير. هو اللي يحميه سنه لسه صغير، والمباريات الكتيره اللي هيلعبها اتمنى له التوفيق باذن الله. يعني هو صاعد في الفتره القادمه. طبعا اما هو داخل القائمه الدوليه 2016 واحنا دلوقتي في 19، يعني سنتين ثلاثه ويبقى مرشح لكاس عالم 2022، ده كده ماشي صاروخ يعني والله. يعني طبعا كده عنده دعم جامد، دعم فني ودعم برضو من الدوله طبعا. لما طبعا يعني لما واحد دخل قائمه دوليه 2016 زيه مثلا زيه محمد معروف مثلا. محمد معروف دخل القائمه 2014 وهو فين؟ ملوش سلك في القائمه الدوليه. واحد لان انا شايف لو واحد زي محمد معروف مثلا خد الدعم بتاع صادق السالمي ده كان زمان معروف في كاس العالم مثلا. واحد من الحكام المصريين. انما 2016 اخش قائمه دوليه، في 2019 مرشح كاس عالم، ده انت سوبر. بس كمستوى فني لا ما توازنش طبعا. ما عندنا حكامنا اعلى منه بكتير. انا طبعا انا اتمنى له التوفيق، بس انا بتكلم ككره. احنا اتفرجنا على صادق في مباريات كتيره من ضمنها عنده حاجات فنيه واضحه جدا كويسه يعني جدا. اتمنى له التوفيق ونتمنى له بكره التوفيق ان شاء الله. طيب برضو يا كابتن، الاثنين حكام المساعدين الكابتن عطيه بن سعد وايمن اسماعيل، واحد كابتن عطيه من ليبيا والكابتن ايمن من تونس. اهم حاجه حضرتك شايفها فيهم ايه برضو؟ دول من افضل المساعدين الموجودين في القاره الافريقيه تمام، وهم بيلعبوا معاه المباريات اللي خارج تونس، انما مثلا المباراه الدوليه اللي خارج تونس. بس المباراه مثلا في الدوري المصري لا، بيجي طاقم حكام تونسي ما فيهوش المساعد الحكم الليبي. يعني هم لعبوا مباراتين اربع مباريات مع بعض السنه دي نفس الطاقم، وبرضو دول ان شاء الله ربنا يوفقهم من الاطقم اللي مؤهله بشد بقوه في امم افريقيا اللي هتتعمل في مصر ان شاء الله. طبعا هو بالكامل هو ده الطقم. يعني لو شفنا يا صادق السلمي هنلاقي معاه عطيه بن سعد وايمن اسماعيل، هم هتلاقي حتى الصور هتلاقيها متكرره معاهم. هتلاقيهم ان شاء الله ربنا يوفقهم في مباراه بكره ويبقوا متواجدين في امم افريقيا باذن الله. طيب تنصح ايه بقى؟ تنصح بايه لعيبه النادي الاهلي؟ اول حاجه لازم طبعا الهدوء. اما تعترض على الحكم الاعتراض مش هيفيد، بس لازم برضو انت تبين للحكم انك متواجد. يعني انت واخد بالك ازاي يا كابتن؟ لازم انت يبقى الكلام مع الحكم. بص اللي احنا بنقوله ده مهم على طبعا فكره. طبعا ده ماده يعني ما ينفعش اقوله لك بورقه وقلم، دي بالخبرات. يعني انا عشان كده بقول لك تلغي. يعني هو بالظبط ان انت بتعترض على الكلمه دي، لكن هي دي الطريقه، هي دي الكلمه ان انت اللي انت قلتها دي لعيب هو اللي يفهمها. بالظبط كده، لعيب هو اللي يفهمها. برافو عليك. لعيب هو يفهمها في بدايه المباراه. الكلام مهم جدا. انا مش بتكلم للنادي الاهلي، كل الفرق كمان تمام. العلاقه الكويسه مع الحكم هي اللي بتساعدك طبعا جدا في المباراه. هو مش يدي لك حاجه زياده عليك ولا حاجه ضدك، لمجرد ان انت بس انا متواجد. انا متواجد وشيء طبيعي ان الحكم ما يغلط تمام. بس انت لو عندك اعتراض بيبقى برضه باسلوب مهذب، بادي لانجوج، بطريقه كويسه، وربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله. كيف يمكن الاعتراض على الحكم بطريقه مهذبه؟ خدها من بقك بقى، عايز اعرفها. ما هو انا عايز افهمها دي. يعني كيف يمكن الاعتراض ان انا اصل انا اروح اقف احط ايدي ورا ظهري كده واقول له يا كابتن مش عارف ايه وبتاع؟ عارف انت إيه؟ الاسلوب ده كويس جدا فعلا. لما تروح الحكم وحاطط ايدك ورا ظهرك وانت بتكلمه هنا الحكم ما يقدرش يعمل لك حاجه. بس انت ممكن بتدي كلام بطريقه غير مباشره، بطريقه سم بس برضه في حدود الادب. يا كابتن لو سمحت يعني تاكد بس من الكره دي. الكره دي يا كابتن بس هو حسب خلاص منها. انا بتكلم في اللعبه اللي بعد كده. يعني انت بتلعب 90 دقيقه، حسب دلوقتي هتفضل ساكت؟ الكره هتقرب؟ لا انت روح له وكلمه. من ضمن الحكام اللعيب برضه، اللعيب الذكي بيشوف شخصيه الحكم. انت ممكن تعرف شخصيه الحكم من اختياره للكوره. مين اللي بيختار الكوره؟ ولا نركز في الكوره بس؟ لازم في الاثنين. انا بتكلم بصراحه، انت طبعا لازم تركز كلعيب، بس لازم كابتن الفرقه برضه يبقى له متواجد. لازم متواجد. انا نعم كابتن الفرقه ملوش اي اضافه عن بقيه اللاعبين، بس هو الممثل الرسمي مع الحكم يعني، خاصه في بدايه المباراه كان باسلوب كويس. بس باذن الله وربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب كابتن سمير هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى ناخد الفقره الاخيره مع حضرتك، وهنتكلم فيها برضو عن طاقم التحكيم، ولكن بقى على الجانب الاخر، على جانب شبيبه الثوره الجزائري. نطلع فاصل ونرجع نتكلم مع كابتن سمير عثمان. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن سمير،
عايز اسال حضرتك برضو على الجانب الاخر، كيف يتعامل الحكم الصادق السلمي مع شبيبه الثوره الجزائريه في ظل هذه الاحداث وفي ظل ما يحدث؟ والعكس كيف هم يتعاملوا، كيف لاعبي، كيف يتعامل لاعبه شبيبه الثوره؟ بص، هم الفرقتين الاهلي والثوار الجزائري نازلين لهدف واحد، الاثنين عاوزين يكسبوا مع اداء مباراه قويه ومباراه جيده، تمام؟ هيبقى في ضغط معنوي على الحكم بخبرة الحكم انه هيعدي المرحلة دي، وان شاء الله هتبقى المباراة باذن الله يحاول بس هو يمسك المباراة من اول 10 دقايق زي ما اتفقنا. مفتاح اي مباراة يا كابتن اسلام اول 10 دقايق، اول 15 دقيقة هي اللي بتفرق مع اداء الحكم طوال ال 90 دقيقة الباقية. اتمنى التوفيق، يركز في كل كورة ان شاء الله عشان اسمه قبل اسم اي حد تاني على فكرة، يعني يعني هو المفروض يلعب لاسمه، هدفه امم افريقيا ثم كاس عالم 2022 باذن الله. وهو ده دايما بيبقى هدف التحكيم. طبعا طبعا، انا كحكم عاوز انجح، اسمي هو اللي ينجح، وبعد كده عشان الناس حتى اما تيجي تقابله في اي دوله تانية، احنا مش بنتكلم على نطاق حاجه محليه، في اي دوله تانية طبعا. لا خلاف يا كابتن اسلام، برضو احنا ناسيين نقطه ان المباراه خلاص بقى فيها عليها رقابه قويه جدا سواء من الاتحاد القاري او الاتحاد الدولي، خاصه الحكام المرشح على كاس العالم. مباراة منقولة تلفزيونية، بيبقى ليها أكتر من مراقب في المباراة، مراقب لجنة الحكام ومراقب للمباراة، فطبعا أكيد مش هيبقى فيها إن شاء الله مشاكل بإذن الله، يعني إن شاء الله. تتخيل أن هذا الطاقم يستطيع أن هو بكرة يعدي بالمباراة بشكل جيد؟ طبعا بخبرات الطاقم ده الموجودة صادق التونسي طبعا لازم يعدي إن شاء الله، نلعب مباراة أصعب من دي بكتير، فمباراه بالنسبه له ان شاء الله طبعا يعديها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نتمنى يا رب كل التوفيق لطاقم التحكيم في مباراه. نقطه بس انا عاوز اوضحها. اتفضل. احنا عندنا في، عشان بس الجدل اللي هيثار بعد ما نخلص، عندنا في اثنين كونغو، كونغو ديمقراطيه ايوه اوكي، وكونغو برازافيل اللي هي زئير. احنا يا جماعه بنتكلم عن الكونغو الديمقراطيه اللي فيها فيتا كلوب الكونغولي وفيها الحكم الادار المباراه بين الثوار الجزائري وسيمبا التنزاني. شبيبه الثوره الجزائريه وسيمبا التنزاني بالظبط، دي دوله ودي دوله. عشان انت ممكن في بعض الناس يقول لك في اثنين كونغو، لا احنا عارفين كويس قوي ان في اثنين كونغو، واحده اللي هي برازافيل وواحده ثانيه كونغو ديمقراطيه. احنا بنتكلم على الكونغو الديمقراطيه. الثانيه كونغو برازافيل دي اللي كانت زئير سابقا. فالناس يا ريت ايه برضو ايه يخشوا بقى على جوجل ماب كده ويشوفوا، هتلاقي العالم برضو مختلف بطريقه سهله جدا. خش على الفيفا ليست حكام الكونغو الديمقراطيه، انا بقول لكم بقى الطريقه الناس تخش، يخش على الفيفا ليست، يخش على قائمه الكونغو الديمقراطيه، هتلاقي اسم الحكم، يعمل سيف، وبعد كده يخش على الشامبيونز ليج في الفيكتشرز بتاع الشامبيونز ليج بتاع المباريات الكومبيتيشن، هيلاقي مباراه الثوار الجزائري وسيمبا التنزاني، هو الحكم الموجود اسمه في الفيفا ليست في الكونغو الديمقراطيه. عموما كل التوفيق لحكم مباراه غدا، نتمناها يا رب ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره الجزائري. انا بشكر حضرتك جدا يا كابتن سمير، دايما بتمتعنا الحقيقه كالعاده. شكرا كابتن اسلام، كل التمنيات الطيبه لحضرتك وغدا ان شاء الله للنادي الاهلي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هننتقل بقى الى الفقره الفنيه، فقره فنيه مهمه جدا جدا جدا، هنتكلم فيها مع ثلاثه من النجوم الكبار للنادي الاهلي ومنتخب مصر، و الحقيقه خلال فترات طويله جدا كلهم معظمهم، او كابتن ماهر وكابتن عادل وكابتن محمد حشيش، الثلاثه اشتغلوا مديرين فنيين، لكن هنتكلم معاهم عن النادي الاهلي وكيف سيلعب غدا النادي الاهلي، ايضا هنتكلم اكثر عن شبيبه الثوره الجزائري وكيف يستطيع النادي الاهلي الفوز على شبيبه الثوره الجزائري، نقاط الضعف نقاط القوه، كلام كتير جدا من الناحيه الفنيه مع نجومنا الكبار، نجم الكبير كابتن عادل طعيمه، نجم الكبير كابتن ماهر همام، نجم الكبير كابتن محمد حشيش، بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في حلقه اليوم من ملعب الاهلي. هنتكلم عن النواحي الفنيه. نجم الكبير الكابتن عادل طعيمه. ازيك كابتن؟ مشرف ومنور. كابتن اسلام ازيك؟ اخبار حضرتك ايه؟ بخير. كله تمام؟ انت بخير؟ الحمد لله. كلنا بخير ان شاء الله. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن ماهر امام. ازيك كابتن؟ مشرف ومنور. اهلا حبيبي، ربنا يقويك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. نستمتع بيكوا دايما. كابتن محمد حجيش مشرف ومنور. ازيك يا اسلام؟ ازيك يا نجم؟ ايه الالوان الحلوه دي؟ ها فعلا بحب اللون ده قوي انا والله. لجوه ده لحولك حالا. يعني كابتن عادل، يعني احنا كلنا تفاؤل، احنا بنحب نضحك كده مع حضراتكم شويه علشان كلنا الحقيقه متفائلين. كنت قاعد مع كباتن كلهم متفائلين الحقيقه بمباراه بكره. التفاؤل حاجه والنواحي الفنيه حاجه ثانيه. النواحي الفنيه شيء مهم جدا جدا في مباراه غدا. الجهاز الفني ان شاء الله ربنا يكرمه ويقدر يختار 11 لاعب وثلاث تغييرات، ويختار 18 لاعب الاول في القائمه. احنا عندنا 22 لاعب، يختار 11 وبعد كده يختار 18 انا اسف، وبعد كده يختار ال 11 منهم وثلاث تغييرات. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. فالنواحي الفنيه لها عامل كبير في مباراه غدا. كابتن عادل، مباراه مهمه، مباراه صعبه، حواليها ظروف كتيره جدا. الاول نتكلم بشكل عام، كيف يخرج اللاعبين عشان نفكر بقى في الناحيه الفنيه، ازاي يخرجوا من الجو ده كله؟ من ناحيه الضغط والتوتر والكلام اللي بيثار من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. اللعيبه اكيد زينا بتقرا على السوشيال ميديا اللي بيتكتب، بتقبل. ازاي يخرجوا من الجو ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه هم مش زينا. نعم. لان هم زي الكوماندوز صاعقه، خاصه اللي بيلعب في النادي الاهلي، المركز الاول، المركز الثاني كانه الاخير. وبالتالي عمليه الخروج من بطوله لبطوله عمليه الجانب النفسي، الجانب الفني، دي امور كلها اللاعب بيتحملها. ولذلك دايما لاعب اللي عنده خبره والقائد بيبقى ليه ثمن كبير جدا. لذلك كلنا متفائلين، لانه اعتقد انه يمكن اكثر من عنصر عنده الخبره هيكون متواجد في مباراه بكره ان شاء الله. وده اللي احنا يمكن في فتره اللي فاتت كنا مفتقدينها في الماتش اللي فات. كان احنا في الاستوديو بتاعنا قبل الماتش بيوم كنا بننادي ان احمد فتحي يبقى موجود في وسط الملعب. مظبوط. كخبره وكاداء وكراجل هيقوم بالدور الدفاعي والهجومي، ويدي فرصه لكريم ويدي فرصه لعمرو السوليه ان هم ينطلقوا ويروحوا ويؤدوا الواجب الهجومي ويؤدوا الواجب الدفاعي. والحقيقه احنا عملنا 45 دقيقه جيده جدا، لكن انا كان ليا بس تحفظ صغير. نعم. ان اجاييك ركبته مش عايزه الارض الصلبه ديت، فما كنتش احب ان هو يبتدي بيه. ولذلك عنده العذر ان هو ما قدرش ان هو يؤدي. كذلك ناصر ماهر برضو الخبرات بتاعته الافريقيه قليله، وكان كنا محتاجين حد في الحته دي في الوقت ده. الحاجة الثانية والأخيرة إن احنا تقريبا الماتش ده يمكن نتغلبه. بس هو أنا لسه كنت هقول لحضرتك، بس الفريق عمل مباراة، أنا من وجهة نظري يعني، لأن في ناس بتخالفني في هذا الموضوع، أنا شايف إن لا، الفريق عمل مباراة. مين قال الكلام ده؟ احنا مأدين 70 دقيقة على أعلى مستوى. يمكن هناك بعض التغييرات أنا وصلت للدقيقة 70 75. وشايف إن الكرة خلاص بتعاند. أنا ممكن أختلف مع حضرتك في النقطة دي بقى. أكمل طب الكلام. الكرة بتعاندنا، مش عايزه تدخل. يبقى انا هدافع واعمل المرتده. مش هدافع يعني انا هقبل بالبونت، لا، في طريقه في التدريب ان انا هامن جولي بحيث ان انا على الاقل انا ضامن البونت، واعمل المرتده باشتراك بقى ازارو سرعات، حسين الشحات سرعات، ملوش واجبات دفاعيه خالص، بحيث ان انا اعمل له كرات طويله. هم دول الاثنين اللي نزلوا يا كابتن. ما خلي بال حضرتك الشناوي كان اتصاب في اول المباراه. كان يا كابتن بيأدي واجبات دفاعيه، انا مش مفروض. نعم. ان انا كان بيأدي واجبات. مين؟ دفاعيه. لو مين؟ حسين كان بينزل يدافع، انا مش مفروض في الوقت ده اخليه يدافع. ليه؟ لان كان اجاييه وكان ناصر الواجب الدفاعي كان فيه قصور شويه. انا بتكلم الكلام ده ليه؟ لان جمهورنا عارف الكلام اللي احنا نقوله، لان برضه الجمهور الدرجه الثالثه وجمهورنا في النادي الاهلي فاهم وواعي كويس قوي ويعرف. لا، وعايز تقول في جزء من التغييرات حضرتك كنت شايفه ممكن يبقى احسن من كده. البدايه يا كابتن، البدايه زي ما هو لعب ماتش سيمبا هنا
لما لعب هشام والاثنين اللي على ادالهم واجبات هجوميه قويه جدا وجبنا 5 تجوال في اوف تايم حاجه كانت اداء كان رائع جدا والولاد استوعبوه جدا. شكلك بتستحملني النهارده بس هو لما لعب كده في مباراه سيمبا هناك الناس قالت لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ بتلعب ليه 3 في نص الملعب؟ لا 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 اصلا هو ده ما هو الناس في ناس كلام رايح جاي الناس بيقولوا حاجه واحنا بنقول حاجه ثانيه. الراجل ما بيلعبش 3 هو كريم مش بيجيب جول؟ كريم نيدفيد مش كريم احمد يعني وعمر مش بيجيب جول يعني هو مش ديفندر زي حسام عاشور بقى واقف مسمار وكان عمرو السوليه زمان كان اي مدير فني بيلاعبه كان بيلاعبه مكتفه حاطط 2 ديفندر ما بيعملوش اي واجبات هجوميه. نعم. الراجل ده ما بيلعبش بثلاثه، الراجل ده بيلعب واحد قدام السرد باكين وبيخلي الاثنين اللي على اليمين وعلى الشمال في عمليه انطلاق يؤدي الواجب الهجومي وعندهم من البدني والفني ان هم يرجعوا بسرعه جدا ويعملوا عمليه ارتداد. لما انا في الوقت ده الماتش اللي فات لو انا بدافع بسبعه وثمانيه وبخلي ازار وحسين في المقدمه واستغل اندفاع فريق بيتا كلوب ان هو يهاجم وانا اعمل الكونتر اتاك بتاعي او الهجمه المرتده بتاعتي لازار والحسين ويبقى فيه التكمله من رمضان او اي حد بيكمل عمرو او كريم سهل جدا انك انت في الوقت ده تجيب جول. بس الاول خرج انا اقصد ايه يعني ما يكونش رمضان اللي يخرج كان اجاي اللي يخرج واجاي خرج من الاول. حضرتك تقصد من الاول بقى من البدايه لان اجاي ما ينفعش يلعب على الارض الصلبه دي. ناصر ماهر الخبرات بتاعته في الوقت ده هي مدارس يا كابتن عموما لانه في النهايه هو حضرتك وجهه نظرك ان شايف ان اجاي عشان كده علشان كده يا كابتن احنا لما بنيجي نتكلم في التحليل وجهات النظر تتحمل كل الكلام. انا ممكن اكون مخطئ مليون في الميه وصحيح مليون في الميه برضه وصحيح مليون في الميه. المدير الفني هو اللي بيتحمل المسؤوليه بالزبط. بس برضه زي ما انت حضرتك بتمشي في الشارع وكلنا بنمشي في الشارع الفريق بيكسب الناس كلها بتيجي تهنينا الفريق لا قدر الله ما يحصل اي مشكله الناس بتيجي وتبقى زعلانه وتكلمك طبعاً. فاحنا جزء من هذا الكيان. الجزء ده لما انا اقول الكلام ده بقول لمصلحه الفريق ده من وجهه نظري. جهاز المدير الفني يكون بيتفرج علينا، جهاز حد يترجم له يقول والله الناس بتقول ان كان فيه ممكن ناصر ما يبتدئش، اجاي ما يبتديش ويبقى فيه احمد فتحي ويبقى فيه حسين الشحات من البدايه، يبقى فيه فلان من البدايه ويبقى بازار يكون من البدايه مع رمضان ويبقى يلعب براسين حربه ويلعب يعني دي وجهه نظره كمدير فني حر. وجهه نظر يعني حضرتك لو كنت المدير الفني وقلت هذا التشكيل هو ده التشكيل اللي هيلعب. تمام. وبالتالي النادي مدرسه كابتن عادل طعيمه كمدير فني ان هو يقول هذا التشكيل او يعني يلعب بهذا التشكيل، لكن مدرسه مارتن لاسارتي هو دلوقتي اللي عينه شايف اللعيبه وشايف هم بيلعبوا ازاي وشايف مين اللي كويس وشايف مين اللي وحش. المفروض يعني اي مدير فني في نقطه كابتن مهمه جدا عايز اكملها وهي ان هو انا كمدير فني بقى انا خلاص انا وصلت للدقيقه 70 75 ال 10 دقائق ديت مع حراره مع رطوبه مع ارض صلبه مع بعض اللاعبين ما كانوش موفقين يعني كرة بتتلعب ده مش جنب العارضه مش عايز تخش الجول يعملها كده يروح مطلعها خلاص انا حسيت ان اليوم ده مقفول. اليوم ده مقفول بالنسبه لي يبقى انا تغيرتي يبقى فيه تغيير ان انا اامن ما اجيليش يبقى انا لو طلعت ببونت ما كناش ممكن نتعب. خلي بال حضرتك ممكن برضو حد يجي يقول لك ما هو ده مش تفكير النادي الاهلي مش تفكير النادي الاهلي ان هو يفكر في بونت. لا ما هو لا ما هو تفكير النادي يعني. تفكير النطل لا انا مش هلعب على بونت الراجل هيامن انا ضامن بونت اهو خلاص بس انا هلعب على 3 بونت هلعب على 3 بونت عن طريق المرتد لان هو بيهاجم بكثافه واخر 10 دقايق عملوا فينا ايه يمكن التغيير الثالث يا كابتن او يعني تغيير محمد الشناوي هو ده اللي فرق معاه شويه اكيد تقريبا اكيد طبعا فرقت معاه جدا سواء دفاعيا او هجوميا خلي بال حضرتك ما هي دي النقطه دي واضحه جدا ان الشناوي ربنا يشفيه وان شاء الله يكون موجود بكره باذن الله تعالى. التغييره دي فرقت معانا لما عنده 3 تغييرات الشوط الثاني كانت هتفرق جدا معانا لكن باذن الله تعالى في تعويض بكره ان شاء الله والتشكيل شاء الله. المناسب والمكسب المناسب باذن الله. تمام كابتن ماهر برضو خليني اكلم حضرتك شويه على الجانب النفسي. المباريات اللي زي دي بيبقى الجانب النفسي فيها اهم من الجانب طبعا ما فيش اهم لكن يعني قريبين الجانب النفسي والجانب الفني لكن لعيبه النادي الاهلي دايما يتميزوا بشخصيه من المفترض انهم يتميزوا بشخصيه قويه شخصيه النادي الاهلي شخصيه لاعب النادي الاهلي لازم تكون مختلفه عن الشخصيه. كيف يكتسب اللاعبين هذه الشخصيه في مباراه بكره؟ بص يا اسلام كانت في لقطه ظريفه يمكن افتكر امبارح او اول امبارح زياره الكابتن محمود الخطيب ومستر مانويل جوزيه اه دي يعني بتدل على
العامل النفسي اللي انت بتتكلم عليه. ايوه. ان مهم قوي رئيس النادي يبقى موجود في التحضيرات الاخيره لفريق الكوره، وجايب لهم كمان مين علم من ضمن الاعلام اللي حققت انتصارات كثيره جدا مع النادي الاهلي. أيوه. لجل الثقه، بيطمن على اللعيبه، بيتعرف كمان مستر لاسارتي، كان لقطه جميله جدا. أوه. ان يعني راجل خواجه بيبارك بيه بيبارك بيه، يعني دي لقطه يعني خواجه يعني ذكي جدا يعني. بيقول له بتمنى بقى ان انا يعني الخير اللي ربنا ادهولك يوصل لك. اخد شويه بقى، اخد شويه اديني شويه. فدي كانت لقطه من ضمن اللقطات اللي تحسب للجانب النفسي. وكانت لقطه ظريفه جابها لك سمير. اتعملت بشكل جميل. السلام عليك يا صبر. يعني دي لقطه من ضمن اللقطات اللي بتتكلم عليها يا اسلام. العامل النفسي هنا مهم قوي، يعني قيمه وقامه. يعني مانوش زيه صاحب الانجازات مع النادي الاهلي اكتر من 7 سنوات، وانت كنت واحد من ضمن النجوم اللي حققوا انتصارات للنادي الاهلي وجيلك العظيم يا اسلام. فالنهارده بتعرف بقى طبعا مستر دسارتي اللي هو يمكن قادم على النادي الاهلي اول سنه بالنسبه له، ويمكن حوالي اكتر من 12 13 مباراه. فدي لقطه كانت ظريفه جدا، بتنعكس انعكاس قوي جدا قوي. جدا إيجابي. على لعيبه النادي الاهلي. لان معظم نجومنا اللي هم محتاجينهم الفتره الجايه اللي عندهم خبرات كانوا موجودين مع مستر مانو جوزيف في انجازات النادي الاهلي في هذه الفتره. فالعامل ده مهم جدا، ينعكس بشكل كبير جدا على اللاعبين، بيوصل لنا صوره حتى للجمهور ان كل المنظومه الرياضيه اللي موجوده في النادي الاهلي، من مجلس الاداره للجنه الفنيه لجهاز الكوره للاعبين لجمهور النادي الاهلي، كله متكاتف خلال الفتره اللي جايه. الكابتن محمود الخطيب اهو كمان موجود بيسلم على اللعيبه، بيشد من وزرهم في خلال هذه المقابله الجميله. وده احنا تعودنا عليه اسلام، يعني متورصين الجانب ده مع جميع مجالس اداره النادي الاهلي. لكن طبعا الكابتن محمود قيمه كبيره جدا حتى للعيبه كلها، يمكن جت وسلمت عليه. ده بدايه الشغل الفني الاداري لمستر لاسارتي. الجانب النفسي اللي احنا النهارده بنحضره بشكل جيد جدا، هينعكس طبعا على اداء الفريق خلال تركيبه الفرقه بقى الجزء الثاني والاهم. ازاي بقى الراجل مستر لاسارتي اللي هو اتفرج على شرايط للثوره الجزائري خلال الفتره اللي فاتت من خلال الدوري الجزائري اسلام، او من خلال المباراه الافريقيه ويمكن اخرها مع سامبا، ومن خلال هذه المشاهده اللي احنا بنسميها بلغه التدريب الاعداد الذهني لهذه المباراه، ان هو ازاي بيشوف نقط الضعف اللي موجوده في فريق الثوره الجزائري، وازاي بيعرف نقط القوه اللي موجوده في فريق الثوره الجزائري، ويبدا يتعامل من خلال النقطتين دول يا اسلام، ازاي يحط الاستراتيجيه او الخطه المناسبه لهذه المباراه، حتى الخطه اذا كانت من خلال الدفاع والهجوم، عناصر التشكيله اللي تقدر تخوض بهذه المباراه لازم يكون من خلالها عندنا لعيبه بتقدر تقوم بالجانب الدفاعي، ولعيبه تقدر تقوم بالجانب الهجومي بشكل جيد من خلال اللاعبين. يبقى عندنا بعد كده ان شاء الله الستارت الحقيقي اللي هو المباراه 90 دقيقه. يمكن الكابتن عادل اتكلم على الجزء اللي كان موجود في فيتا. النادي الاهلي كان مسيطر بنسبه يمكن 70%، يمكن باستثناء ال 20 دقيقه الاخر اللي حصل فيها ان احنا قلنا التغييرات اللي كانت مضطره وغصب عن الجهاز الفني، منها يمكن اصابه الشناوي. لكن عايز اقول لك ان كلنا اجمعنا، يمكن الكابتن عادل كان حته الدفع باحمد فتحي في وسط الملعب نتيجه الخبرات اللي موجود عليها احمد فتحي في هذه المباراه تفرق، كانت معانا بشكل جيد. لكن عايز اقول لك النهارده ان احمد فتحي وجوده مطلوب بشكل كبير جدا في نص ملعب النادي الاهلي، لو حسام عاشور مش موجود هيفرق معانا في حته القياده الفنيه والخبرات والمجهود المبذول بالنسبه لاحمد فتحي. تمام. كابتن حشيش، برضو خلينا نتكلم في الناحيه النفسيه وبعد كده هنتكلم في النواحي الفنيه. اخيرا يعني في الناحيه النفسيه دي، حملات ممنهجه معموله على حكم المباراه، على مصطفى شوبير، على بعض اللاعبين الاهلي محظوظ ان اصل مروان مصاب، اصل مش عارف اجاييه ماله، اصل كذا. اللعيبه تتخطى الموضوع ده ازاي؟ برضو لانه نقطه مهمه جدا الناس لازم تفهمها. اللعيبه يعني اللعيبه زينا تفتح تليفوناتها وبتشوف طبعا الدنيا ماشيه ازاي وبيتقال ايه وبيعمل ايه، هل من الممكن ان هم يتاثروا بشكل سلبي مثلا؟ بص يعني انا شايف ان يعني انا مش من انصار طبعا في البدايه ان انا اتكلم على المباراه اللي فاتت. انا واخد المباراه اللي جايه دي اللي جاي.
حاجه مختلفه تماما يا كابتن عادل، بظروف مختلفه تماما. نعم. الماتش اللي فات انت كنت رايح تقابل فيتا وانت اول، مركز اول متصدر، لها وضع مختلف، اجواء مختلفه بره، فرقه عندها طموح يمكن في الماتش ده كان اكتر منك شويه، الاجهاد اللي والنزول البدني في الشوط الثاني كل ده اثر. مين طلع بقى، مين دخل، مين كان ممكن يبقى موجود، احنا هنترك الموضوع ده خلاص غالبا هو خلص. ماتش جديد بكره، ماتش على ارضك، تتكلمش ان انت راح عايز تكسب بره ارضك، ده ماتش في ارضك، ما عندكش بديل غير الفوز عشان تكمل، خسران بطولتين قبل كده الاخرانيين، عايز ترجع لبطولات افريقيا تاني من جديد، عندك عناصر مهمه موجوده بكره، منها طبعا الجمهور اللي هيمثل قوه دافعه جدا للنادي الاهلي، وجود الخبرات تاني في النادي الاهلي موجوده زي حسام عاشور واحمد فتحي، دول كفيلين يا اسلام ان هم يبعدوا اللعيبه عن الشد العصبي وعن السوشيال ميديا والحاجات دي، ده دورهم ودور الجهاز. وطبعا محمد يوسف له دور كبير قوي في الحته دي، لانه طبعا عشان اللغه وعشان السنس بتاعنا، هو لازم هو اللي يحاول يقفل على اللعيبه خالص الحته دي، و يعني يزود الحوافز عند اللعيبه. كذلك احنا لو قارنا بين الفرقتين، مفيش مجال للمقارنه بين الفرقتين لو هنتكلم ورقه وقلم. فرقه تاريخ كبير في بطولات افريقيا، وفرقه الثانيه لسه بتتحسس افريقيا. افتكر طموح النادي الاهلي كبير قوي ان هو عايز يرجع لبطولات افريقيا وعايز يخش كاس عالم للانديه. كذلك لو هنتكلم على المستوى الفوارق الفرديه بين لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه الشبيبه، دي حاجه برضو مختلف، عندنا لعيبه خبرات، عندنا لعيبه اعمار صغيره، عندنا عنصر الخبره، عندنا عنصر الشباب. زي ما قلنا كمان الطموح لازم يبقى حاجه مهمه جدا. انت ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده في تشكيله النادي الاهلي، ال 22 لعيب دول يا كابتن عادل، ثلاث ارباعهم لسه ما عملش بطولات، عايزين يعملوا بطوله للنادي الاهلي ولنفسهم. كل العوامل دي تلعب على ارضك وفرقه متعادل معاها هناك، هنا المفروض ان شاء الله باذن الله في المباراه الحاسمه دي ان انت تكسب وتكسب كويس، بس لو استغليت العناصر اللي فاتت دي كلها، وكذلك ان انت من البدايه عنصر التركيز، واهم حاجه كمان ضياع الفرص اللي عانى منه النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، سواء الماتش اللي فات او اللي قبله او على مدار الفتره اللي فاتت حتى في بطوله الدوري، الفرص الكتيره اللي بتجي لك السهله اللي بتضيع دي عايزه مزيد من التركيز. يعني انا غريبه مش شايف في قائمه الهدافين في البطوله مفيش الا كريم نيدفيد ثلاث اهداف في البطوله. بس خد بالك حضرتك في وقت طويل كان وليد ازارو مصاب، كان في وقت طويل في مروان محسن مصاب، ضغطه المباريات خلت ان الشهر بيفرق معاك في اربع خمس مباريات. انت كده رجع لك الهدافين بتوعك، سواء مروان سواء ازارو موجودين، اي حد منهم هيبتدي، دول هدافينه على مستوى عالي. اعتقد ان مباراه زي بكره ان شاء الله باذن الله بالعوامل يا كابتن ماهر يا كابتن عادل اللي انا قلتها دي من البدايه، ان شاء الله باذن الله نسهل على نفسنا من البدايه الماتش باذن الله، وتبقى دفعه باذن الله لدور الادوار اللي بعد كده. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن الكبار، ولكن نطلع نشوف تقرير مع حضراتكم مع جمهور النادي الاهلي وتوقعاته لاهم او لمباراه غدا ان شاء الله اللي هتكون في تمام الساعه السادسه. نطلع نشوف تقرير مع حضراتكم ونرجع نكمل تاني. وان شاء الله اكيد الفريق شبيبه الثوره الجزائري هيكون نازل طبعا يدافع، والاهلي لازم يكثف من هجومه ويخلي الاداء سريع عشان خاطر يعرف يكسب المباراه من بدري. ان شاء الله باذن الله بالدفع بتاع الجمهور، مصر كلها ملتفه حوالين النادي الاهلي في الفتره الاخيره باذن الله، من غير ما اقطع باذن الله، يعني ان شاء الله يبقى اداء مبهر ونتيجه باذن الله تغلب على الاداء اللي موجود في قلب الملعب باذن الله. بامر الله الفرقه هتبقى مظبوطه، يعني هتبقى محضره كويس، وهنقدر ان شاء الله ان احنا نتواصل ان احنا نكسب ونوصل للنهائي ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله الاهلي هيخش نفسيا مرتاح بسبب ان هو بيلعب على ارضه في وسط جماهيره،
وهنكسب مرتاح باذن الله. باذن الله هي يعني بالجماهير وبروح اللعيبه باذن الله هيبقى وبالاداء الجماعي ده كله ان شاء الله هيبان مع اللعيبه وباذن الله نكسب ونعدي ان شاء الله. امر الله الاداء يختلف على ارضنا ووسط جمهورنا وان شاء الله هنكسب باذن الله وهنصعد. بس باذن الله يعني انا ليا رجاء يشد حيلهم روح الفنانه الحمراء ترجع. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى كابتن عادل. خلينا بقى نروح للجانب الفني. شبيبه الثوره من الفرق المفاجاه هذه البطوله، من الفرق اللي عامله مباريات جيده، تحسنوا كتير جدا مع مديرهم الفني الجديد كريم الزاوي وعاملين شغل محترم الحقيقه خلال هذه الفتره. كيف ترى فريق شبيبه الثوره؟ هتلاقي النتائج الايجابيه بتاعتهم في ملعبهم، لان ملعبهم زي ما انت شايف ترتان والملعب ضيق شويه، وهم يعني عندهم مهاره الاستلام والتسليم في الملاعب الترتان. نتائجهم بره مختلفه. بس في نقطه كنت لازم اوضحها، انا اتكلمت على الماتش اللي قبل كده، لانه اذا انا لازم اعرف اذا كان هناك اي نقص او اي حاجه ايجابيه او سلبيه انا باخدها بالمباراه اللي قبل كده علشان احاول ان انا اتفاداها. فلما الاقي تتفاداها لو سلبيه بحيث ان انا الاقي مثلا انه عادل طعيمه مثلا بره خبراته قليله في الجانب الدولي وانا عندي القائد اللي ممكن يديني الحته ديت، فيبقى انا في الدفع بتاعي، لان الراجل ما بقالوش شهرين، وشهرين دي في عمر التدريب حاجه قليله جدا، واحنا اشدنا مليون مره ان هذا الرجل فعلا من المدربين اللي عندهم فكر. وزي احنا شفنا كده عنده برضه سنه المرح مع التركيز مع الحزم. نعم. ولا يمنع ابدا انه يلاقي نجم عنده يروح معاه احتياطي يطلعه في اي وقت، ما عندوش حته النجم، عنده الفرقه كلها هي النجم. الفريق الجزائري اعتقد انه بكره في الملعب اللي احنا ان شاء الله بنفخر بيه برج العرب هيلاقي ملعب مختلف، هيلاقي فيه أرضية ملعب مختلفة، هيلاقي فرقة مختلفة. الفرقة المختلفة دي هيلاقي إنه ما هياش مجهدة في فترة وقت جيدة جدا، الحمد لله تقريبا أسبوع أو أقل. فدي طبعا كلها هتبقى عوامل مؤثرة جدا، إلى جانب إن هو مش هيلعب على التعادل. ودي نقطة مهمة جدا لازم نبقى فاهمينها، التعادل ما أعتقدش إن هو يفيده، فهو هيلعب على المكسب. لا، لو تعادلوا يستنوا الفريق الثاني ماذا سيحدث من الفريق؟ ما هو ده ما بقاش بايده بقى. ما بقتش بايده بقى. بقت بيد حد ثاني. صح. انا بقول لما هو بيلعب يبقى هو عايز يكسب. نعم. وبالتالي دي برضه هتبقى نقطة مهمة جدا للنادي الأهلي، إنه هيبقى فيه مساحات ممكن هو يستغلها. في استحواذ مع خطورة. واللي أكثر خبرة زي ما قال محمد، إنه الأكثر خبرة والأكثر دراية واللي عنده تاريخ في البطولات ديت واللي عنده إمكانيات عالية فنية ودولية أعتقد هيبقى ليه اليد العليا بإذن الله تعالى. وبالتالي احنا لعبنا المباراة الأولانية وكنا في ظروف صعبة جدا وكان في إجهاد وكان في ضغط مباريات، ومع ذلك احنا تعادلنا هناك، وكان هو الملعب الترتان ده كان في منتهى الصعوبة على لاعبتنا. أعتقد بإذن الله تعالى بكرة هنلاقي في مساحات موجودة في الفريق، هنلاقي فيه بفضل الله دعم جماهيري عالي جدا، توفيق ربنا هيبقى موجود باذن الله تعالى معانا بكره، لانه الفريق ده تعب وشقي علشان يوصل للمرحله ديت. اعتقد انه باذن الله تعالى المكسب هيبقى حليفنا. كمان المدير الفني من ضمن الميزات اللي هي موجوده عنده واللي هي موجوده مع المدربين المحترمين المحترفين، انه دايما بيدرس الفريق اللي هيلعبه. نعم. بمجرد ماتش فيتا ما خلص على طول بياخد من ماتش فيتا كان فيه هناك عناصر سلبيه وعناصر ايجابيه، اخدت منها الايجابي والسلبي بحاول ان انا اعالجه، ثم بدرس الفريق اللي انا هلاعبه، بشوف نقاط القوه فين ونقاط الضعف فين، وعلى اساسه بختار التشكيل بتاعي اللي هو بيديني ثبات في التشكيل. يعني انا برضو مش هلعب كتير في التشكيل، يعني خط الظهر، حراسه المرمى اذا كان الشناوي او علي الاثنين باذن الله تعالى موفقين، في وسط الملعب لا خلاف على عمرو وعلى كريم، واذا كان بقى هيلعب بعاشور او فتحي او اي حد
دي الرؤية بتاعته في المقدمة إذا كان مروان أو أي حد منهم هيلعب، فده برضو في نوع من أنواع التشكيل الثابت. تغيير واحد أو اثنين عمرها ما بتفرق أبدا مع الفريق، وبنشوف الكلام ده على مستوى الفرق الأوروبية الكبيرة قوي، برشلونة وريال مدريد، بتبص تلاقيه الراجل بيلعب ريال مدريد قاعد ميسي قاعد احتياطي، مفيش مشكلة، لأنه طالما التغييرات في حدود الحاجة المعقولة ما بيغيرش الفرقة كلها، ما بيغيرش خمس مراكز، غير مركزين ولا حاجة، والكلام ده بينعكس على الانسجام اللي موجود. ثم الدكة بتاعته بتبقى قوية امتى؟ يدفع باللاعب المناسب في التوقيت المناسب، ده توفيق ربنا سبحانه وتعالى، انه بيخلي المدير الفني وهو بيقرا الفريق المنافس بيقرا سيناريو المباراة ويبقى عارف امتى ادفع بأزارو، امتى ادفع بمروان، امتى ادفع بفتح، وهكذا. تمام. ودي الحاجة الإيجابية اللي انا متوقعها بإذن الله تعالى، ان ان شاء الله توفيق بيد الله سبحانه وتعالى، ثم بجهد ولادنا. حته مهمه جدا يا كابتن قبل ما انساها، ولادنا اللعيبه، انا التليفون بتاعي يبقى فيه حظر، انا ما افتحوش علشان ما انسقش ورا المواقع، انا دي انا لا اقرا جورنال ولا افتح تليفون، صعب، انا مش عايز، صعب، لا 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 ما هو صعب، عشان انا يا كابتن باخد في السنه سي من الرقم، ربنا يزيد الناس كلها، انا لازم احرم نفسي من سهر، احرم نفسي من اكل معين، احرم نفسي ان انا اروح سينما الا اذا كان فيهم اجازه، اخد ولادي افسحهم، ماشي كل ده ممكن، انما المواقع كابتن عادل كل ده ممكن الا التليفونات، هم غيرنا خالص، حاجه ثانيه خالص، هم صح، ده بالنسبه لهم زي الاكل والشرب بالظبط كده. اذا كان انا لاعب بقى هتاثر بالكلام ده، يبقى انا ما استحقش حب الجماهير ودعم الجماهير والمقابل المادي الكبير اللي النادي بيديهوني. تمام، ما لازم انا احرم نفسي برضو من الحاجه دي. صحيح. تمام. كابتن ماهر، اهم نقاط القوه اللي موجوده في فريق شبيبه الثوره؟ بص يا اسلام، هما برضك بيحضروا زي ما النادي الاهلي بيحضر برضك، يعني ده مؤخرا فعلا. مؤخرا في الماتشين ثلاثه الاخيره منذ تولي كريم الزاوي الاداره الفنيه، زي ما حضرتك بتقول بالظبط، بيلعبوا على الارض من ورا بالظبط. يعني واضح قوي ان احنا شفنا على الترتان هما واخدين على الحاجات اللي فيها التمرير، ودي الاهم، التسليم والتسلم اللي بيعملوه في وسط الملعب بشكل كبير جدا، وهما بينجحوا فيه لحد ما تبان ثغره. معظم ثغراتهم بتبقى عن طريق الكور الثابته، الفاولات الجانبيه، الكورنر، واخد بالك، اللي بيقدروا يخترقوا منها، التصويبات برضو. حتى الهدف اللي دخل فينا يا اسلام يمكن كان كروس عرضي اتعمل، الراجل واقف بين ايمن اشرف وواقف بين ياسر، قدر يلعبها بدماغه بشكل ايجابي. الحاجات دي اكيد طبعا احنا عندنا درايه بيها، زي ما قلت لك الاعداد الذهني للمباراه السابقه لمستر بسارتي عن الثوره الجزائريه، اتفرج عليهم في شرايط اذا كانت محليه او اذا كانت في الدوري الجزائري او اذا كانت افريقيه، واخرهم يمكن مباراه سيمبا. هتلاقي نتائجهم كمان يا اسلام، يعني هم لعبوا مثلا في الدوري الجزائري 22 مباراه، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 7، عندهم سجلوا 18 هدف واهتزت شباكهم 12 هدف، يعني بيجيبوا جوال، عندهم جانب هجومي بيقدروا يجيبوا اجوال من خلالهم، وعندهم جانب دفاعي بيدخل فيهم برضك اجوال. لو بصينا على مباراتهم الافريقيه، لعب 5 مباريات يمكن في المجموعه، فاز في 2 وتعادل في 2 وخسر 1، لهم الاهداف 6 وعليه 6 والنقاط 8 نقاط، يعني بيجيب وبيخش فيه، يعني واضح ان هو عنده مهاجمين بيقدروا يسجلوا اهداف، وكمان عنده مشاكل في خط ظهره بتيجي منه اهداف، واهداف باخطاء واضحه قوي في حته عدم التمركز، عدم التغطيه والميلان. عايز اقول لك ان هم برضك عندهم دوافع نفسيه بالنسبه للاداره، يمكن عملت مكافآت بالنسبه لهم في الفتره الاخيره عشان تشجع، وفلوس متاخره طلعتها الاداره برضك، ده اعداد نفسي ليه قبل لقاء المباراه. يمكن بعض التصريحات قالوا ان احنا يعني تاريخنا في افريقيا يمكن اول سنه نشارك، وده كان شرف لينا ان احنا نقابل النادي الاهلي طبعا، وكان الكلام ده كله برضك اسلام يعني بلغه الكره بيخوفنا، يعني بينيمونا وده اللي حصل. النهارده وصلوا يمكن لثمان نقاط، فانا شايف ان ده حاجه بتحسب لهم، عندهم مدرب واعد عنده خبرات بشكل كبير جدا، يعرف النادي الاهلي كويس، وارى النادي الاهلي في معظم المباريات السابقه اذا كانت محليا او افريقيا. لكن في الاول والاخر اسلام،
انت عندك الشخصيه البطل، عندك 8 بطولات افريقيه، انت صاحب الانجازات الافريقيه، نادي قرن، انديه العالم مرتين، الخبرات اللي موجوده عندك في لعبتك، زي ما اتكلمنا على التشكيله، اكيد مستر لاسارتي تشكيله ثابته، يمكن عنصر او عنصرين ممكن يخشوا اللي يضافوا بشكل كبير، منهم احمد فتحي، نتمنى احمد فتحي يبقى موجود في المباراه ديت، واحنا بنأكد على احمد فتحي، واحنا عارفين احمد فتحي قوته الدفاعيه او خبرته اللي موجوده في نص الملعب كلاعب جوكر بتاثر ازاي على تيم النادي الاهلي. واحنا محتاجين يا اسلام زي ما قلنا قائد في خلال هذه الفتره، لان بردك عاشور بقى له فتره مصاب مش موجود، بتحس كده ان احنا بنفقد قائد يقدر يدير المنظومه من ناحيه الدفاعيه ومن ناحيه الهجوميه او من ناحيه الروح القتاليه العاليه. جمهورنا كمان، جمهور النادي الاهلي اللي هيزحف الى استاد برج العرب والعدد المسموح له حوالي يمكن 10,000، احنا عارفين جمهور النادي الاهلي واخلاصه ومساندته القويه لفرقته، وخصوصا ان حان الوقت ان جمهور النادي الاهلي يقف خلف لاعبته، لان المباراه دي مباراه مصيريه بالنسبه لنا، لا تقبل قسمة على اثنين، محتاجين الثلاث نقاط، محتاجين الفوز بشكل كبير جدا باذن الله. كابتن حشيش بقى، كيفيه استغلال نقاط الضعف، يعني نقاط الضعف، قول لنا الاول نقاط الضعف ايه؟ انا في رايي نقاط الضعف نفسيه مع فرقه شبيبه الثوره. الفرقه جايه عارفه بتلعب مين؟ النادي الاهلي، وعارفه ان النادي الاهلي ملوش الا فرصه واحده، مظبوط، انه يكسب. هم عندهم فرصتين وجايين متصدرين، مهما الجهاز قاعد يحفظ في اللعيبه ويقول لهم انسوا خالص ان انتوا لكم التعادل والعبوا على المكسب وكذا، هو اللعيب واحنا كنا لعيبه وعارفين انت، وانت جواك يا اسلام وعارف انك ليك فرصتين، بتحمل على الفرصه الثانيه، ليك فرصتين، وخصوصا انت عارف لما ايه، لما تحس ان الفرقه اللي قدامك لها انياب قويه فبتميل غصب عنك انك تحافظ مهما كان، فما بالك بقى بلاعب النادي الاهلي هنا في مصر، وعارف الجمهور الكبير بتاع النادي الاهلي، وعارف تاريخ النادي الاهلي، وعارف اسماء لعيبه النادي الاهلي، فهو له حتتين، انت مالكش غير المكسب. في حاجه كمان مهمه جدا، انت لما تنزل وتستغل الضغط العصبي اللي عليهم ان هم بيلعبوا في القاهره وفي وسط الجمهور الكبير ده، مفيش حاجه اسمها ان انا اامن بقى واستناه يحضر وكلام من ده، انا مش عايزه يحضر خالص، ده انا لازم اضغط عليه من البدايه واستغل الحماس بتاعي والدافع بتاعي والجمهور والارض وحاجات كتير، لازم من البدايه هو يحس انه خايف، انما اي فرقه في الدنيا اديت لها فرصه انها تستحوذ وتلعب بتاخد الثقه، حتى لو لعيبه نص نص بتاخد الثقه. خلي بالك كمان النقل والاستحواذ بتاعهم ده على الترتان غير النجيله العاديه. الترتان صعب قوي انك تلعب عليه ضاغط. ليه؟ لان الكوره بتروح سريعه وفي الرجل، وممكن انت عارف الطريق السهل، يعني الفنتات اللي انت ممكن تاخدها لو اندفعت في الضغط ممكن يبقى فيه مساحات، انما النجيل الطبيعي حاجه تانية، تقدر تضغط وتضغط بكل قوتك، وخصوصا ان انت بتلعب بطريقه عندك 2 ديفندرات على ارضك، يعني مش قلقان من حاجات المرتده، ولازم يبقى فيه توازن كمان في الهجوم، ناحيه بتهاجم وناحيه تانية لو اتكلم على الطرفين، اذا كان محمد هاني او احمد فتحي او ايا كان اللي هيلعب سواء طرف يمين او الشمال، هيبقى فيه توازن، بس لازم تحسسه من البدايه انك ضاغط عليك بلغه الكوره، كاتم على نفسه من البدايه عشان تقدر، وبعدين وانس ان انت جبت جون المعطيات اتغيرت، الراجل اللي جاي عشان يحافظ ده خلاص فكره اتقلب، اتحول يا كابتن عادل بقى زيك، بقى لازم ما عندوش الا فرصه واحده ان هو يجيب في جون يتعادل او يكسب، فهتفتح لك المساحات مش هيفضل، لان لو الوقت عدى شوط اولاني وجزء من الشوط الثاني خلاص الدنيا بتختلف. تمام، قبل بس ما اطلع نشوف تقرير عن كيف يحشد النادي الاهلي اسلحته لهذه المباراه، كان من الحقيقه من المفترض ان يكون معنا كابتن عماد النحاس بكره ان شاء الله في الاستوديو في مباراه او ما قبل مباراه النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره، ولكن الحقيقه برضو حابين ان احنا نعزي ونواسي كابتن عماد النحاس في وفاه عمته، يعني طبعا البقاء والدوام لله، فطبعا كابتن عماد مش هيكون معنا بكره في ملعب الاهلي، البقاء والدوام لله في وفاه عمه الكابتن عماد النحاس، يعني طبعا اللهم ألهم أهله وجميعا الصبر والسلوان. هنطلع نشوف تقرير عن أهم أسلحة النادي الأهلي وكيف يحشد النادي الأهلي أسلحته لهذه المباراة الصعبة.
حشد المارد الأحمر كل أسلحته المتاحة من أجل المواجهة المرتقبة أمام شبيبة ثورة الجزائري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا والمقرر لها في 6 من مساء السبت باستاد برج العرب، التي يحتاج فيها المارد الأحمر للفوز وحصد نقاط 3 حتى يضمن صعوده كأول مجموعته، تاركا شبيبة ثورة وفيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني يتصارعون على المركز الثاني. المارد الأحمر أنهى استعداداته الأخيرة تحت قيادة الأوروغواياني مارتين لاسارتي بقائمة تضم 22 لاعبا هم محمد الشناوي، علي لطفي، حسام عاشور، أحمد فتحي، علي معلول، سعد سمير، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، عمرو السولية، كريم ندفد، ناصر ماهر، محمد هاني، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجاي، وليد أزارو، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد حمودي، بالإضافة إلى الحارس الصاعد مصطفى شوبير الغير مقيد إفريقيا، لكن تم ضمه ليتعود على أجواء المعسكرات وليكتسب خبرات في مثل هذه المواقف. الجميع داخل معسكر الأهلي وخارجه من عشاق القلعة الحمراء لا حديث لهم سوى كيفية استعادة اللقب الإفريقي الغائب عن دولاب بطولات المارد الأحمر منذ 2013، لذا فإن هناك حالة من التركيز الكبير تسيطر على الجميع في الاستعداد للقاء شبيبة ثورة الذي سيكون نقطة انطلاقة للأهلي نحو منصة التتويج لاستعادة الأميرة الإفريقية التي لم يحالف الأحمر في خطفها التوفيق في آخر نسختين بسبب سوء التوفيق، بالرغم من أنه كان الأقرب لحصد اللقب. الجميع يعول كثيرا على النسخة الحالية لتكون كلمة نهاية في غياب الأميرة الإفريقية عن الأهلي. مارتين لاسارتي حرص على تدريب لاعب الأهلي على كافة المواقف التي من الممكن أن يتعرض لها الفريق في موقعة برج العرب، وأيضا على كيفية استغلال الفرص التي تتاح للاعبين من أجل إحراز هدف مبكر يريح لاعب الفريق، وأيضا التدريب على الكرات العرضية سواء لاستغلالها في النواحي الهجومية أو إنقاذ مرمى الأهلي منها في الجوانب الدفاعية. أصبح جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة جاهزون لنيل شرف تمثيل الأحمر في هذه المباراة المرتقبة، ورغم أن مواجهة شبيبة ثورة لن تكون مفروشة بالورود كما يظن البعض، إلا أن هناك ثقة كبيرة لدى لاعب الأهلي في تخطي عقبة الفريق الجزائري وحسم التأهل، لا سيما وأن لديهم السلاح الأقوى الذي طالما كان العامل الرئيسي في انتصاراتهم، ألا وهي جماهير الأهلي التي لن تتأخر عن مساندة فريقها كعادتها دائما. سلام بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن عادل، شبيبه الثوره في مباراته الاخيره امام سيمبا التنزاني من المباريات الجيده اللي عملها، لعب عبد الرؤوف ناتيشي ده حارس مرمى، والدفاع محمد وليد نبوتي وناصر الدين خالد وابراهيم الخيلي ومحمد الامين بركه، تقريبا ده التشكيل اللي بيلعب بيه دايما. ووسط الملعب عادل بوشيبا ومسلم رباح وسيد علي شريف ومحمد حامي وابراهيم فرحي، وفي الامام زيلي حماري. طيب التشكيل ده تقريبا واحد او اتنين بس مختلف عن السابق، تفتكر ان هو هيلعب بكره بنفس هذا التشكيل من ناحيه شبيبه الثوره ولا لا؟ الحقيقه انا اتفرجت على الماتش مع سيمبا، الحقيقه فريق سيمبا كان في فترات كتيره بشكل خطوره واضاع اهداف مظبوط، ويمكن كان برضو في سنه عدم توفيق من الحكم، يعني كان برضو ليهم حاجات كده كان ممكن تتحسب ما اتحسبتش، لكن ما فيش شك انه فريق، انا من وجهة نظري انه فريق صاعد بروح لكن بامكانيات فنية وبدنية قليلة، لانه هو بيحتل المركز السابع في الدوري الجزائري، اول مرة يشترك في بطولة افريقيا، خبرات دولية تقريبا معدومة مش موجودة، وبالتالي
لما بيقابل تيم بحجم النادي الاهلي ففي نوع من الحذر، في نوع من الخوف، ومطالب مع الحذر والخوف انه يلعب مفتوح علشان يكسب. فهل المدرب هيعمل تامين ويلعب مرتده؟ ما ينفعش مع النادي الاهلي. فهو عنده نقطتين، نقطه نفسيه خطيره جدا انه بيقابل بطل افريقيا 9 مرات، خبرات في ارض مختلفه، 8 مطالب مطالب ان شاء الله يبقى ان شاء الله جاي يا موسى، يبقى 9 جت يا موسى ان شاء الله، موسى جيت تورتايه بقى ونحتفل باذن الله ان شاء الله. فهي هي 9 طلعت 9 يبقى باذن الله ان شاء الله. ف مطالب ان هو يا اما يلعب على المرتده، وده ان شاء الله مش هينفع معاه. مطالب كمان ان هو يضغط عليك، وده مش هينفع في ملعب كبير وملعب نجيله مختلفه. اداؤه في الباصه واللمسه، وزي ما قال الكابتن حشيش ان اللعب على على الترتان بيبقى مختلف تماما في عمليه الباصه، في عمليه تثبيت الكوره، في عمليه التغطيه، في عمليه الضغط. كل الامور دي طبعا بتختلف. الحاجه الثانيه هو عنده في وسط الملعب في يمكن لاعب او اثنين كويسين، الاطراف بيعانوا، السردباكين مش اقوياء، الكرات العرضيه بتشكل خطوره، وشفنا احنا كريم في الماتش الاولاني وهو بيجيب جول طالع، وكريم مش هيدرز كبير يعني، مش هيدرز كبير ولا مثلا طول ولا طلع وحطها بدماغه بدون اي رقابه. وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله فرصتنا، مش عايز اقول باذن الله، باذن الله تعالى فرقتنا بكره هتفرح جماهير مصر كلها وجمهور النادي الاهلي، لان الفريق الجزائري انا لو مكانه هبقى في حيره. انا كمدير فني وانا بلعب النادي الاهلي انا مش عارف العبه ازاي. بس خلي بالك هو لو تعادل يصل يبقى 8 بونت، انت يبقى 9 9 يبقى 8. طب والفرقه الثانيه يكسب، لو كسبوا الفرقه الثانيه يصعد التعادل. التعادل يصعد ولكن هينتظر ان نتائج الاخرين الترتيب، الترتيب ان فيتا يكسب. فيتا 7 بونت زينا بالظبط، كسب بقى 10، كسب بقى 10، هو تعادل 9 يبقى 10 و9 اول وثاني، يطلعوا اول وثاني، وبالتالي هو عنده يبقى التعادل ينفعه بس مع الانتظار المباراه الثانيه بالظبط. تمام، يعني حتى لو سيمبا كسب هيبصوا بقى للمواجهات المباشره بالظبط، لو لا قدر الله يعني تعادل فهو عنده سيمبا، لو سيمبا كسب هيبقى 9 هيبقى 9 ولو فيتا كلاب لو كسب هيبقى 10 هو هيبقى 9 ايوه، بقول لك اول وثاني، لا هيبقى اول وثاني يعني على اقصد ان هو ممكن يلعب على التعادل. انا اسف دي ما حسبتهاش صح. يبقى اذا يبقى هو بيلعب على الدرون، عنده فرصتين المكسب او التعادل. ودي هتحير المدرب لانه ظروف الملعب، ظروف انه بيقابل بطل افريقيا، بيقابل جمهور، بيقابل ملعب مختلف، بيقابل تيم راجع من جرح عايز يداوي هذا الجرح. كل الامور ديت اعتقد وعنده الدافع القوي جدا ان انا بطل افريقيا، لازم المباراه دي حياه او موت بالنسبه لي. انا الدوافع بالنسبه لي انا لو طلعت بنتيجه يعني اتغلبت 1 أو 2 هبقى طالع كويس قوي ان انا بلعب بطل افريقيا وطلعت بنتيجه ما فيهاش اهداف كثيره. وبالتالي يعني المدير الفني برضه هيبقى فيه حيره لانه المرتده السريعه بتاعته ما يقدرش يعملها، ما عندوش السرعات اللي هي توديه للحته دي. هو بيستغل ملعبه الترتان مع اللمسه واللعبه مع التجميع زي ما قال الكابتن ماهر، عمليه التحضير من نص الملعب. التحضير ده ما اعتقدش انه هيعمله في برج العرب، الملعب مختلف وسعه الملعب، الضغط اللي صارتي والفرقه ان شاء الله هتعمله ما اعتقدش انه هو هيسمح له انه يبدا الهجمه من تحت. تمام، كابتن ماهر هيلعب ازاي شايف الثوره من وجهه نظرك؟ كابتن عادل يعني قال ان هو مش هيجازف وهيقف كذا، حضرتك من وجهه نظرك كيف سيلعب شايف الثوره هذه المباراه؟ وهو المدير الفني بتاعهم عنده خبرات، وقال ان النادي الاهلي لما بيتساب له مساحه بيمثل خطوره بشكل كبير جدا، وقال يعني ان كسب الترجي قبل كده بعدد من الاهداف، النجم الساحلي بعدد من الاهداف، الفرق الكبيره اللي عندها باع كبير جدا وخبرات لما فتحت خطوطها مع النادي الاهلي خسرت بسكور كبير جدا من اسلام هنا في برج العرب. هو بالنسبه له عنده خبرات وعارف النادي الاهلي عنده قوه ضاربه بشكل كبير جدا ومفاتيح لعب في الجزء الامامي، وعنده حلول فرديه وعنده جمل تكتيكيه، ويقدر يخترق دفاعات شبيبه الثوره بشكل كبير جدا. فهو بالنسبه له يهمه جدا انه يقسم الجيم 90 دقيقه
معظم أدائه في خلال 90 دقيقة هيبقى دفاعي بنسبة 75%. ما يقدرش يغامر إسلام بأكتر من كده، لأنه هو عارف أن النادي الأهلي يهمه أن يكسب المباراة. النادي الأهلي ما عندوش غير مكسب 3 نقاط، فهو بالنسبة له هيلعب نص ملعب، هيرجع كل لعبته في نص ملعبه في 35 ياردة في حالة فقدان الكرة، وهيبدأ يراقب مفاتيح لعب النادي الأهلي وحاول يقفل على مفاتيح لعب النادي الأهلي، إما من على الأطراف أو من العمق، ويقلل معظم الكرات الثابته او الفاولات اللي ممكن يقدر يعملها اللي تمثل خطوره عليه بشكل كبير. ايوه، وهيحاول ان هو ان ما يجيش فيه، يعني طول ما هو ما بيجيش فيه، طول ما بيكسب ثقه، اداؤه بيزيد، اللعيبه بتبدا تبقى قريبه من بعض، الثقه دي بتنعكس عليها حتى لما بيبدا ينقل، لما بيستحوذ يستخلص بيبدا ينقل، بيعتمد على اكيد بيعلمهم جمله كونتر اتاك، فاول جانبي، كوره ثابته اللي يقدر يباخد بيها النادي الاهلي، لكن ما افتكرش يقدر يباخد النادي الاهلي من خلال 90 دقيقه اسلام. معظمها هيبقى تنظيم دفاعي بنسبه 75%، وهيدي مرونه وبراح في الجانب الهجومي بنسبه 25% على اساس انه يقدر يجيب جول في النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي لو من خلال بدايه المباراه قدر يضغط على دفاعات شبيبه الثوره وسجل هدف، هيبقى فرصة لينا كابتن عادل كابتن حشيش ان احنا نقدر نفتح الجيم، يعني جول يدينا ثقة، في نفس الوقت هو هيبدأ يغامر ويبدأ يبادل النادي الاهلي في هجماته، يبدأ يسيب لنا مساحات في نص ملعبه، مساحات خلف ظهره نقدر نستغلها بشكل جيد. طبعا امام حضراتكم ده تدريب النادي الاهلي من النهاردة من برج العرب، واهم الاستعدادات واهم كواليس هذا التدريب. كابتن محمد، انا بس عايز اركز اكتر على شبيبة الثورة. شبيبة الثورة أنا بالنسبة لي فريق جيد، ولكنه زي ما هو واضح من أرقامه ومن طريقته ومن لعب 22 مباراة، فاز في 8، تعادل في 7، خسر في 7 مباريات أخرى، سجل زي ما الكابتن ماهر قال 18 واهتزت شباكه 12 مرة، ده بالنسبة للدوري الجزائري، يحتل المركز السابع برصيد 31. عايز أريحك، أرقامه يعني. أرقامه مش جامدة، أرقامه عادية جدا. دي ثقة كابتن ولا ايه؟ لا، هي فعلا الارقام بتقول كده، لما واحد في الدوري ترتيبه، الدوري المحلي بتاعه ترتيبه كده، واتعادل وخسر 7 و7، يعني مش ارقام اللي هي الكويسة ان هي تخوف النادي الاهلي. ايوه، يعني انا عايز اقول لك ان زي ما في بعض الناس قلقانة، هو جاي بيترعش طبعا، يعني هو طبعا جاي خايف. احنا القلق يدينا الثقه حشيش. طبعا اللي احنا يعطينا الثقه، يعني خلي بالك يا كابتن ماهر، انت في حاجه مهمه جدا، احنا مرينا بالظروف دي مئات المرات. صح. هو ما مرش بالكلام ده خالص، هو بالنسبه له دي حاجات جديده، خبرات لسه بيكتسبها، فانت لازم تستغل الحته دي. وهو في نفس الوقت هو هيجي يلعب بسيناريوهات مختلفه على حسب وضعه والنتيجه والوقت. هيبتدي طبعا، لازم اول ما هيبتدي لازم هيمتص حماس لعيبه النادي الاهلي، معروفه 100% ان النادي الاهلي هينزل ضاغط عشان يحرز اول هدف، اللي هو بمثابه ان هو اللعيبه تاخد نفس وبتبتدي تلعب لعبها وتزود اهداف، فهو لازم هيمتص الكلام ده، لانه زي ما قلنا برضو ان هو عنده الفرصه الثانيه، التعادل يخليه يصعد، فهو مش مستعجل، بيلعب براحته. هو اعتقد خطورته مش ان هي ممكن يجي جون عادي في النادي الاهلي، لا، الكور الثابته برضه مهمة جدا جدا، ودي لازم يعني نقف عندها، ولازم لعيبة النادي الأهلي يعني تقلل جدا من الفاولات اللي بره ال 18. معلش كابتن هقطعك، ده تدريب فريق شبيبة الثورة اليوم في استاد برج العرب. زي ما قلت لحضراتكم عندنا حاجات كتيرة جدا بنعرضها لحضراتكم النهاردة، تدريب فريق شبيبة الثورة الجزائري من برج العرب. أنا آسف يا كابتن فضل. لا، زي ما بقول لك يا إسلام، هم عندهم الكرات الثابتة بيتميزوا بيها، سواء اللي بره ال 18 أو على الأجناب. شمال افريقيا كله لازم نبقى عارفين متفوقين علينا في الكور العاليه والكرات العرضيه. ما تعرفش بقى بياخدوا حقن من هو صغيرين موضوع الكرات العرضيه دي، اللي هي سواء في كمدافعين او كمهاجمين. هم عندهم الحته اللي هي التايمنج والجنبات العاليه، ويقدر ازاي يركب الكوره وبيجيبوا اهداف كتيره منها. مرنوا عليها كتير. احنا برضو لازال يعني قفت الدوري المصري يا كابتن عادل، لو شفنا في جميع المباريات هي الكور العرضيه. كل اللعيبه باصه في اتجاه واحد ومش واخدين بالهم من اللي جاي، او ممكن واحد يسبقك ويحط كور. فهي المهم اللي يعني اللي هيلعب بكره حارس مرمى عليه عامل كبير قوي قوي في
وقفه اللعيبه قدامه المدافعين يخلوهم بره، وفي نفس الوقت الفاولات يعني بقدر الامكان نمنع الفاولات اللي هي، لان لا قدر الله لو في جون جه بيصعب برده المسؤوليه عليك وبيحملك ضغط عصبي اكتر، ان انت عايز تتعادل وعايز تكسب. فانت تامن نفسك كويس، وزي ما بقول لك مفتاح المكسب بكره هو الهدف الاولاني اللي هو انت عايز تغير حساباتهم قبل ما هم يغيروا حساباتك. يعني انت لازم انت المبادره تبقى مع عندك في احراز الهدف، لان الهدف ده خلاص هيغير تفكيره والاستراتيجيه بتاعته، ان هو بقى عايز يهاجم عشان على الاقل يتعادل، غير ما هو كده خلاص كل ما الوقت بيعدي ومفيش اهداف جت فيه لغايه اخر لحظه هو كده صعب. الدنيا كويسه بالظبط كده. تمام. واحنا بنتابع كده برضو عايز برضو اقرا لحضراتكم بعض التعليقات اللي حضراتكم بعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك. شاركونا توقعاتكم لنتيجه مباراه النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره الجزائري باذن الله 2-1. النتيجي مصطفى وان شاء الله سامي احمد درويش بيقول ان شاء الله 3 اهداف لاجاييه وازارو وماهر. فرح بتقول انا زملكاوي بس الفوز للنادي الاهلي، انا بشكرك جدا يا فرج، انا اسف مش فرح، فرج بشكرك جدا يا فرج. ممكن لو سمحتوا ده ريري سمير بتقول نتجاهل اي اشاعات او هجوم يخرج من اعلام المنافسين، وده يبقى توجه للقناه في العموم، تجاهلهم يقلل منهم ويقلل مما يقولون. تمام، وجهه نظر برضو تحترم. السعيد عمر بيقول اتمنى من الله سبحانه وتعالى الستر وفوز النادي الاهلي 2 مقابل لا شيء، كل الناس بتقول يا رب. ابو عطيه بيقول فوز النادي الاهلي 3-1 باذن الله. ابراهيم عطيه المرشدي كفر الزيات تمام، ازيك يا كابتن اسلام، انا هيثم من الوراق واتوقع ان شاء الله 2-0 للنادي الاهلي، حسين الشحات ومروان محسن يا رب، نتمنى كل التوفيق. محمود زيزو بيقول الاهلي 3-0 ندفيد واجايه ومروان محسن. كابتن اسلام سالفول ان شاء الله نفوز 5-0 وهنشوف مباراه جميله ويا رب النصر من عندك. احمد العمري متفائل، احمد العمري جدا بس حلو جدا التفاؤل ده. عاصم السعيدي الصعيدي بيقول هنفوز 2-0 النصر ماهر ومروان محسن ان شاء الله. ويحيى تمساح بيقول ان شاء الله 3-0 رمضان والشحات وندفيد. اتمنى دي احداث في مباراه الغد على ضحايا نيوزيلندا. محمد صلاح طبعا معرفش اتحاد الافريقي عملها ولا لا. سامي الليسي بيقول ماتش بكره ان شاء الله هيبقى اسهل ماتش للاهلي، مفيش مباريات سهله، كل المباريات صعبه مهما كان مستوى الفريق اللي قدامك. كره ممكن تخش ممكن ما تخش، زي ما كابتن عادل بيقول ان دايما كان في المباراه السابقه ممكن تجيب 3 4 اجوان الكره مش عايز تخش خلاص واضحه. ان شاء الله الاهلي يكسب المباراه. وليد ازارو وجاي 2-0. ده الصافي ابو عرب ان شاء الله الاهلي 3-1 للاهلي وسعود متصدر المجموعه. ده اسلام حسن تريزيجيه سلام بيقول مرحبا يا كابتن اسلام، اتوقع ان شاء الله ان الاهلي يكسب 2-0 رمضان وحسين الشحات. روتي حبيبتي بيقول 2-0 للاهلي اجايه والشحات، 3-0 للاهلي ده ابو جنات. هنكمل مع حضراتكم بقيه التعليقات وابعتوا لنا اكتر على صفحتنا على الفيسبوك. شاركونا توقعاتكم لمباراه غدا، من سيفوز النادي الاهلي ام شبيبه الثوره الجزائري؟ طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. هنطلع نشوف المؤتمر الصحفي للاسارتي قال ايه في المؤتمر الصحفي للاسارتي ولكريم الزاوي، ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه. Está claro que es bueno, el último partido del grupo. Nos hubiera gustado llegar quizás con algún otro punto más. كان هيبقى أحسن لنا طبعا، وكنا راغبين إن احنا نكون بنقطة زيادة في الماتش ده. Pero bueno, tenemos la posibilidad, dependemos de nosotros mismos, dependemos de nuestro juego. لكن نعتمد على لعبتنا وعلى فريقنا. Y si conseguimos ganar, lógicamente habremos conseguido el objetivo de pasar a la siguiente fase. وإذا كسبنا إن شاء الله بأمر الله هنتأهل في الماتش اللي جاي إن شاء الله. No va a ser un partido fácil. مش هيكون ماتش سهل. El rival también tiene sus posibilidades. المنافس ليه برضه إمكانياته. Pero bueno, confiamos en nuestro grupo, confiamos mucho en el plantel, en el equipo. احنا نثق في فريقنا وفي لعبتنا. Y en hacer el partido que deseamos para conseguir el resultado que deseamos. وان احنا هنعمل الماتش الذي نتمناه عشان للتأهل ان شاء الله. كابتن عاشور. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا برحب بيكم. عندنا ماتش بكره صعب جدا. واتكلمنا مع اللعيبه وعارفين الماتش صعب،
ماتش عنق زجاجه ده ان شاء الله نكسب بكره، ونحاول ان احنا نجتهد ونطلع كل اللي عندنا عشان نوصل للدور اللي بعد كده. وان شاء الله الناس كلها مركزه، الناس كلها على قلب راجل واحد اللي هي تاخد التاهل من هنا. احنا عارفين بنلعب فرقه كبيره شباب الثوره، عارفين هيجوا هنا يبقوا عندهم طموح اللي هم يصعدوا على حساب النادي الاهلي. فكل الكلام ده قلنا للعيبه اللي هتلعب، مستر لاسارتي طبعا اتكلم مع الناس كلها. الماتش ده صعب، الماتش مهم، ان شاء الله يبقى التاهل من هنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على الجواب على السؤال بتاعك، الفريق شبيبة الثورة عندما كان يوم القرعة، كل الفرق اللي كانت مع الفريق اللي تاع الثورة كل استصغروا الفريق شبيبة الثورة. الحمد لله احنا بالعمل والجدية والتطبيق خاصة داخل الميدان، الفريق بعد الهزيمة في سيمبا استرجع قواه، تعادل مع الأهلي كنا قادرين نفوز المباراة في الجزائر، وبعد مشينا في تاكلوب درنا مباراة في المستوى، حتى ولو كان عندنا 5 لاعبين غائبين أعطينا فرصة للاعبين أخرين أعطوا كل ما بوسعهم ورجعنا بالنتيجة، كنا قادرين نفوزوا في تاكلوب، وبعدها فزنا في مباراتين متتاليتين أي ضد فيتا كلوب وسيمبا، الفريق اكتسب خبرة، وكان المرة الأولى الفريق الأول اللي كان راح يخرج في منطق الفريق الأخرى يخرج مبكر، ولكن حدث العكس، لاعبين قلبوا الموازين أصبحنا نتربع على عرش المجموعة، والمجموعة صعبة جدا، حتى ولو نحن في المشاركة تاعنا الأولى اكتسبنا خبرة اكتسبنا الثقة بين اللاعبين وبين الطاقم الفني والطاقم الإداري، وانتصرنا في عدة مباريات الحمد لله. اليوم النتائج راهي هنا، احنا كطاقم فني ولا كلاعبين ما نبخلوش على الفريق، دائما محترفين خارج الميدان وداخل الميدان، لهذا الشيء أعطانا قوة والحمد لله. قاتلنا مباراة أخيرة وهي على حسب راينا نهائي بين شبيبة الثورة وفريق الاهلي، كنا نتمنى لو نمشوا مع بعض الاخوه العرب كنا نمشيو، ولكن هذه الكره غدوه ان شاء الله احنا نتمنى يتعادلوا في تاكلوب وسيمبا ويمشي الفريقين، ولكن اذا ما تعادلوش لازم فينا واحد يمشي، وان شاء الله احنا نكونوا الاولين اللي نمشيو للدور الربع النهائي. طيب ده كلام محترم الحقيقه، سواء من لاسارتي او من كريم الزاويه المدير الفني لنادي شبيبه الثوره الجزائري، ويعني بيتكلم عن اهميه المباراه وان احنا كلنا بلاد عربيه. بالفعل هي لن تؤثر نتيجه المباراه على اي حاجه تحصل ما بين مصر والجزائر، مصر والجزائر ستظل دائما العلاقه مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور علاقه اخويه عربيه الحقيقه. طيب قبل بس بقى ما نتكلم شويه عن النادي الاهلي، 22 لاعبا في قائمه النادي الاهلي للقاء الشبيبه، الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحسام عاشور واحمد فتحي وعلي معلول وسعد سمير وايمن اشرف ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمود وحيد عمرو السليه كريم ندفد ناصر ماهر محمد هاني رمضان صبحي وحسين الشحات وجونيور اجاييه ووليد ازارو ومروان محسن وصلاح محسن واحمد حمودي. قوه ضربه كابتن عادل للنادي الاهلي في اختيارات مارت لاسارتي ال 22 لاعب. هستأذنك في ثانيه او في دقيقه. الفريق ده اخذ 7 نقاط في ملعبه من 8. مظبوط. كسب ماتشين وتعادل الماتش مع النادي الاهلي، واخد 7 نقاط من 8 في ملعبه. بره ملعبه اتعادل ماتش واتغلب ماتشين. بيعاني في اللعب الملاعب العاديه، وحتى في الترتان الكبير برضه بيعاني. اتغلب ماتش وتعادل ماتش مش ماتشين. اتغلب ماتش وتعادل ماتش. تعادل ماتش. اسف لانه تعادل يعني انت كده النهارده حلو جدا على فكره. لا لا. النهارده لا. خلي بالك اتغلب ماتشين اهو. ايوه كويس. الله يعني. فال كويس. هو يعني فال كويس النهارده. هو 9 وهي الثامنه. النهارده ربنا يجعل اللسان. فانت كويس. كويس. فبكره انا ثقتي في ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله لا حدود له، وانا بعتذر ان انا
لما بقول ان هم 8 واحنا 7 وفيتا 7 وسيمبا 6 انا كنت حاسبها غلط فبعتذر للجمهور يعني. لا 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 مفيش مشكله. فدي حاجه. النقطه الثانيه ودي برضو حته مهمه قوي، هو واخد كل اللعيبه تقريبا معاه، ويمكن الباقي يا اما مصاب يا اما نفسيا برضو يا كابتن. امال ايه؟ وبيجهزهم لماتشات الدوري بعد كده. فهو يعني الكل مصاب ما عدا يمكن محمد شريف بس عشان فنرجع للسؤال حضرتك انه عمليه التجهيز للمباراه ديت، اعتقد انه زي ما قال الكباتن كابتن ماهر كابتن حشيش، مهم جدا ان انا في البدايه عمليه الضغط المستمره، عمليه الضغط المستمره بتخلي اللعيبه بيحصل لها نوع من انواع عدم التركيز والانهيار. ضغط في الملعب؟ عمليه الضغط المكثف والهجمات والتسديد والاختراق من الاطراف واليمين ومن الشمال، اختراق من العمق، التسديد، التمريرات البينيه، الضغط من جميع النواحي، الكورنر، كل الكرات ديت وتعليمات لسارتي، اعتقد انها بنسبه 100% هتبقى ان انا الضغط من البدايه ان انا اجيب جول في البدايه، اول 10 دقائق او ربع ساعه بجيب جول. بيعقب الجول اجيب الجول الثاني علشان يحصل نوع من انواع الهبوط الكامل، يبقى هو عايز يجيب على الاقل جولين، على الاقل الضغط المستمر بحيث ان انا بزود عدد الاهداف لثلاثه واربعه، بحيث ان انا الجيم بالشوط الثاني يبقى انا عندي الحاجه اللي انا اخذتها، الجانب الاخر عمليات التبديل والتغيير، يبقى انا عندي الصلاحيات ان انا أأمن الماتش بتاعي، الجانب الهجومي والجانب الدفاعي، ودي حته مهمه جدا. الجانب الاخر مفيش شك ان عمليه التشكيل، مش عارف الشناوي كان بيقول لحد اخر لحظه هيستنوا لحد النهارده، فمش عارف هل الشناوي هيلعب ولا هو النهارده. حتى الكابتن محمد يوسف هو كان معانا قال ان لسه هو مع الدكتور وبكره هيبان كل حاجه، على بكره يعني. يبقى بديل بقى، لانه لا يمكن واخدين فرصه يوم تاني يعني يشوف. لا هو يعني هنشوف بكره كل حاجه هتبان. هيبقى لا ما اعتقدش برضو المدير الفني في حراسه المرمى لازم هيبقى نازل واحد سليم 100%. هو مش فارق معاه بصراحه كتير سواء الشناوي او فيبقى الشناوي قاعد كبديل ان شاء الله. خط الظهر ونص الملعب ما اعتقدش ان هو هيعمل فيه اي نوع من انواع التغيير، هو احتمال التغيير في المقدمه، ما اعرفش هل هيبدا باجاييه ومروان ورمضان صبحي ولا يبقى فيه ازارو، يبتدي بازارو. دي كلها حاجات راجعه للمدير الفني وهو اللي في التمرين في بيمرن اللعيبه وعارف مين اللي سليم بنسبه 100% ومين اللي واخد لياقه مباريات ومين اللي محتاج ان انا سيناريو المباراه ان انا عايز من البدايه عايز واحد بيجيد الالتحامات، بيجيد الكرات العاليه عشان يجيب هدف، عايز واحد بيجيد التحركات علشان يعمل ثغرات في خط الظهر. تمام. هل هيبدا باجاييه ولا رمضان واجاييه؟ هل هيبدا بحسين؟ كل الامور دي ما اعتقدش انها هتفرق مع النادي الاهلي، المهم ال 11 راجل اللي هينزلوا بكره باذن الله تعالى مصممين باذن الله تعالى انه تعليمات المدير الفني بتتنفذ بحذافيرها، الضغط من البدايه، وحتى في احيانا بيبقى المدير الفني بيبقى في عنده نوع من التحفظات شويه، احيانا اللعيبه مع الضغط الجماهيري مع الحماس اللي موجود بيبقى الضغط اللي هم بيبذلوه بيبقى مضاعف، وكل واحد بيعمل نوع من انكار الذات، انا بوصل وبرجع بوصل وبسجل بساعد زميلي انه يجيب الهدف، بحيث ان احنا كلنا في البدايه والنهايه نبقى واخدين ثلاث نقاط. تمام. كابتن ماهر كيف يفوز النادي الاهلي في هذه المباراه؟ يعني لو انت المدرب هتقول يعني ايه بشكل عام يعني؟ يعني الكباتن اجمعوا ان حته الضغط من بدايه المباراه دي مهمه جدا لاسلام، طبعا ورانا جمهور واعي ومثقف وعنده مسانده بشكل ايجابي وبيعرف ازاي يطلع اللعيبه من حالتها لما يحصل نوع من الهبوط، جمهورنا الاهلي بتشجيعه يعني بيعلي الريتم شويه واللعيبه بتبدا تنساق ورا الجمهور. عايز اقول لعيبه النادي الاهلي شخصيه لعيبه النادي الاهلي يا اسلام في المباراه اللي بالشكل ده اللي فيها بقى البونت والبونتين والمباراه محتاجه ثلاث نقاط عشان بتبان شخصيته مع النادي الاهلي، عندنا ثقه كبيره جدا في لعيبتنا بصراحه في المباراه اللي احنا محتاجينهم فيها بيبانوا معدنهم، بيبان شخصيتهم بشكل كبير. انا شايف ان ثقه لعيبه النادي الاهلي اي 11 بكره
هيختاروا مستر لاسارتي هيكونوا بالزبط. عند حسن ظن الناس كلها، حسن ظن الجهاز والمجلس الاداره واللاعبين. كل اللعيبه بتصارع على انها تشارك بكره من بدايه المباراه، وعندها حافز بشكل جيد انها هتساعد بعض من بدايه المباراه. انا شايف مستر لاسارتي التشكيله اللي هو يعني بدا يحصل نوع من الثبات من خلال المباريات اذا كانت المحليه او الافريقيه، انا شايف ان لو الشناوي مش هيبدا المباراه، انا شايف ان علي لطفي يبقى موجود بصفه اساسيه، محمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول، احمد فتحي اتمنى احمد فتحي يبقى مع السوليه اثنين في نص الملعب بين الخبره وبين المجهود المبذول، رمضان صبحي وناصر ماهر واجاي ومروان محسن. يعني اتمنى ان يبقى دي البدايه من بدايه المباراه. طبعا مستر لاسارتي هو اقرب واحد وقدرته باللعيبه خلال الفتره اللي فاتت، لكن احنا ده تخمين احنا بنقوله من خلال استود ملعب الاهلي. لكن عايز اقول ان احنا لازم ناخد بالنا، لان شمال افريقيا عندهم نوع من الالتحامات القويه، ودي ممكن تبقى في صالح لعيبه النادي الاهلي. عنده ثلاث لعيبه افارقه، اثنين من تنزانيا وواحد من غينيا، لكن مستواهم الفني اسلام واضح ان هو عادي. مش عادي جدا، لعيبه بالسوبر ما اصلا شكلهم ما بيلعبوش كمان اخر يعني اخر مباراه مع سيمبا مش شايف حد فيهم اساسا. يعني اصلا ما تنتظر اثنين من تنزانيا واحد من يعني برده مش على برده المستوى العالي، لكن لازم نديهم حقهم كمان يا اسلام ونحترمهم احترام جيد، لان زي ما قال مدربهم ان هم اكتسبوا خبرات من خلال المباراه الافريقيه السابقه، زودتهم في الشكل وادائهم الفني في المباراه الافريقيه مع الدوري الجزائري. فنتمنى ان احنا يبقى بنحترم الثوره الجزائري غدا، وزي ما قلنا يبقى هدف من الاول يدينا ثقه ويدي اللعيبه ثقه، ومن خلال الهدف ده نقدر ان شاء الله نسجل الهدف الثاني. انا شايف هيبقى الجيم بالنسبه لنا بعد كده هيبقى في منتهى السهوله باذن الله. طيب قبل بس ما اروح للكابتن حشيش، عايز نروح مع حضراتكم ونشوف تقريرا واحد من اهم اللاعبين في نادي شبيبة الثوره الجزائري، نشوف قال ايه عن المباراه الهامه غدا مع النادي الاهلي. هو مش غدا، هو الساعه 12 وربع دلوقتي، يعني النهارده ان شاء الله مباراه مهمه جدا النادي الاهلي. يحيى شريف راس حرب شبيبة الثوره، نشوف هيقول ايه ونرجع نكمل مع حضراتكم. نشكر الشعب المصري على الاستضافة وخاصة فريق الأهلي، استضفنا استضافة طيبة نحن في بلدنا الثاني، وإن شاء الله حتكون مقابلة في القمة، وحنسعد الجمهور المصري والجمهور الجزائري بالأداء إن شاء الله، وليكون مركز بيان في طيلة 90 دقيقة هو اللي يتأهل، وإن شاء الله حنا واعيين بالمسؤولية اللي تسنى فينا، وإن شاء الله نديروا ليد في ليد باش نتأهلوا إن شاء الله. المباراة الأولى كان جمهور أكثر من رائع، جمهور الشبيبة هناك وملعب كان مليء بالمدرجات أيضا، كمان يمكن نفس الأمر يكون مع فريق النادي الأهلي. بتشوف نقطة الجمهور، وأنت عارف يمكن جمهور النادي الأهلي ليه صولات وجولات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، هل الأمر ده هيبقى ليه تأثير عليكم ولا أنتم بتتعاملوا مع الأمر ده إزاي؟ نحن نتعامل مع الامر ما يخفيكش بالايمان، في الجزائر احنا نلعب بمدرجات ممتلئه عن اخرها، وحنا يصح لنا الشرف باش نلعبوا ضد فريق الجمهور فريق الاهلي في جمهور تعريف، وان شاء الله تكون مقابله وتكون بكل روح رياضيه بين الشقيقين الاهلي والمصري، وكما قلت لك اللي يكون مركز طيله 90 دقيقه هو اللي حيفوز بالمقابله ان شاء الله. ابرز التعليمات اللي من المدير الفني ليكوا ايه، وانت كمان كلاعب خبره بتتكلم ازاي مع لعيبه شبيبه الثوره، يعني قول لنا الكواليس يا كابتن. ما يخفالكش باللي احنا شرف لينا كبير باش نتقابلوا مع فريق القرن فريق الاهلي. ما كانش لينا الحظ وين في مقابله الاياب وين عملنا هدف لهدف كنا قادرين نفوزوا بالمقابله، هذا هو مكتوب الله، وان شاء الله احنا حنقابلوا فريق كبير غدا ان شاء الله، واللي اللاعبين كاع محفزين باش يديروا نتيجه ايجابيه ضد فريق الاهلي ان شاء الله. شكرا. كلام محترم الحقيقه من يحيى شريف. ولا حاجه ولا ترجم؟ لو تعرف ترجم. انا فهمت يعني معظم الكلام. لا طبعا يعني بيتكلم كويس قوي على النادي الاهلي، وكرر كذا مره شرف كبير ان انا من احنا بنقابل فريق كبير زي النادي الاهلي وجمهور كبير، وما تعرفش بقى الكلمتين دول بينايم بقى الناس ولا ايه. انما هو واضح انهم محترمين طبعا النادي الاهلي، وده مش بمزاجهم يعني. دي الحقيقه، ولكن دي الحقيقه طبعا. نقلق من من الحتت اللي هي بقى بيزودوا في التفخيم يعني.
انا عايز اقول لاسلام بالنسبه لمباراه بكره ان شاء الله، انا عن نفسي يعني ما فرقش معايا في النادي الاهلي مين اللي هيلعب. بالنسبه لي اللعيبه كلها واحد، كلهم زي بعض 22 اللي موجودين بالظبط. التشكيله الاساسيه مصطفى شوبير طلع، مصطفى شوبير يعني 21 لعيب. التشكيله الاساسيه دي حاجه خاصه تماما بالجهاز الفني ومستر لاسارتي، ان هو طبعا عارف حاله كل واحد، مش امكانيات كل واحد، الامكانيات دي عارفها خلاص، انما حاله كل واحد في الفتره دي او باذن الله النهارده وبكره. اهم حاجه بالنسبه لي انا ان يكون كل واحد في اعلى فورمه، لان طبعا موضوع التحفيز والروح القتاليه والضغط والكلام ده كله والبطوله والهدف كل ده طبعا اتقال وتكرر واتقال كتير جدا وهم حافظينه، اللعبه كلها حافظاه. اهم حاجه بالنسبه لي انا ان يكون كل اللي هيلعب سواء ال 11 او الناس اللي على الدكه اللي هتنزل يكونوا في اعلى فورمه، زائد كمان ان شاء الله باذن الله يكون عنصر التوفيق موجود مع النادي الاهلي. وعايز اقول للجهاز الفني واللعيبه والجمهور كلمه واحده، ان الماتش ده ممكن يخلص في اخر دقيقه، يعني لاخر دقيقه انت لو احرزت هدف تصعد. فالاربعه مش مطلوبه، نبقى متحمسين وعندنا الهدف. في فرق بين التسرع والسرعه، دي فرق كبير جدا في الماتشات اللي زي دي اللي هي محتاجه حسم ومباريات فاصله لغايه اخر ثانيه، لازم مؤازره الجمهور دي. وانا عارف الجمهور النادي الاهلي واعي وبقى حاجه ثانيه خالص، انه بيآزر لغايه اخر دقيقه. والنادي الاهلي طبعا يعني طول عمره بتاع الدقائق الاخرانيه نتمنى انها طبعا تخلص من بدايه المباراه، انما ما يمنعش لو خلصت برضه في الاخر وصعدنا في الحالتين الهدف الاساسي ان شاء الله هو الصعود في هذه المباراه. عموما كان تحليل فني رائع من حضراتكم النهارده، كابتن عادل، كابتن ماهر، كابتن حشيش. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. شكرا يا كابتن عادل، شكرا يا كابتن ماهر، شكرا يا كابتن حشيش، شكرا جزيلا لحضراتكم. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد بقى هنتكلم عن الصحف والمواقع المصريه ماذا قالت عن مباراة غدا إن شاء الله. هذه المباراة الهامة جدا، مباراة النادي الأهلي ضد نادي شبيبة الثورة الجزائري. بعد الفاصل كريم سعيد. رسالتي لكل لاعب واقف للنادي الاهلي ولابس التيشيرت الاحمر وعلى ظهره رقم وعلى الشمال اللوجو الاهلي، احب اقول لك انت راجل وارجل واحد ممكن تلعب في الاستاد، ولازم تموت على الكره وتلعب برجوله، لان دي افريقيا وافريقيا للكبار، وانت اهلي الاسطوره. وطبعا كل دي هتبقى السنه الثالثه على التوالي ان شاء الله نوصل للنهائي، والمره دي ان شاء الله هناخدها بروحنا وبعزيمتنا وبارادتنا، والفوز ان شاء الله على ارضنا وفي برج العرب وفي وسط جمهورنا. هنقف وراك يا اهلي وهنشجعك بكل نقطه دم فينا وفي كل نفس فينا وفي نفسنا، هنشجعك وهنهتف بيك يا اهلي وان شاء الله هتفوز. يعني الاجتهاد في الملعب، احنا محتاجين الماتش ده قوي، هيعلي معنوياتنا قوي، هيخلينا في ماتش الزمالك ان شاء الله يعني بقى عند حسن ظن الجماهير، وان شاء الله الدوري يا اهلي. بس لعيبه طبعا انا عايز بس التركيز، لان هو واضح في الفتره الاخيره ان في فرص كتير بتضيع. يعني احنا المدرب لاسارتي مدرب كوف بيوصل اللعيبه للمرمى كتير، لكن بيبقى في سوء توفيق من اللعيبه. احنا عايزين بس التركيز منهم في الهجمات، لان الهجمه اللي هتيجي مش هتتعوض، فاحنا عايزين بس التركيز علشان ايه نعرف نكسب واحد واثنين وثلاثه، وان شاء الله برضك هناخد اول مجموعه. رساله الفريق قبل المباراه انه يعني انا مش عاوز روح، عاوز روح المقاتل، لان نصر الاهلي هو نصر مصر جميعا وشعب مصر جميعا، وان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يكرمهم ان شاء الله، والاهلي دايما معودنا على المواقف اللي زي ديت، واحنا متعودين لعيبه الاهلي التملي بتبقى رجاله في الامور اللي زي ديت، واحنا واثقين جدا جدا في المدير الفني بتاعهم، وواثقين جدا في كل اعضاء الجهاز الفني، وعارفين ان هم دول هيبانوا وقت المواقف الصعبه دي فعلا، واحنا عارفين خلاص ان شاء الله بامر الله الاهلي متاهل يعني ان شاء الله بامر الله. مباراه مهمه جدا، لازم الفريق بتاعنا يكون فريق رجاله، المسؤوليه يتحمل اي شيء اي صعب، وان شاء الله شاركونا في كل مكان. اهلا
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في الفقره الاخيره من هذه الحلقه الطويله جدا من الساعه 9 للساعه 1. كان معانا حاجات كثيره جدا، لكن خلوني ارحب بضيفي العزيز رئيس تحرير موقع يلا كوره الاستاذ كريم سعيد زكي. ده يا كابتن، صباح الخير وصباح الفل لكل المشاهدين قناه الاهلي وجماهير النادي الاهلي. مشرف ومنور دايما. مشرفني دايما يا كابتن، ربنا يخليك. يعني عايز برضو اتكلم معاك النهارده عن حاجات معينه انت عايز تتكلم فيها. نعم. من الناحيه الفنيه فيما يخص. نعم. انت جايب لنا شويه صور برضو زي المره اللي فاتت بالظبط، يعني تخص شبيبه الثوره. انا بس حابب اعلق على نقطه في ماتش فيتا كلوب، ان احنا في ماتش فيتا كلوب الاهلي يعني لاسالتي كان مقدم مباراه جيده جدا، وطبعا الحمد لله امانه يعني بصراحه. يعني واحده من المباريات يعني ساعتها طبعا كنت مسافر انجلترا عشان مقطع محمد صلاح، ما شفتش الماتش لايف، بس بعد كده اتفرجت عليه. الاهلي النادي الاهلي قدم مباراه ممتازه جدا، وواضح فعلا ان الجهاز الفني كان دارس فيتا كلوب بشكل جيد، ولعبنا على كسر التسلل بشكل كويس الشوط الاول. حتى الكوره بتاعت كريم نيدفيد اتعملت بشكل مميز جدا، وكان كوره ثانيه الحقيقه لو عدوا الشوط الثاني. علي النقطه كنا بنتكلم عليها ليله الحلقه، اللعبه علي معلول اتعملت في الشوط الثاني كذا مره بشكل مميز، بس يعني ما كناش كويسين في الفينشنج. اعتقد كان عندنا مشكله في الفينشنج، خصوصا الكوره بتاعت كريم نيدفيد كانت في 6 يارد، كانت سهله قوي بصراحه. بس يعني كان بكره هنشوف فينش كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. واضح ان احنا لحد ما لسه النادي الاهلي ماتشاته على ارضه افضل من ماتشاتنا خارج ميزه بكره ارضنا، وان شاء الله احنا نحاول نستغل هذا الامر بكره، ونستغل نقطه ان شبت الثوره ما بيلعبش على النجيله زي ما بيلعب على الارض اللي هي الصدقه، او النجيل الصناعي بالنسبه لهم افضل. شفنا في ملعبهم. وانت بتتكلم بس في النقطه دي. نعم. برضو من خلال تقرير ليلا كوره عاملينه. نعم. تقرير رائع الحقيقه، ماذا فعل شبيبه الثوره في رحلاته الخارجيه بدوري الابطال. نعم. بناء على الفارق ما بين النجيل الصناعي والطبيعي بالظبط. يعني. طبعا هو افضل. انا من خلال اعتقد ان شبيبه الثوره الماتش الوحيد اللي دخله في المنافسه لما قدر ياخد نقطه التعادل من فيتا كلوب في الكونغو، لما كان مغلوب 2-0 وقدر في اخر 10 دقائق بالروح. امانه الفرقه عندها روح مميزه جدا، وبتلعب لاخر دقيقه بتاعت اخر ثانيه، وقدروا هم يتعادلوا 2-2. اعتقد دي النقطه اللي دخلتهم في المنافسه. لكن احنا عايزين نبص يا كابتن اسلام على شبيبه الثوره، ايه المميزات اللي كان عندهم، ونحلل الماتش بتاعنا معاهم. يعني نحلل ماتش النادي الاهلي معاهم في الجزائر. ماتش خلص 1-1. كان لسه طبعا لساتي كان لسه يعني كان بادئ المشوار، كان مدير فني مختلف. نعم. ليهم يعني، وكان كمان لسه فرقه النادي الاهلي ما وصلتش اللي وصلت له دلوقتي الوقت. بس في نقط احنا عايزين نركز عليها في شبيبه الثوره، نعرف الفرقه دي بتفكر ازاي. الفرقه دي النهارده ايه الاساس عندها؟ الفرقه دي يا كابتن عندها نقطتين مهمين جدا. الهجوم بتاعهم بيعتمد على حاجتين، كرات طوليه من خلف الامام وكرات عرضيه. خليني اديك رقم بسيط قوي من مباراه الذهاب اللي خلصت 1-1. الكرات العرضيه لشبيبه الثوره قدام النادي الاهلي كانت 27 كرة عرضية. 27 كرة عرضية في خلال 90 دقيقة، مقابل كام النادي الأهلي ساعتها؟ كان 7 كرات عرضية فقط. فده يوضح لنا شبيبة الثورة كل التارجت بتاعه بيروح على الطرف ويرمي الكروس ليحيى شريف. طبعا شفنا المهاجم، ولو معانا الصور اللي احنا جبناها، أول صورة هنشوف كانت صورة من الشوط الأول. دايما ما عندناش كثافة عادية داخل منطقة الجزاء، ودي مفروض حاجة تسهل المهمة لمدافعي النادي الاهلي. دي الكرة دي كانت في الشوط الأول، بنشوف الكرة العرضية المفروض بتتلعب يا كابتن اسلام على طول الاوتوماتيك. كتاب الكرة بيقول إن البلاي ميكر يخش، الوينجر يخش، واحد من الاثنين هنا فاضي خالص، هنا بيخش واحد بس، ولكن للأسف اللاعب اللي داخل خد الكرة، فدي تبقى حاجة من عندنا احنا. يبقى احنا كده عندنا نقطة لازم نخلي بالنا منها، ما دام مفيش كثافة عددية عندي من المنافس بتاعي، ما ينفعش تحت أي ظرف من الظروف إن هو ياخد الكرة مني، سواء خدها من مساك أو حتى من الباك، بعيدا عن نقطة طبعا الطول نبقى نشوفها بعد كده. لكن المفروض طالما أنا في سيتويشن 1-1 جوه منطقة الجزاء ومعايا واحد بس، ما ينفعش المهاجم ياخد الكرة مني تحت أي ظرف من الظروف. لو نمشي للكرة التانية، كرة الهدف بتاع شبيبة الثورة في الصورة التانية، هنشوف بدايتها كان اكبر مشكله. احنا هنا عاملين يعني ارز او اسهم على اللعيبه اللي عايزين نتكلم عليها، ان احنا بنحلق ما بنضغطش. دي نقطه مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها في النادي الاهلي. المشكله عندنا ان احنا ساعات في كرات كتيره ثنائيه بنحلق، بس احنا واقفين بنحلق، لكن مفيش ضغط. لو هنا في الكره دي يا كابتن اسلام في ضغط، النص متر اللي اللاعب شبيبه الثوره قدر يعمل منه الكروس كان مستحيل الكروس يطلع من الاساس، وبالتالي انت هنا بتقلل نسبه. خد بالك برضه يا كريم انت. نعم. من الناحيه الفنيه هنا مش هتقدر تتكلم على الكلام ده، عارف ليه؟ نعم. لان انا كباك رايت مثلا. نعم. في كره زي دي انا هبقى باصص لحاجتين. ايوه. ان هو عايز يعدي ويرقصني ويخش. نعم. الملعب. نعم. يخش جوه الملعب يعني. نعم. او يرفع اوفر. جميل. فانا
انا شايف ان وقفه محمد هاني يعني هو محتاج يطلع خطوه بس قدام. نعم. وانت لو بصيت وراك بص الكره هنا. نعم. ولا واحد جوه منطقه الجزاء. صحيح. ما هي دي بقى الصوره الثانيه. دي الصوره الثانيه احنا على طول لو جبنا الصوره الثالثه يعني الكره هنا بتكلم على دي بالظبط. يحيى الشريف لما كان جوه منطقه الجزاء نفس الكوره بتاعت الشوط الاول وبرده هو خد الخطوه وسبق وخد الكوره وحطها هيد طبعا فاكرين الهدف بتاعهم من الكرات العرضيه. وبالتالي احنا لازم نخلي بالنا بكره من الكرات العرضيه. هم طبعا في دي ميزه لينا ان هم ما بيدخلوش لعيبه كتير جوه منطقه الجزاء. فدي المفروض احنا نستغلها ودايما محرصين اي كره عرضيه هتتلعب احنا يبقى عندنا. خلي بالك احنا شايفين ده كمان ده في ملعبهم بالظبط بالظبط بالظبط. خلينا كمان اقول لك ان بكره في الملعب المفروض برج العرب اعتقد انه لحد ما بيبقى اعرض من ملعب شبيبه الثوره. خليني اقول لك ملعب شبيبه الثوره الاسترتشنج اللي بيعمله شبيبه الثوره بيوصل ل 50.1 متر من مساحه الملعب. لو قلنا اصلا مساحه ملعب الكوره عامه بيبقى 105 في 65 متر يعني هم واخدين متوسط العرض بتاعهم في المباراه 50 متر من 65. النادي الاهلي كان الاسترتشنج بتاعه كام النقطه كنت بكلمك فيها في قبل ماتش فيتا كلوب احنا بنعمل 47 متر. فبالتالي احنا برضو لسه ستيل لاسارتي مش عامل استرتشنج قوي للعيبه بتاعتنا او الجناحات. احنا كل ما نعمل استرتش يا كابتن كل ما انت بتصعب المهمه على تفتح يعني تفتح الملعب قوي لغايه الخط. المتوسط بتاع شبيبه الثوره 50 متر. فبالتالي ده بيودينا فكر ان هم كل كراتهم بيفتحوا الملعب قدام بالظبط. عندهم حمار وعندهم بين حليمه الاثنين بيفتحوا الملعب قوي. ويحيى شريف بيبقى هو داخل منطقه الجزاء بيستنى الكروس وبيحاول يستغل ان هو سريع جدا في الخطوه وهيدر لعيب هيدر ممتاز جدا. وحتى هو كمان كلامه من شويه مش بس لعيب جوه الملعب لا هو لعيب بره الملعب بره الملعب وبيصدر الضغوط بشكل مميز جدا جدا لينا لله. فاحنا محتاجين ان احنا نخلي بالنا جدا في الحته دي. لكن احنا عندنا ميزه عنهم ان احنا بنعمل البيلدنج اب او البلاي بتاعنا احسن. يعني مثلا في ملعب الجزائر احنا 52% استحواذ على 48% 424 باس صحيح في حين ان هم عملوا 365. فده يديك الاحساس ان الاستحواذ لعبتنا احنا النادي الاهلي ولاسارتي عقليته بيلعب على الاستحواذ بشكل جيد. لكن محتاجين ان احنا لازم نخاف ونخلي بالنا من العرضيات بتاعه الفريق الجزائري. لازم نخلي بالنا. اذا اول تحذير هو عرضيات الفريق الجزائري. طبعا طبعا الفريق الجزائري ما بيلعبش خالص ان انا اسلم مثلا. ما عندهمش لعيب زي السوليه ياخد الكوره يوصلها ويطلع بيها لا خالص. احنا خلينا يا كابتن اقول لك رقم الكرات الطوليه اللي لعبوها في ملعبهم 67 كره طوليه من ورا لقدام من ورا لقدام يعني. قدام في حين احنا النادي الاهلي كان عامل حوالي 43 كره طوليه بس. فده يبين لك ان احنا ما بنعتمدش على كده. لا احنا بنسلم الكوره من رجل لرجل بنلعب كوره على الارض بشكل افضل. ده برضه يدينا ثقه اكتر. ولكن لازم نخلي بالنا الماتشات دي وبيبقى احنا هم طبعا جايين يلعبوا على نقطه التعادل. نقطه التعادل بتديهم التاهل وبتضيع مننا الصداره. انا اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله بكره يلعب على الفوز نخلص امورنا بعيدا عن ماتش سامبا وفيتا كلوب عشان الفوز ان شاء الله يدي النادي الاهلي التاهل والصداره في نفس الوقت. تمام. برضو من اهم الحاجات واحنا بنتكلم كده عن المباراه السابقه مباراه النادي الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. من الواضح جدا ان النادي الاهلي عنده وسط ملعب قوي اقوى من شبيبه الثوره الجزائري. ولكن هم عندهم بيتميزوا بان هم بيتكتلوا بشكل كبير جدا في هذه الزون ديفنس عندهم بشكل جيد. في مباراه زي دي بقى هيبقى اكتر مما كنا بنشوفه هناك. اكيد طبعا كده. لو حضرتك كمان احنا في الشوط الثاني بعد هم جابوا الهدف في اعتقد حوالي الدقيقه 56 هم بيعملوا الزون ديفنس بيعملوا نفس الطريقه بتاعه الكابتن طارق العشري. بيوقف الديفنس بتاعه قدام منطقه الجزاء بيعمل لك الاوفسايد جيم وما بيضغطش عليك نص ملعبك بيسيبك تعدي بكوره لغايه نص الملعب. او ما انت بتعدي نص الملعب ابدا اضغط عليك بالمهاجم بتاعه وبالاثنين الطرفين وبالتالي اخلي مساحه اللعب هم ال 30 متر اللي في نص ملعبه وده يخنقك. ولكن ده ايه حله؟ طبعا حله ان انت يبقى عندك لعيبه في الباسنج احسن منهم. يبقى عندك لعيبه احرف. يبقى عندك دايما تحط اللعيبه بتاعتنا في مواقف واحد على واحد. دي احنا عملناها في الكونغو بشكل مميز جدا في الشوط الثاني لكن بصراحه ما استغليناهاش في الفينشنج ثاني. كان عندنا مشكله في الفينشنج واضحه جدا. لكن احنا لو نقدر نحرز هدف بدري هتلاقي دايما الفريق اللي قدامك مضغوط. وعايزين نستغل برضو ان ملعب برج العرب لحد ما واسع شويه عن ملاعب المنافسين. لا عايزين نستغل فرق النجيله طبيعي طبعا نستغلها هناك احنا نستغلها هنا بالظبط بالظبط. فدي كلها انا بشوفها امور احنا محتاجين نبقى متوازنين جدا يا كابتن من حيث ان احنا بنلعب بحرص
بس نفس الوقت احنا لازم يبقى الثقه عندنا ان احنا عايزين نكسب، ان انت اول بس ما بتتقدم على اي فريق في ملعبك اعتقد هو بيفتح خطوطه ومسكته لانه خلاص لانه الفرص راحت منه، لازم يرجع عشان يكسب او يتعادل وبالتالي هيديك مساحات اكتر وبالتالي هيبقى عندك الفرصه اكبر. بقى الهدف الاول هو مفتاح او لغز مباراه بكره بالظبط. عشان كده يا كابتن انا اعتقد النادي الاهلي لازم يبدا بشكل ضاغط بطول الملعب بشكل قوي، وان شاء الله نحاول نستغل طبعا اهم نقطه وسلاح عندنا الحمد لله ان يعني الجهات الامنيه وافقت مشكوره ان هي ترفع العدد الحضور الجماهيري من 10000 ل 15000 متفرج. اتمنى جمهور النادي الاهلي يستغل كل تذكره كل مكان مسموح بيه ان احنا بكره نمنا ال 15000. وفي بعض الدعوات خد بالك برضو ان شاء الله بعد الاتفاق مع الامن من اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي واعضاء اكاديميه النادي الاهلي في اسكندريه، وبالتالي ممكن نوصل ل 16 17000 يعني. حتى نوصل ل 20 يعني ان شاء الله يا رب، بس اهم حاجه ان احنا نتخطى المباراه دي ان شاء الله بشكل جاي عشان دور الثمانيه بقى يبقى الكلام مختلف طبعا ونبدا البطوله. دي ظروف ودي ظروف بالظبط، حاجه قد تكون بدايه جديده من دور الثمانيه يعني، لانه دور النوك اوت ده بيبقى مختلف تماما عن بقيه اهم نقاط الضعف اللي موجوده بقى في شبيبه الثوره. انا شوف يا كابتن اهم نقاط ضعف شبيبه الثوره الحارس عندهم ضعيف في الكرات العرضيه بشكل كبير، شفنا ان هو في الكره العرضيه اتعامل شكلين ميدفيلد ما طلعش من السكس ياردات، عنده ازمه ما عندوش ثقه انه ياخد الكرات العرضيه بشكل مميز. تاني انا بشوف دي بصراحه هي ممكن نقطه ضعف ونقطه قوه، ان الاسترتشنج اللي انت بتعمله في الهجوم لو انت بتطبقه في الدفاع ده بيعمل لك ازمه. احنا النهارده النادي الاهلي قدر يفتح الملعب جامد للخط، هيبدا يطلع مساحات في العمق وبالتالي احنا ممكن نستغلها. وحاجه تانية مهمه قوي، انا الكوره كنت شفتها وكنت يعني ما خدتش منها بالانس كيم صح، كان صعب شويه، كان في فاول. هم طبعا النادي الشيف صار بيعتمد على الضربات الثابته، لما بيعتمد على الضربات الثابته بيوقف ورا ثلاث لعيبه منهم الاثنين الباكات واحد من خط الوسط، هو بيطلع الاثنين المساكين بتوعه عشان طوال في الكرات الثابته او الضربات الركنيه. سرعه الارتداد عندهم سيئه جدا 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 جدا، والنادي الاهلي في ماتش الذهاب سنحت له فرصه كانت مهمه جدا جدا عن طريق حسين الشحات ووليد سليمان وكان بيلعب، لما الكره احنا ارتدينا بست لعيبه يا كابتن، في حين شباب الثوره من نص ملعب النادي الاهلي لغايه نص ملعبهم رجعوا اربعه بس. وبالتالي انا بشوف ان احنا مميزين في السرعات، لازم نستغل سرعه الارتداد اللي هم جالهم كرات ثابته ان احنا نقدر النهارده نحطها في نص الملعب ونقدر نعمل التحول من الدفاع الهجوم باقصى سرعه عشان نستغل بطء الارتداد الدفاعي اللي عندهم. بس في نقطه برضو انا احب برضو اشير لها، وده رقم بصراحه مهم جدا 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 وانا شايفه لحد ما مميز عند فريق شباب الثوره. شيب ثوره عندهم الريكفري بول او السكند بول بياخدوها الكرات العاليه لما تنزل على الارض بياخدوها 64 مره، خدوها علينا في ماتش الذهاب. احنا بقى خدناها كم مره؟ خدناها 47 مره بس، فبالتالي الكره الثانيه يا كابتن مهمه جدا جدا في نص الملعب. اهم ما يميز النادي الاهلي في المباريات الاخيره بالظبط الاخيره نعم تقريبا من ماتشين ثلاثه هنا في الدوري اللي شفناه هنا في الدوري سكند بول بالظبط. فاحنا نتمنى طبعا الكره الثانيه يعني بالظبط ان شاء الله نتمنى ان الكره الثانيه بكره تبقى من استحواذنا احنا، لازم نتفوق في الرقم ده يا كابتن اسلام تحت اي ظرف في اي مباراه. دايما انا بشوف الفريق اللي بيقدر يلعب على الكره الثانيه قدام اي منافس بياخد افضليه عليه في كل امور المباراه. ليه؟ انت بتخلي دايما الكره في رجلك، مساحه الاستحواذ الكره في رجلك انت اطول مده زمنيه عن المنافس، وبالتالي دي نقطه برضو احنا محتاجين ان شاء الله باذن واحد احد نخلي بالنا منها بكره. برضو في نفس الاطار احنا بنتكلم عن شبيبه الثوره الجزائري، عندك فكره الاعلام الجزائري واخد الموضوع ازاي هناك؟ والله هو الشيء الجيد طبعا احنا بنتكلم دلوقتي، انت عارف الفرقتين الكبار في مصر وفي افريقيا النادي الاهلي ونادي الزمالك حسم التاهل ليهم في الجزائر في الجزائر يعني في هناك بقى المشاكل السياسيه ما تخصناش، لكن لا ما لناش دعوه بيه خالص لكن انا بتكلم على ان الاعلام الجزائري مهتم بالكره دلوقتي في ظل الاجواء الساخنه السياسيه. لا لا اكيد طبعا ليها مساحه، وطبعا هم برضو اعتقد برضو الدنيا هديت شويه يعني، الدنيا برضو مش زي اسبوع فات اعتقد، الدنيا هديت شويه وبالتالي برضو في تركيز على مباراه نادي الزمالك مع نصر حسين ضاي في الجزائر. طبعا لان احنا الفريقين المصريين هيتاهلوا من خلال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله فريقين جزائريين ان شاء الله الفرقتين يتاهلوا ان شاء الله. النادي الاهلي يكسب باذن واحد احد يقدر يكسب دوري الابطال، ونادي الزمالك يكسب الكونفدراليه، ونشوف سوبر مصري افريقي حلو جدا بصراحه بعد في نهايه الموسم. بس تاني الاعلام الجزائري احلى حاجه كانت ان الموضوع متاخد في الكوره بس يعني لا يعني هو بقى له يومين كده متاخد في سكك ثانيه فيما يخص حكم المباراه، ولكن في النهايه يعني احنا ردينا على هذا الموضوع وقلنا يعني الاهلي مش مستني يا جماعه ان حكم يبقى مجامل او يحكم ثلاث مرات. لا طبعا كابتن سمير قال لك ان في حكم للفرق المصريه بالمناسبه حكم سوداني حكم للاسماعيلي ماتشين ورا بعض كمان مثلا
في دوري الابطال الافريقي. نعم. وحكم غاني حكم لنادي الزمالك مباراتين في وبالتالي تكرار ده بيقول لك التكرار ده طبيعي في البطولات الافريقيه يعني. وبص اكيد اقول لك حاجه, هو يعني لو اتكلمنا ان النادي الاهلي تم مجاملته افريقيا فده امر بصراحه دي ممكن تكون نقطه الموسم يعني. خلينا مش عايز ارجع لماتش الوداد يعني مش عايز ارجع لماتش الوداد. في اخطاء تحكيميه لكن عمر النادي الاهلي ما اتجامد بقصد. القصد في ايه يعني؟ مثلا النادي الاهلي ممكن الحكم يجي عليه بقصد, دي شفناها كتيره. ومش عايز تاني افتح ماتش الوداد من سنه ونص يعني او من سنتين يعني, ده هيبقى امر صعب. مش عايز تاني افتح ماتش, لا يا حاجات كتير قوي. لا مش عايز افتح انا ماتش كنت فيه موجود يعني النجم الساحلي. لا افكرك بقى يا كابتن, افكرك بقى بماتش ده واحد من احلى الماتشات اللي شفتها في حياتي بصراحه تحكيميا للنادي الاهلي في افريقيا. بنتكلم على المجاملات يعني كيم لي شونج ماتش النادي الاهلي وانيمبا 2005. انيمبا 2005 الماتش ده والله العظيم الماتش ده ما اتحسبش فيه اوفسايد جيم اوفسايد على النادي الاهلي. صح. الكوره كانت بترجع مع الخط, كان الحضري واقف جون, الكوره كانت بترجع للمهاجمين انيمبا, كان الاهلي جاب جون في الشوط الاول وحسب متعب. الشوط الثاني كيم لي شونج ما حسبش ولا اتصال على النادي الاهلي. لا مش عايز اخش في نظريات المؤامره يعني. في الثاني النادي الاهلي ما اعتقدش الاسم الكبير والنادي الاهلي ببطولاته دي كلها ومحتاجين نتكلم على مساعده تحكيميه او في اخطاء على الكل. ده طبيعي في اخطاء على الكل. واعتقد الفريق او النادي اللي يركز دايما كلامه على التحكيم او انا النهارده اتظلمت او انا النهارده في حد عامل عليا مؤامره او في حد بيعمل عليا حمله او اولا لاخره, هتلاقيه دايما بيقول الكلام ده وهو بيقع. مظبوط. دايما الفريق اللي بيطلع يعني مثلا خلينا مثلا ندي مثال بسيط قوي. النادي الاهلي وقف الدوري بعد ماتش الجونه ما كسب الماتش ده وكان ماتش صعب جدا لفوق. الكيرف طالع, فهتلاقي الكلام كله فني. هتنتكلم فني النادي الاهلي المشاكل في الدفاع. لا بس احنا واجبنا ان احنا اذا كان هناك بعض الحملات يعني. نعم. انا شفت النهارده مثلا ان في حمله ممنهجه معموله على الحكم. نعم. لظرف معين بقى لها يومين ثلاثه. نعم. تبكي عشان لسه راجع من انجلترا فما شفتهاش. فبقى لها يومين ثلاثه. نعم. في حمله ممنهجه مثلا معموله على وجود مصطفى شوبير كحارس مرمى. نعم. احنا عندنا حراس مرمى شباب يعني, عندنا الغندور ده واحد. نعم. من افضل حراس المرمى الشباب اللي موجودين في مصر. نعم. مش بتكلم على مصطفى تحديدا, ولكن هو مصطفى تحديدا بيتكلموا عنه عشان خاطر والده, لكن في النهايه او يعني بينتقد وجوده عشان خاطر والده, بينتقد وجوده ان هو مش مقيد افريقيا. ما يعرفوش ان النادي الاهلي مثلا بيفكر ل واحد من افضل القرارات اللي ممكن جهاز فني ياخدها مع لاعب صغير وان هو يديله بغض النظر عن اسمه بقى. ما الاسم يا كابتن مين؟ لا سؤال يا كابتن بصراحه يعني, هو في لعيب كوره في العالم ممكن يكمل او النبي يقول عشان خاطر كريم الكلام؟ اصل انا قلت الكلام ده الاول. لا دي واحده بس, دي احنا كلنا بنحب الكوره قبل انتماءاتنا, احنا كلنا بنحب الكوره. هو في حد هيشوف حد كويس والماتشات جاي يعني بالظبط الراجل هيلعب مش هنلعبه. السؤال هنا هل في حد هيقول اصل والله هو النهارده كويس او وحش عشان خاطر هو والده او مش والده؟ هل ده كلام يعقل؟ هل ده بيحصل اصلا؟ تصدق بيتقال؟ لا ده انا بقول لك, انا بقول لك بقى لنا يومين ثلاثه. نعم. في حملات معينه على ناس معينه لظروف معينه. نعم. يعني مثلا قال لك ايه؟ قال لك النادي الاهلي محظوظ. أي. انا على فكره اي حد حضرتك لما تيجي تسالني تقول النادي الاهلي محظوظ, بقول لك طبعا 100% محظوظ. بس محظوظ ليه؟ لانه مجتهد والحظ لا ياتي الا للمجتهدين, وبالتالي النادي الاهلي يفضل محظوظ وهيظل. نعم. محظوظ. واحنا بالنسبه لنا لما حد يقول لي كده, اي حد ما بيشجعش النادي الاهلي يجي يقول لي كده انتوا محظوظين, اقول له احنا محظوظين عشان احنا مجتهدين, عشان احنا بنتعب من اول رئيس مجلس الاداره لغايه. نعم. اصغر عامل في النادي الاهلي. نعم. ومش تعب واحد. نعم. مش تعب فريق كرة بس, لا تتعب كل الناس اللي بتشتغل. نعم. عشان النادي الاهلي يكسب هذه البطولات. الشيء الحلو في الكرة يا كابتن اسلام ان النجاح نجاح جماعي. بالظبط. يعني خلي بالك النجاح الفردي له وقت وبينتهي على طول. ليه؟ بينتهي بنجاح الفرد. مثلا خلينا مثلا ندي مثلا بسيط زي مثلا الخناقه كانت حاصله ما بين مشجعي الريال ورونالدو. يعني بيحب رونالدو يقول لك تاريخ الريال اتعمل مع مجهود رونالدو. فعلا رونالدو بعد ما ساب ريال مدريد واضح ان في تاثير شديد جدا. لكن مثلا احد الميزات اللي انا شفتها كنت حاطط قلت لك الحلقه اللي فاتت, اللي فارق ما بين النادي الاهلي في افريقيا السنه دي والسنه اللي فاتت, السنه اللي فاتت كنا دايما معتمدين على وليد سليمان. يعني وليد في الملعب السنه دي انت حاسس فيه شكل جماعي, حتى اخطائنا جماعيه مش اخطائنا فرديه. لما بنيجي نحاسب بنحاسب الفرقه ككل. فبالتالي انا بشوف النادي الاهلي حتى لو في بعض الاوقات في حظ, وحتى لو من روح الفانيله الحمراء, دي حاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. بالظبط. انت النهارده لما بتدي الاحساس لعيبتك ان هم يلعبوا ويعرقوا لغايه اخر دقيقه, كريم نيدفيد هذا اللاعب اللي ممكن لو اي منتج سينمائي
حاب يعمل قصه كفاح رياضي ممكن يحط قصه كريم نيفيد ممكن عليك. يحطها ويعمل منها يعني سيناريو حلو قوي ودراما لطيفه. ليه كريم كان في حته والنهارده كريم لما بيغيب عن ماتش اول ناس بتحزن، يعني بنشوف الناس جمهور النادي الاهلي بيحزن عليه بشكل كبير جدا. واتكلمنا على حته ان كريم ممكن ما مش هيلعب ماتش الزمالك عشان موضوع الانذارات، وازاي الجمهور النادي الاهلي قال لك انا هخسر اللعيب ده. فبالتالي هنا لا احنا مش عايزين ندخل الموضوع يا كابتن اسلام في موضوع ايه خد وهات او نقعد نرد على بعض. ليه؟ النادي الاهلي نادي شغل، النادي الاهلي طول حياته طول تاريخه نادي الشغل اللي علمنا ازاي نشتغل، ما نقعدش نبص ده بيقول ايه وده بيعمل ايه، احنا محتاجين نشتغل. ليه؟ اللي يشتغل اكتر ياخد اكتر. مظبوط. في بعض الاوقات وانت بتشتغل نعم شغلانتك هنا انا شغلانتي هنا نعم في قناه النادي الاهلي ان انا اتكلم طبعا في فنيات واعرف كل حاجه هنا وهنا وهنا واجيب لي الناس الكواليس وكده، وفي نفس الوقت ان انا ارد على بعض الامور. ما خلي بالك ما في امور حد كان دور الاعلامي طبعا 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 دورك ده دوري طبعًا. لكن انا بتكلم على كمان طبعًا. ان في حاجات تانية كتير بس ما بنردش بقى نعم. ده اللي انت بتقول عليه. لا انا كنت بتكلم بصراحه لكن انا حاجه تخص المباراه نعم بتتكلم على الحكم عامل عليه هناك بعض الحملات الممنهجه على الحكم خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا منذ اعلان تعيين الحكم صادق السلمي. بالمناسبه انا ممكن بكره انتقده نعم خلي بالك بعد المباراه واقول ان هو اخطا في الحته الفنيه، بس انا بتكلم على ما يحدث قبل المباراه دلوقتي. لو بكره مثلا في حد مقتنع ان هو جاي بكره مثلا يجي من النادي الاهلي ده بيقول لك ثالث مباراه او رابع مباراه للنادي الاهلي وكذا وكذا. طب ما ده اصلا بيحصل عندنا في مصر يعني بيحصل كتير ليه؟ عشان ظروف التحكيم في مصر مشابه لظروف التحكيم في افريقيا. واحنا مثلا التحكيم في مصر وافريقيا زي اوروبا مثلا يعني احنا مثلا لجنه الحكام في مصر مع كامل احترام طبعا ليها ولجنه الحكام في الكاف، هل هي بنفس الجوده بتاعت لجنه الحكام في تشامبيونز ليج؟ لا احنا احسن لا يعني في ظروف معلش يا كابتن برضه في ظروف اكيد بتخلينا نستحمل ان في بعض ممكن تلاقي حكم بيحكم ثلاث ماتشات نادي الاهلي في الدوري، وتلاقي حكم معين بيحكم نادي الزمالك ست ماتشات ورا بعض، ممكن يخش حكم اخر في ماتش ما بين السته. بس احنا بنستحمل ده ليه؟ لان احنا عندنا نقص في الكواليتي، عندنا نقص في العدد، في مباريات كتير هتتقال ومش عايزين نقف عندها. في الاخر تاني انا مؤمن تماما ان الشغل والجهد داخل الملعب هو اللي الفريق بياخد نتيجته. لو النهارده اهم حاجه انت قلتها يا كابتن برضه مهمه جدا، انا في الفقره اللي فاتت انت قلت ان اللعيبه معرضه لده طبعا. اللعيبه بتسمع وبتخش على السوشيال ميديا بالزبط. وعندها اكونتاتها ومعرضه. اهم حاجه ان اللعيبه لا تتاثر من الكلام ده خالص. ده النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها فيما يخص الشغل. لازم احنا كلعيبه وكجهاز فني دايما نشتغل. برافو عليك. دايما انا كنت متعود لما انا كده وكان مجموعه كبيره من الجيل اللي كنت انا بتشرف بالتواجد في وسطهم كنا بنتكلم ان يقول لك ايه ان النهارده اصل كريم النهارده وحش قوي في الملعب تلاقي حمله برده طلعت عليك كده فاحنا ما كناش بنطلع نرد في الاعلام او في كذا او في كذا. كنا بنرد منين؟ خلال شيء واحد فقط ايه؟ الملعب. افكرك بحاجه ثانيه طيب فاكر موسم 2006 2007 لما مستر مانويل قرر كان ناقص ماتشين الاهلي النادي الاهلي كان حسم الدوري وكان في ماتشين قدام نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي في الدوري ومستر مانويل ساعتها كان عنده مشكله في موضوع الارهاق البدني وسافر بالظبط وقال يا جماعه ماتشات الدوري خلاص ما فيش مشكله واحنا مش عايزين. والنادي الاهلي خسر الماتشين خسر القمه وخسر ماتش النادي الاسماعيلي في اسماعيليك اعتقد كابتن محمد فضل جاب الهدف الفوز. ومستر مانويل لما رجع قال انا مهمتي ان انا عندي كاس مصر وكان عنده سيمي فاينل قدام نادي الاسماعيلي والماتش ساعتها كان هو ده الاهم. كسبنا 2-0 كسب 2-0 طلع الفاينل الزمالك 4-3 لا مش 4-3 بس كان ماتش واحد من احلى الماتشات فاينل ممكن تشوف ونادي الزمالك عمل ماتش فعلا يعني اللعيبه كان ساعتها هنري ميشيل كان مدير فني فعلا عمل كل ما يمكن عشان يقدر. كان طبعا النادي الاهلي ساعتها فنيا فارق عن نادي الزمالك كتير قوي واللعيبه نادي الزمالك ساعتها فعلا يعني داسوا على نفسهم عشان يقدروا مزبوط. يقدموا 3-2 لغايه الدقيقه 89 لغايه لما النادي الاهلي جاب هدف التعادل 2-1 كانت 2-1 في المباراه وبعد كده 3-2 في الجون ده يا كابتن جه في الدقيقه 89 من داخل السكس ياردات بتاعت عبد المنصف ابو تريك بالظبط كده. فده يبين لك ايه؟ ده يبين لك ان انا النهارده كجهاز فني كنت ساعتها بحسب ايه ليه تمن ايه ليه تمن انا مش هخش في يعني مناوشات جماهيريه او حتى اعلاميه. ليه؟ ماتش الدوري انا واخد الدوري هتكسب انت الدوري ما عنديش ازمه فيه. هو ده انا بتكلم عليه. دايما النادي الاهلي علمنا التلاته بونت بالظبط كده. النادي الاهلي بتاع التلاته عشان كده بقول لك وده اللي اتعلمناه برضو جوه النادي الاهلي ان هو ما تردش من خلال حاجه ولا سوشيال ميديا ولا بالزبط. كذا ولا كذا رد من خلال ملعبك بالظبط. الملعب ده انت كباك رايت مثلا بتلعب عندك ايه؟
ادافع بشكل كويس واعمل اوفرات بشكل كويس تجيب منها اجوال. فانا ادافع بشكل كويس واعمل اوفرات منها. انت يقول لك انت لا انت وحش نعم. اصل انت بطيء، اصل انت سريع، اصل انت بتنط عالي، اصل انت بتنط واطي. اوكي قول اللي انت عايزه، انا من خلال الملعب بس في الاخر نعم. انا خدت الدوري، خدت نعم. الكاس. هي نفس الطريقه اللي حضرتك بتتكلم بيها، وهو ده منهج واسلوب النادي الاهلي. اقول بس نقطه اخيره في الحته دي وممكن بعد كده نقفلها، ان حتى يا كابتن اسلام من مهام النادي الاهلي حتى واحنا بنتكلم من خلال قناه النادي الاهلي، احنا دايما بنكلم الشباب الصغير مظبوط على كل انتماءاته، اشتغلوا ما تتكلموش. مش ما بنتكلمش بس الناس اللي بتحب النادي الاهلي بس، لا طبعا، لا بنتكلم اي حد بيحب الكوره عامه في حياتك. خلي الشغل اكتر من الكلام. لو حد بيقول لك اتكلم كتير وركز مع الكلام، لا ما تسمعش كلامه. احلى حاجه في الكوره انها بتعلمك ان انت تشتغل في جماعه، تشتغل يعني العمل الجماعي. ان احنا دي مش لعبه فرديه، احنا ما بنتكلمش على سباحه ولا كاراتيه ولا، لا احنا بنتكلم على الكوره. الكوره حلاوتها ان هي لعبه جماعيه بتعلمك انك تشتغل، بتعلمك انك ما تتكلمش كتير. حلوه الصوره دي. دي ماتش ايه ده؟ ده ماتش ال 3-1 ها 3-0 سوري الاهلي والنجم ده الهدف الثالث. فالقصود يا كابتن ان حتى ده برضو جزء من الرساله للنادي الاهلي. طبعا البقاء لله مره اخرى لكابتن عماد النحاس في وفاه طبعًا. عمته الحقيقه، واعتذر عن وجوده في الاستوديو غدا ان شاء الله. طبعا يعني ربنا يرحمها، ربنا يرحمها دائما خلال الفتره القادمه. اتفضل. بس فهي الفكره، انا حتى انا بقول اهو لكل الشباب الصغير، اهم حاجه ان انت تتعلم في حياتك انك تشتغل اكتر ما تتكلم. موضوع التراشق اللفظي، ما حد يعلمك ان هو ده الاسلوب عشان تثبت حبك لناديك، اعرف ان انت بعد فتره من الوقت انت نفسك هتزهق وهتلاقي انت بالعكس. خلي اللي يقول يقول نعم، خلي اللي يتكلم يتكلم نعم، وخلي اللي ينتقد باسلوب. بالمناسبه من الممكن جدا ان احنا ننتقد هنا في ملعب الاهلي. نعم. انتقدنا اداء النادي الاهلي في مرات وفي نعم. مباريات دوري وكذا وكذا صحيح. وكذا، ولكن ده طبيعي جدا ان انت تنتقد طريقه لعب ماشي وكذا كذا، لكن ان احنا نرد على كلام بيتقال لمجرد ان هو يعمل زي ما انت بتقول كده، ايه يطلعك بعيد عن الكوره، الطريق اللي الطريق اللي نعم. انت ماشي فيه، اللي هو انت عايز اخد دوري، عايز اخد كاس، عايز اخد بطوله افريقيه، وفي الاخر نبقى نشوف. هو ده اللي احنا عايزينه. اللي يتكلم كوره هتلاقي في كلامه في ايه، في فايده. اللي هيتكلم بعيد عن الكوره وهنخش نحاول ناخد الموضوع لمشاكل، صدقني ده اسلوب ضعيف. طبعا اسلوب ضعيف. طيب خلينا بقى نروح للصحف المصريه. نعم. عندنا ثلاث صحف مصريه النهارده قالوا ايه في ال عن مباراه النادي الاهلي. معاك لا انا بسمعيش النص. ما جابولكش. اول حاجه اخبار اليوم قالت الاهلي بيحشد اسلحته للفوز على الثوره الجزائري الليله. خلاص احنا بالظبط النهارده بالظبط. لاسارتي بيحذر اللاعبين من خطوره الموقف ويطالبهم بالتركيز. ده تقريبا نفس الكلام اللي انت قلته بالزبط. من خلال ان هو يطالبهم بالتركيز في اعتقد في الـ النهايات. واتمنى ان شاء الله ان يكون لاسارتي اشتغل بشكل جيد جدا وبشكل نفسي مع علي لطفي، لان ده اكيد طبعا علي لطفي النهارده هيبقى عليه واجب كبير في الامانه. في الماتش اللي فات عمل تصدي اكثر من رائع. اللي هو الكوره اللي شالها بايد واحده دي كانت ممتازه جدا، وان شاء الله ربنا يوفقه ويقدر النهارده في المباراه يبقى ثابت بنفس المستوى. وانا حتى ما بلموش على الهدف بصراحه، يعني الهدف طبعا الهدف يعني صعب جدا يتكرر. يعني الكوره دي لو اتكررت 100 مره بصراحه مش هتخش بالشكل ده، فان شاء الله يبقى موفق النهارده. طبعا معانا في اليوم السابع الاهلي في مهمه الدفاع عن الهيبه الافريقيه والتاهل امام شبه سبع برج العرب الليله. وفي الرياضه عندنا الشروق اليوم في ختام دور المجموعات بدوري الابطال الافريقي، الاهلي يبحث عن بطاقه التاهل دور الثمانيه امام شبه الثوره. الفوز كفيل بتصدر المجموعه، 15000 متفرج يساندون الفريق، والشناوي احتياطيا رغم الاصابه، والتعادل يصعد بالفريق الجزائري بدون تاكيد. بكل تاكيد طبعا. يعني كل تقريبا كل الصحف المصريه بتؤازر النادي الاهلي النهارده، وبكره ان شاء الله يؤازروا نادي الزمالك. اكيد طبعا ان شاء الله باذن الله. باذن الله كابتن اسلام انا ان شاء الله النادي الاهلي يبقى حاسم للمباراه من البدايه، وما حتى ما اتاخرش ان شاء الله. يعني احنا بنشوف دايما النادي الاهلي عنده، لكن ده ما يمنعش برضه خلي بالك ان انت ممكن المباراه تتطور معاك. يعني اتمنى ان انا اشوفها نفس الاداء اللي عملناه مع سيمبا. يعني الشوط الاول انت قدام سيمبا ما سبتلهمش يا كابتن اي مساحه نفس. انت بتضغط بطول الملعب، قافل كل حته، هم مش عارفين يطلعوا بالكوره، بتخطف الكوره وبتحولها لهجمه في خلال 3 ثواني، بتحرز طبعا. اكيد شيبت الثوره كمستوى بصراحه افضل من سيمبا واكيد هيقفله بشكل
افضل منهم، ولكن احنا ممكن الشوط الاول بحس ان الاهلي بقى فيه حماس لسه، الباور معانا مليان 100%، فان شاء الله نحسم في الشوط الاول بفارق كبير وننزل الشوط الثاني حتى طبعا نكمل، بس اهم حاجه ان احنا ما نضغطش نفسنا، دايما نحاول نلعب على الثقه. النقطه دي انا بحسها الاهلي بيفتقدها في الماتشات الخارجيه، مهم جدا انك تعرف الفرقه اللي قدامك ان انت بالظبط كده يا كابتن. اكيد طبعا بدون شك. من وجهه نظرك مين اللي هيلعب بكره كتشكيل متوقع يعني؟ يعني انا اشوف طبعا علي معلول، محمد هاني بيبقوا حاجزين اماكنهم، ياسر ابراهيم وايمن اشرف وسعد سمير. انا افضل طبعا يعني سعد كايمن كمساكين، بفضل سعد عشان سعد اطول، لكن لو في يعني رؤى فنيه هم دول الاثنين منتخب اللي بيلعبوا دايما. نعم بالظبط. في خط الوسط طبعا هيبقى فيه ان شاء الله السوليه وندفيد، مهم جدا طبعا بلاي ميكر، نفس النقطه اكررها تاني، لازم يلعب بلاي ميكر ناصر ماهر، حسين الشحات، رمضان، واتمنى طبعا وليد ازارو يبقى هو اجاي يقعد احتياطي يعني. اجاي ممكن يعني ليه وليد ازارو، دي نقطه مهمه جدا، كنت برضو احب كنت اتمنى لسارتي يفكر فيها. مروان كان ماشي بشكل مميز جدا 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 مع الفريق، بس ازارو لو كان نزل بدري شويه قدام فيتا كلوب واستغلينا الاوفسايد جيم كان ممكن يبقى الشكل والفينشنج بتاع الهجمات مختلف شويه. تمام. تتوقع النتيجه بكره ايه؟ ان شاء الله فوز النادي الاهلي. فوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. فوز النادي الاهلي يعني تصدره لقمه هذه المجموعه. مش متوقع النتيجه بس هتمنى بس فوزنا ان شاء الله. نتمنى كلنا الحقيقه ان شاء الله فوز النادي الاهلي في مباراته غدا ان شاء الله. الحقيقه كريم انا بشكرك جدا على كل هذه المعلومات، شكرا جزيلا كريم سعيد المستحضر. يلا كوره نبارك لبعض بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. او النهارده صحيح النهارده انا دوبك هنروح ننام ونيجي نعمل الاستوديو بكره ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله. بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. احنا النهارده اربع ساعات زي ما حضراتكم شفتوا اتكلمنا عن كل ما يخص النادي الاهلي ونادي شبيبه الثوره، اتكلمنا اكتر طبعا عن نادي شبيبه الثوره الجديد، مش عايزين نفتح كل كل الكتب بتاعتنا فيما يخص النادي الاهلي مع ان كل حاجه واضحه، لكن من الممكن ان احنا بكره نشوف مفاجآت. وجهه نظر ان احنا ممكن بكره نشوف مفاجآت في تشكيل النادي الاهلي، انا ما عنديش معلومه انا بقول كده يعني، ممكن جدا نشوف مفاجآت مهمه بكره في تشكيل النادي الاهلي. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم من الساعه 9 لغايه الساعه 1، اتكلمنا في كل ما يخص النادي الاهلي ويخص شبيبه الثوره الجزائري. بكره ان شاء الله المباراه في تمام الساعه 6 بتوقيت القاهره، هنكون مع حضراتكم بدايه من الساعه 4 عصرا، هنتكلم ايضا فنيا وهنتكلم فيما يخص المباراه او ما يحدث قبل المباراه، وهيكون معانا كريم كالعاده وهجيب لحضراتكم التشكيل بدري بكره ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وما تنسوش تستنونا بكره في تمام الساعه 4 وحلقه جديده من ملعب الاهلي.